مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وهنبدأها مع حضراتكم طبعا. بسعد بصحبة حضراتكم، معايا زملائي الأعزاء أمير هشام والكابتن خالد العوضي، وتغطياتهم أيضا وفقرات متنوعة ومتميزة بيقدموها لحضراتكم النهاردة، وهنتعرف عليها بعد قليل بمزيد من التفاصيل من خلال متابعة زميلي أمير هشام. لكن خلونا نبدأ بمجموعة من الأخبار المهمة. قرارات صدرت عن مجلس الإدارة، مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعلنها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمفوض من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي بالإشراف على ملف كرة القدم وإعادة تنظيم وبناء قطاع الكرة وفريق الكرة الأول في النادي الأهلي سعيا إلى أفضل النتائج وأفضل أداء في الفترة القادمة إن شاء الله. الكابتن محمود الخطيب بيعلن عن إعادة تشكيل وهيكلة قطاع الكرة في النادي. يضم التشكيل الجديد الذي أعلنه النادي الأهلي رسميا الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة، ومارتن برناردو لاسارتي مديرا فنيا، والكابتن محمد يوسف مدرب عام، وسيباستيان مدرب مساعد، وسامي أمصان مدرب، وإليخاندرو للأحمال البدنية أو مدرب أحمال، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى. كما تم تعيين الكابتن فتحي مبروك مديرا لقطاع الناشئين، والكابتن هشام حنفي مساعد لمدير القطاع، وخالد الأمين مديرا عاما للأكاديميات، وتشكيل أيضا لجنة الاستكشاف والبحث عن المواهب الجديدة واللاعبين العناصر المتميزة الصغيرة، وبتضم طبعا مع حفظ الألقاب للجميع محمود صالح، ناجي خليل، حمدي أبو راضي، وصديق الجمال، على أن تضم إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين الكابتن عدلي القيعي مستشارا للتعاقدات وللأمور التعاقدية والتسويقية في النادي، وأمير توفيق مديرا للتعاقدات. ده رسميا هو الهيكل الجديد لقطاع الكرة في النادي، وإن شاء الله يكون أو تكون هذه الاختيارات وهذا التنظيم والهيكلة الجديدة للقطاع تكون موفقة في تحقيق الأهداف المرجوة على مستوى الأداء والنتائج وتطوير أمور وشؤون كرة القدم في الأهلي على كافة المستويات محليا ودوليا في كل المواجهات القادمة إن شاء الله. بكرة بإذن الله الساعة 12 ظهرا، يعني الساعة 12 ظهرا في النادي الأهلي، في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، وتحديدا في قاعة فكري أباظة، يعقد مؤتمر صحفي بحضور طبعا الصحافة والإعلام لمتابعة والإعلان عن كل التفاصيل الخاصة باختيار والتعاقد وتفاصيل التعاقد كمان وفترة التعاقد مع المدير الفني الجديد، وهيعلنها ويتحدث فيها المشاركون في هذا المؤتمر، وفي مقدمتهم مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ، ويكون ده أول لقاء أو أول تقديم رسمي بيقدم من خلاله النادي الأهلي جهازه الفني الجديد بقيادة الأوروغواياني مارتن برناردو لاسارتي. سريعا لو بعض مشاهدينا بيتساءلوا عن السيرة الذاتية وشخصية هذا المدرب وبعض المعلومات المتداولة عنه عالميا، هو مارتن برناردو لاسارتي من مواليد 20 مارس 1960 وولد في العاصمة مونتي فيديو في أوروغواي، وعمره الآن 58 عام، وبدأ مسيرته كلاعب محترف لكرة القدم عام 1980، واعتزل اللعب أيضا عام 1997، وحقق كلاعب في رصيده أكبر بطولتين شارك مع زملائه في تحقيقهم مع نادي ناسيونال في، وهو طبعا من أكبر أندية أوروغواي، بطولة ليبرتادوريس وبطولة الانتركونتيننتال، وحقق البطولتين كلاعب مع زملائه عام 1988، وله تجارب تدريبية سابقة في كل من أوروغواي وتشيلي والإمارات مع الوصل الإماراتي وأسبانيا ريال سوسيداد الأسباني، وأفضل نتائجه كمدرب حققها مع نادي ناسيونال الأوروغواياني، فضلا عن الصعود في أكثر من تجربة تولى من خلالها تدريب أندية في الدرجة الثانية وصعد بها للدوريات الأولى أو الدوري الممتاز في هذه البلاد اللي شارك فيها وتولى فيها هذه المسؤولية الفنية. وسماته الشخصية كمدرب، علاقته الطيبة باللاعبين في الأندية والكل بيتكلم عنه بشكل جيد جدا، سواريز نجم نادي برشلونة الأسباني بيقول أنه أفضل من أشرف على تدريبه، في حوار سابق قال أنه هو بالفعل لاسارتي هو أفضل مدرب له بصمات أو الأكثر تأثيرا في مسيرته كلاعب، وعرف عنه حرصه الشديد على الارتفاع بمعدل اللياقة البدنية بشكل كبير جدا للفرق اللي بيتولاها، بيهتم بالعنصر البدني إلى أبعد مدى، ويحرص على عدم استقبال شباك فريقه لأهداف أو تقليل الأهداف للحد الأدنى، وبيقول أن أفضل وسيلة للهجوم والفوز هي التنظيم الدفاعي الجيد والسيطرة اللي بتكون من خلالها بتبدأ عملية بناء الهجمات. وأعتقد إن شاء الله بكرة كل المتابعين للمؤتمر هيتعرفوا على الكثير والكثير عن هذا المدير الفني، وإن شاء الله تكون تجربته مع النادي الأهلي على قدر التوقعات والطموحات وتكون موفقة إلى أبعد مدى إن شاء الله. هنتقل سريعا مع حضراتكم إلى زميلي العزيز أمير هشام ويقول لكم تفاصيل أكثر عن العمل الجاري في النادي الأهلي والاستعدادات الخاصة بمباراة الغد.
مساء الخير يا امير، اتفضل احنا سامعين. مساء النور عليك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعين قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده طبعا زي ما احنا عارفين من برنامج الاهلي الليله، وفقرات هتكون عديده لكن في نفس السياق اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه. وزي ما احنا عارفين خلاص النهارده الكابتن محمود الخطيب اعلن على او عن تشكيل قطاع الكره في النادي الاهلي، وكان قرار منتظر بشكل كبير الفترة اللي فاتت من قبل جماهير النادي الأهلي، وأخيرا بعد تريث وهدوء كبير جدا من قبل كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، وده شيء طبيعي ومطلوب عشان تقدر تختار العناصر الجيدة في الأماكن المناسبة بالنسبة لهم، ويقدر النادي الأهلي يحقق كل المطلوب والمرجو من قبل جمهوره العظيم في كل مكان. في نفس السياق طبعا كابتن محمود الخطيب بيشكر أبناء النادي الأهلي، وكابتن محمود الخطيب طبعا وجه الشكر لكل من كابتن حسام غالي نجم كبير جدا جدا ونجم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي على المجهود اللي قام به خلال المرحله الماضيه، سواء هو او كابتن ايضا محمد فضل احد الكوادر اللي اكيد برضه هيكون ليهم دور فتره من الفترات المقبله مع النادي الاهلي، وكان قام بدور عظيم جدا خلال الفترات الماضيه. نفس الموضوع بالنسبه لهيثم عرابي اللي كان في قرار لتعيينه والواضح ان هو مش موجود في التشكيل الخاص بقطاع الكرة، بجانب كابتن علاء ميهوب، بجانب يعني بعض رموز النادي الأهلي وبعض كوادر النادي الأهلي اللي كانت متواجدة الفترة اللي فاتت. وأكيد كان شكر كبير جدا من الكابتن محمود الخطيب لهؤلاء الأشخاص اللي قاموا بدورهم على أكمل وجه في صالح النادي الأهلي. طيب عشان نعرف المزيد من التفاصيل الخاصة بالنادي الأهلي خلال اليوم النهاردة وكواليس اليوم بالكامل وتعيين مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروغوياني للنادي الأهلي، نروح سريعا لزميلنا كريم أحمد مراسل قناة الأهلي. يا كيمو مساء الخير عليك. مرحبا بك يا امير، مساء الخير عليك ومساء الخير على الاستاذ محمد الجندي وعلى كل مشاهديك ومتابعيك. في البدايه كريم عايزين نتكلم عن الكواليس الخاصه النهارده بتوقيع العقود ما بين النادي الاهلي ومستر لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق، الكواليس كانت ماشيه ازاي اليوم اصلا، مشي ازاي في ظل طبعا تواجد الكابتن محمود الخطيب كابتن سعيد عبد الحفيظ، قول لنا كل الكواليس يا كيم. في البدايه امير طبعا مجهود كبير بذل من مجلس الاداره زي ما انت قلت برئاسه الكابتن محمود الخطيب، كان في تاني كبير جدا لاختيار الشخص المناسب الرجل المناسب. النادي الاهلي له شخصيه، ليه يمكن طريقه معينه في اختيار المدير الفني اللي اكيد جمهور النادي الاهلي منتظر التتويج بالبطولات، عنده امل كبير جدا اكيد كالعاده خلال الفتره اللي جايه كل البطولات اللي مشارك فيها للنادي الاهلي يحصل عليها اداء ونتيجه، فاكيد كان في اختيار واختيار صائب بالسيره الذاتيه مميزه جدا لمستر مارتن، وايضا كمان لديه شخصيه قويه وده اللي احنا يمكن اكيد حاولنا ان نتكلم فيه مع الناس طبعا الملمه بالاخبار الرياضيه، وايضا كمان الناس اللي مش نقول بتغطي الدوري الاورجواني لكن الناس اللي عندها خلفيه كبيره جدا عن مستر مارتن، راجل لديه شخصيه قويه والناس يمكن اكيد هتشوف الكلام ده خلال الفتره اللي جايه، كان واضح يمكن بيبان يا امير انت عارف من البدايات المدرب اللي بيبقى ليه شخصيه، الراجل يمكن دخل النادي الاهلي مباشره الى الملعب، دخل حاول ان هو يتفرج على الملعب بشكل عام، ارضيه الملعب، غرف لبس الفريق للنادي الاهلي المتواجده في المدرج القديم، وايضا كمان كابتن سعيد عبد الحفيظ نقله لي المدرج الثاني طبعا المدرج اللي بيكون فيه متواجد جمهور النادي الاهلي، انت عارف خلال الفتره اللي جايه امير في مرحله انشائيه كبيره بالزبط. في غرف خلع ملابس خلال الفتره اللي جايه على اعلى مستوى، بجانب امور هتكون مختلفه بشكل كبير جدا بجانب صاله الكراتين المتواجده في مدرجات لعيبه النادي الاهلي في مقدار التتش، الراجل مباشره توجه للكابتن محمود الخطيب اللي كان في انتظاره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، واكيد سنه ونص تم التوقيع بالفعل مستر مارتن المدير الفني بشكل رسمي للنادي الاهلي، الراجل يمكن مضى سنه ونص، الراجل قال انا ما ترددتش مجرد ان انا عرفت ان النادي الاهلي وسيرته الذاتيه وقيمته الكبيره، واكيد كل مدرب سواء مدرب اجنبي او مدرب عربي يعلم جيدا قيمه النادي الاهلي واهداف النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي بالملايين. مباشره طبعا كان الوقت خدنا سريعا خلاص كان فاضل 10 دقائق على مرار طريق للنادي الاهلي، توجه مباشره مستر مارتن للوجود بشكل عام في المستطيل الاخضر داخل مختار التتش طبعا، بس ما دخلش طبعا الملعب، كان متواجد في الخارج لمتابعه الامور اللعيبه كابتن محمد يوسف والكابتن سيد، كان في ساعه ونص يمكن قعدوا مع بعض، كان في كلام كتير جدا عن الامور الخاصه الفتره اللي جايه، كابتن يوسف قال له كل صغيره وكبيره خاصه بفريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي هيكون في تقارير مكثفه خلال الايام اللي جايه من مستر مارتن هيطلبها من الكابتن سيد واكيد من الكابتن محمد يوسف. لكن خطوه مهمه جدا يا امير وخطوه مطمئنه لكل جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومجلس الاداره، ان شاء الله باذن الله يكون موفق تشكيل من ابناء النادي الاهلي، الجميع ان شاء الله سيعمل بكل قوه باذن الله لاسعاد كل جمهور النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. كريم طيب بس قبل التمرين بس كريم عايز اسالك على حاجه خاصه بمستر لاسارتي، وهل هو هيحضر بكره مباراه الاهلي والنجوم قبل ما نتكلم في كواليس تدريب النهارده والقائمه الخاصه بالفريق؟
بنسبه كبيره جدا يا امير، ده اللي حاولنا نستشفه، ويمكن اكيد مستر مارتن يكون متواجد في المدرجات لمتابعه فريق النادي الاهلي في مباراه النجوم. الاعلان غدا هيتم ايضا كمان الاعلان بتولي المسؤوليه بشكل رسمي، يعني بالتاكيد بعد مباراه افريقيا وبعد مباراه جيما اكيد بشكل رسمي هيكون متولي مستر مارتن القياده الفنيه بشكل رسمي للنادي الاهلي. لكن غدا اكيد باكد لك، يمكن المعلومه مش مؤكده لكن غدا هيكون في تاكيد على هذه المعلومه. الجهاز الفني اكيد هيكون متواجد بالكامل، لكن لو برجع معاك للتدريب نرام بقى والقايمه وكده قول لنا كل حاجه. كابتن محمد يوسف طبعا يمكن اتكلم على اللعيبه بشكل كبير جدا على المرحله اللي جايه، بقى في استقرار كالعاده للجهاز الفني. المرحله اللي جايه متطلبه امور كثيره جدا، متطلبه قوه قلب عزيمه، وده اللي اتكلم فيه كابتن سيد وكابتن محمد يوسف. اختيار القايمه 20 لاعب امير، حرس المرمى الشناوي علي لطفي، هشام محمد، اسلام محارب، احمد حمودي، مؤمن زكريا، وليد ازارو، ايمن اشرف، عمرو السليه، كريم ندبد، محمد شريف، سليم كولوبالي، احمد حمدي، تمام، ناصر ماهر، محمد هاني، ميدو جابر، باسم علي، واحمد الشيخ، ومروان محسن، واحمد علاء. يمكن في لعيبه دخلت في خلاص المراحل النهائيه وجاهزه بالنسبه للدخول في القائمه او ان هي تكون كمان في التشكيل الاساسي، لكن من الواضح ان في تفضيل لراحه وليد سليمان وشريف اكرامي. النهارده يمكن شفنا شريف اكرامي ما كانش متوجه للحافله، طبعا حافله النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده معسكر انت عارف يا امير النهارده، لكن شفناه خارج بره النادي طبعا. حاولنا نستفسر سريعا قبل خروج القائمه، فتاكدنا ان شريف اكرامي يمكن هو اتدرب النهارده بشكل خفيف شويه، لكن شريف اكرامي بيتجهز ان شاء الله واكيد هيكون متواجد في مباراه جيما ومباراه العوده. عنده اجهاد هو في العضله الضامه، عنده اجهاد بالظبط يا امير، لكن هو يمكن في المراحل يعني اجهاد مش قوي، يعني اجهاد بسيط، يقدر ان هو خلال الفتره اللي جايه او خلال الايام اللي جايه بالتحديد هيكون جاهز باذن الله. وليد سليمان انت عارف بيقوم بدور كبير جدا، مجهود بوزل كبير من وليد سليمان، التفضيل ان هو يريح والدفع بيه، ده يمكن رؤيه فنيه لكابتن محمد يوسف، لكن اكيد وليد سليمان واحد من العناصر الرئيسيه والمهمه جدا، لكن راحته اكيد خلال هذه الفتره دي مهمه لوليد، يبدا ان هو يرجع من جديد. يمكن وليد بيقوم بدور كبير جدا داخل الملعب، سواء قائد للملعب او سواء ان هو يحاول ان هو يحقق الفوز للنادي الاهلي، سواء من بيعمل يعني بيعمل كل حاجه بصراحه وليد، واحد من نجوم النادي طبعاً. الاهلي، واكيد راحته النهارده دي رؤيه للكابتن محمد يوسف، وليد جاهز ان شاء الله باذن الله، لكن اكيد كل اللعيبه اللي كابتن محمد حاول ان هو يطلعها بره القائمه دي اكيد موجوده في مباراه العوده. حسام عاشور ايضا كمان سيكون جاهز لمباراه العوده مع احمد فتحي مع علي معلول، كل اللعيبه دي طبعا. فتحي شارك يا كريم؟ فتحي اكيد النهارده شارك في تدريبات الكوره في بعض المربعات كمان. يمكن كالعاده احمد فتحي يمكن بيحاول ان هو يعني بيدوس على نفسه بلغه الكوره امير، انت عارف احمد فتحي من اللعيبه الرجاله واللعيبه اللي عندها مسؤوليه كبيره، لكن الدفع بيه وهو اكيد في اي الام بيبقى امر مقلق شويه، لكن احمد فتحي بناكد ان هو جاهز الدفع بيه في المباراه القادمه. مباراه سيما ده هيكون متروك للجهاز الفني طبعا، لكن اللي انا بكلمك عليهم علي معلول واحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان شريف اكرامي ان شاء الله يكونوا جاهزين، وهم جاهزين بالفعل، لكن التفضيل رؤيه فنيه بترجع للكابتن محمد يوسف. محمد نجيب وجونيور اجاي زي ما انت عارف طبعا خلاص في مراحل النهائيه، جونيور اجاي دخل في التدريب بالكوره، محمد نجيب دخل في مرحله جديده كويس من التاهيل، كل اللعيبه دي ان شاء الله باذن الله نستفيد بيها خلال الفتره اللي جايه، واطمنك يا امير الامور كلها باذن الله لفريق النادي الاهلي بعد وجود الجهاز الفني بقياده كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر مارتن، باذن الله الامور تختلف بشكل كبير، يعود النادي الاهلي لانتصاراته لبطولاته، ده اللي اكيد بنأمله كلنا جميعا يا امير. يا رب ان شاء الله. كريم احمد زميلنا وصديقنا طبعا مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه الكامله لكل كواليس اليوم النهارده، سواء بتعيين المدير الفني الجديد او حتى مران الفريق استعدادا لمباراه الغد امام فريق النجوم، واعتقد هي مباراه هامه جدا، وزي ما كنا بنتكلم الامور بتتحسن واحده واحده يا استاذ محمد، الفتره الجايه ان شاء الله النادي الاهلي هيكون افضل وافضل لما يكون في استقرار كامل في قطاع الكوره بعد قرارات الكابتن محمود الخطيب النهارده. اعتقد ان هو يوم مهم، ده بالاضافه طبعا للتعاقدات، مش عايزين ننسى جيرالدو اللي تم التعاقد معاه بالامس، احد اللاعبين ان شاء الله هيكون اضافه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي يا استاذ محمد. متفق معاك تماما يا امير، واعتقد الجمهور كمان شايف كده ان في مجهود الفتره دي، في تحرك بسرعه كبيره جدا من المسؤولين في النادي الاهلي عشان الامور تاخد مجراها الصحيح وتعود النتائج ويعود الاداء للشكل المرضي للجماهير، وتتحقق ان شاء الله يعني عمليه العوده لصداره القاره الافريقيه في البطوله دوري الابطال الافريقي في نسخته الجديده اللي بدات بالفعل، ان شاء الله نفوز بهذه البطوله ونعوض التجارب السابقه اللي وصلنا فيها وبذلنا مجهود ووصلنا للمباراه النهائيه لعامين او لموسمين متتاليين، ولكن احنا بنقول دايما حتى المركز الثاني رغم انه في مجهود كبير بيبذل للوصول للمباراه النهائيه في اي منافسات دوليه، لكن ده لا يكفي طموحات المسؤولين واعضاء وجماهير النادي الاهلي ومحبيه في كل مكان انه لا بديل عن الرقم واحد
بالنسبة لكل من يعرف تاريخ وقيمة وقدرات هذا الكيان الكبير النادي الأهلي المصري. عشان كده بنقول أنه التجارب إن شاء الله تكون نتيجتها أفضل في الفترة الجاية والمجهودات تكون مثمرة. في تأكيد على دور الجمهور، مجلس الإدارة والكل مدرك دور الجمهور ومؤازرته للنادي في هذه المرحلة وحشد الجماهير للتواجد في المدرجات في الفريق في هذه المرحلة الانتقالية بالغة الأهمية خلال شهر ديسمبر حتى تكتمل الصفوف، سواء بعودة وقيد كل اللي كانوا متغيبين للإصابة أو كانوا كمان عناصر جديدة بتنضم للفريق مع الكوادر الجديدة اللي قدمها الجهاز الفني اللي يتولى المسؤولية في هذه المرحلة. تم فتح باب الحجز الإلكتروني للجماهير حاملي البطاقات وهذا الحجز الخاص بتذاكر مباراة الأهلي والنجوم المقرر لها مساء غدا إن شاء الله 7 مساء على ملعب استاد السلام. لمزيد من التفاصيل يتحدث ويشارك معنا هاتفيا الآن الكابتن العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وزير الرياضة الأسبق. سيادة الوزير مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك يا كابتن عمري. طبعا عايزين نعرف، أهلا بيك كابتن عمري وسعداء بمشاركة حضرتك معنا، عايزين نعرف أكتر تفاصيل أكتر عن دور اللجنة اللي حضرتك بتتولى رئاستها وأيضا أهمية فتح باب الحجز الإلكتروني ووجود هذه الميزة أو هذا النوع من الخدمة الرقمية للجماهير وتأثيرها إن شاء الله على التواجد الجماهيري في المباريات اللي جاية إن شاء الله. والله يمكن أنا عايز أخذ الموضوع كده بس أرجع شوية كده لورا، لأن برضو طبعا أنا مستوعب إن في بعض الناس بتحاول إنها تهاجم او تنتقد ان الجماهير والنادي الناس ما بتحضرش ومباريات النادي الاهلي نسبه الحضور فيها اقل شويه او ان بالفعل مجلس الاداره مش قادر يخدم جماهيره او ان هو يحافظ على حقوق جماهيره او ان النادي الاهلي يلعب في برج العرب خارج ارضه وممكن بعض الانديه تلعب داخل القاهره والكلام ده كله. الحقيقه احنا بقالنا فتره بنشتغل خلال حوالي شهر ونص، اتحركنا على ملفات كتير من اول مباراه السيمي فاينال كانت بتاعه افريقيا وحضر عدد من الجماهير وعدد مش قليل، والفاينال حضر عدد كبير، وبدانا نتحرك على ان كان بعض المشاكل يعني ظاهره بشكل عام، كل حاجه المفروض تتقال في الاعلام، ولكن كان في بعض الملفات اللي كان فيها شويه رصد لبعض المخالفات. بدانا نتحرك ونعيد ترتيب الملف ما بيننا وما بين الامن وما بيننا برضه وما بين جماهيرنا، في قنوات اتصال واضحه، وبالفعل عاد تاني مره اخرى ان الدعوات بتاعت الجمعيه العموميه كلها ما تبقاش مطروحه للجمعيه العموميه، ونجحنا بالفعل بان النسبه اللي النادي الاهلي بيحصل عليها هي نفس النسبه اللي بيحصل عليها جميع الانديه المصريه على مستوى جميع مباريات الدوري، وده على فكره واقع وواضح بتطرح على السيستم المعتمد من النادي الاهلي وبيتفتح. يمكن احنا فتحنا حتى المباراه بتاعت بكره ان شاء الله باذن الله، فتحناها من امبارح بالليل، انما للاسف في نقط مش واضحه انه مش كل الجماهير او مش كل الجماهير اللي بتسجل على السيستم بتسجل على الحضور للمباريات، واتمنى من الناس تستوعب ان السيستم مفتوح، ولو في اي مشكله بتقابل اي حد عليه انه هو برضه يقدر يراسل من على السيستم ويبقى واضح بالنسبه لنا ونشوف ايه المشكله اللي بتمنع او بتعوق بالفعل ممكن حد من الجماهير اللي مسجل بياناتهم ان هم يحضروا الماتشات. طب ده كلام مهم قوي يا كابتن عمرو، يتواصل مع مين؟ من يجد؟ نعم انا واضح والامور اعتقد مش محتاجه ان حد يبقى مخبي حاجه، ولكن لما يكون عندي مباراه بكره ويبقى جمهور الاهلي اللي هو بملايين بملايين بمفهوم ملايين واللي متسجل على السيستم حوالي 19000 واحد مبدئيا، تمام، الاقي تسجيل الحضور في مباراه بكره 135 واحد، وبالتالي العدد نفسه عدد مفاجئ غير مفهوم انه ليه جمهور الاهلي او ليه الناس اللي متسجله على السيستم ما بتسجلش وما بتاخدش الدعوات بتاعتها. حتى بصينا على الاسعار بتاعت التذاكر، نزلنا اسعار قيمه التذاكر الى ان هي اصبحت 30 جنيه تذكره، وما اعتقدش ان الرقم ده رقم يعني كبير او مبالغ فيه. متحركين الفتره الجايه على ان كانت في ناس فتحنا السيستم عشان يسجل كارت اهلاوي يسجل بيانات اخرى، في حوالي 11000 واحد سجلوا بياناتهم، ال 11000 واحد اللي سجلوا بياناتهم دول المفروض هيطلع لهم كرنيهات بحد اقصى يوم 27/12 وهيتم تسليمها من خلال اماكن فوري تباعا، في 4500 خلال الاربع خمس ايام الجايين دول هيبدا التسليم من خلال فوري،
والباقي يتم تسليمه خلال اسبوع ان شاء الله. يعني هنا حضرتك بتاكد ان كل يوم في اجراءات جديده لتوسيع دايره المشاركه الجماهيريه وتيسير مهمه الجمهور. بالظبط. والنهارده كان في اجتماعات كتيره، بس احنا كمان خد بالك بنحصر وبنرصد وبنشوف ان احنا كمان بنبقى حاسين ان في ناس ممكن تندس في وسط جماهير النادي الاهلي وتحاول تعمل قلق للنادي الاهلي باي صوره من التصورات علشان يبقى في نوع من انواع الاخطاء، وبالتالي يبقى في خلاف على بعض النقاط سواء ما بيننا او ما بين او ان بعض الناس تحاول توجد اسباب لانتقاد النادي باي شكل. بالظبط كده. وبالتالي احنا بدانا نقسم ونحط الجمهور لوحده في حته، ومثلا الجمعيه العموميه في مدرج ثاني، ونحط المسؤولين او الناس اللي هم الجامعات اللي بيجوا من الشباب والرياضه في مدرج لوحده منفصل عشان نبتدي نرصد ونشوف الخطا بيجي منين، ونبتدي ان احنا نتعامل معاه او نشوفه او نثبت الخطا ده ومين سببها وكل الكلام ده كله. احنا بنرتب ملف كتير، عملنا كان في اجتماع في وزاره الداخليه، والاجتماع ده الحقيقه كان في مكاسب انا شايفها مميزه جدا، والحقيقه بشكر معالي وزير الداخليه لانه الحقيقه كان بمجرد الملف ما اتعرض عليه ادى الموافقه ان احنا نلعب ان شاء الله بمجرد عوده استاد القاهره في نهايه شهر واحد، ان يكون النادي الاهلي ليه الاولويه في اللعب على استاد القاهره، لان احنا كنا تقدمنا بطلب بدوت كلجنه ان طالبين وعاملين ده لان عارفين ان مباريات افريقيا الفتره الجايه هتبقى موجوده، في مباريات الدوري لسه ممتده معانا فتره طويله للدوري هيطول، وبالتالي استاد القاهره بالنسبه لنا هيبقى نقطه مهمه جدا، واعتقد ده مكسب برضه لجماهير النادي الاهلي اللي احنا بنحاول ونجتهد ان احنا نلعب مبارياتنا هنا. الموضوع ان احنا نلعب في برج العرب لاي سبب من الاسباب، بنتحرك الفتره الجايه على ان ازاي نشوف وسائل مواصلات تودي للجماهير ويبقى في نوع من انواع التركيز او التفويت بشكل معين يحافظ الناس على وضعها الادبي وعلى الدخول والدخول باحترام، وده بس محتاج من الجمهور الحياه كمان ان هو يساعدني، محتاج الالتزام، محتاج كل حاجه. بنتحرك على ملفات مش بالضروره تقال في الاعلام، ولكن بنتحرك وبننسق مع الجهات الرسميه لبعض الامور اللي الناس نفسها بترغبها، من غير يعني ما اتكلم في تفاصيل اكتر. عايزين الصوره تبقى راقيه، بتشتغلوا علشان الامر يبقى لائق بالرياضه المصريه وبجمهور النادي الاهلي وبشكل الكره المصريه. وربنا الاعلم هو اللي على الناس بتشتغل ازاي وبتبذل مجهود ازاي وبتتحرك في هدوء كمان ازاي، رغم ان التوعيه كويس قوي ان بعض الجماهير زعلانه لاخفاقات النهائي او البطوله العربيه، وده حاجه مش متعودين عليها وانها تبقى بهذا الشكل، ولكن برضه لازم الناس تستوعب ان في ملفات كتير اتحركنا عليها الفتره اللي فاتت دي. اكيد مهمه جدا. طب كابتن عمري، الوقت ضيق جدا قبل مباراه الاهلي والنجوم 7 مساء غد ان شاء الله، ممكن تديني فرصه بس اكمل حاجه مهمه جدا عشان دي حاجه ممكن ما تكونش ليها علاقه بدايركت او بشكل مباشر بالكوره، بس لازم الناس تستوعب برضه هم الناس مش معزوله عن جماهير النادي الاهلي، ولكن مجلس الاداره بيشتغل في كل الملفات المتاحه. ممكن يكون بعض الملفات ممكن يكون الجمهور متخيل ان دي ملفات جمعيه عموميه او ملفات خاصه بالاعضاء واحنا الجماهير واعدادنا بملايين، لا، الملفات كلها خاصه مترابطه مع بعضها، لانه النادي الاهلي في الاخر نادي بيهدف الى المركز الاول، والمركز الاول عشان تروح له لازم يكون عندك حاجات كتير من ضمنها كمان الاموال، ومن ضمنها ان انت تقدر يبقى لما يكون عندك صفقه وعايز تجيبها لازم تكون الامور مترتبه عندك وما يكونش في اي حاجه مش سليمه، ما ينفعش النادي الاهلي يتعرض لازمه ماليه او يبقى حتى يعني خرج متعثر في سداد اي اقساط او اي نعم. وبالتالي الملفات دي كمان كانت مهمه جدا ان النادي الاهلي او مجلس الاداره خلال الفتره اللي فاتت يرتبها. نعم. احنا استلمنا النادي، مجلس الاداره استلم النادي 1/12، كان حجم السيوله النقديه اللي موجوده جوه النادي ما يوازي حوالي 65 مليون. ومرتبات النادي الاهلي بكل فرقه الرياضيه بهيئاته بالستاف بتاعه على مستوى كل الافرع بتمثل حوالي 17 مليون في الشهر. وبالتالي كان ممكن النادي الاهلي خلال 3 أو 4 شهور يبقى عنده ازمه ماليه كبيره جدا، وخصوصا ان كان في العديد من الملفات اللي هي سواء الملابس الرياضيه سواء حاجات كتير ممكن تكون متعثره، احنا جينا استلمنا كده. وبالتالي النهارده الملف مختلف، النادي الاهلي النهارده عنده حجم اسطوره نقديه حقيقه متميزه جدا 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 للغايه، ممكن تمثل 8 أو 9 أضعاف اللي كان بتتعمل قبل كده، وبالتالي الملف مختلف، معمول خطه ماليه كامله خلال الفتره الجايه ازاي النادي الاهلي يضاعف
ميزانياته بتاعت العام ده خلال الثلاث سنين الجايين مضاعفة كاملة بكل أوضاعها. بنتكلم في أرقام تانية خالص، بنتكلم في استراتيجية محترمة جدا للنادي الأهلي على مدار كل الملفات بتاعته على فكرة. كل الكلام ده كله كان لازم يترتب ويتجهز خلال الفترة اللي فاتت، مش حاجة بتخلص في يوم ولا بتخلص في يومين أو الكلام ده كله. آه طبعا ممكن يكون ده مع بعض الأمور، إن لازم الناس تستوعب إن أنت جيت لقيت القائمة الأفريقية بتاعتك اللي مسجل فيها كذا والحاجات دي كلها، ممكن الناس فاكرة إن أنت ما دعمتش بتوقيتات معينة، بس الناس ما كانتش عارفة حجم السيولة النقدية عاملة عندك إزاي، هل تسمح بالتدعيم ده ولا لأ. دلوقتي يمكن الملف بيتغير، محتاج شوية هدوء بتركيز. الحقيقة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ماسك الملف بيتحرك عليه بهدوء، لازم الناس تستوعب كل ده، لازم كمان الناس تستوعب ان احنا مرينا بعدد من الظروف في كل الاتجاهات الحقيقه، ولكن ده مش معناه ان الناس مع احترامي مقصره. الناس عامله حجم اعمال وحجم شغل داخل النادي الاهلي على فكره كبير جدا 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 للغايه. الناس هتشوفه قدام، ومش قدام ده مش بعيد، خلال الاربع خمس شهور الجايين الناس هتستوعب النادي الاهلي بيتحرك ان شاء الله باحلى المولى، وبيروح فين وبيتحرك ازاي وبيتحرك على عدد افرع عامله ازاي وبيتحرك على جماهيرياته ازاي بيدعمها ازاي. والنهارده حتى الشغل اللي اتعمل بتاع الرعايه هو شغل الرعايه اللي اتعمل واتطرح واللي جه فيه 510 مليون، هل الرقم ده جه النادي الاهلي من قبل كده؟ الرقم ده ما جاش قبل كده، ده معناه ان ناس قاعده بتشتغل وبتعمل كراسات شروط وبتطورها وبتشوف حجم النادي الاهلي ازاي هتتفاعل معاه وبتوجد افكار جديده، ولجان قاعده بتشتغل عشان تجيب للنادي الاهلي 510 مليون. نفس القصه بتاعت البث الفضائي، النادي الاهلي كان بايع البث الفضائي خلال الاربع سنوات الماضيه ب 170 مليون جنيه. النهارده النادي الاهلي بايع البث الفضائي ب 400 مليون جنيه. الكلام ده كله ما بيبقاش وليد لحظه، الكلام ده كله شغل، شغل ومجهود ذهني ومجهود فكري ومفاوضات وترتيبات ودراسات طبعا. وترتيبات وكراسات وعلاقات وشغل كتير جدا جدا جدا. بتفاجئ بحاجات كتيره، واللي يقول النادي الاهلي ومجلسه فيه انقسامات ومجلسه فيه اختلافات وما بين اشخاص وبعضها وما بين مش عارف فلان وفلان، هذا الكلام مش موجود. لو الكلام ده موجود ما كانش يبقى حجم الشغل المالي وحجم الشغل الاقتصادي اللي بيتحرك في النادي خلال الفتره اللي فاتت دي بهذه الارقام ابدا ابدا. ما كانش يبقى فيه لجان كلها مشترك فيها اكتر من اربع خمس اعضاء مصدره في كل لجنه الناس كلها بتشتغل معاه. لازم تفهموا حاجه ولازم يفهموا الاهلاويه، ان ده جزء كبير جدا جدا من ضرب استقرار النادي الاهلي، ان الناس تحاول ان هي تعمل واقعه بين اعضاء الاداره او بين المسؤولين في النادي الكبار، او انها تتكلم بشكل مش مظبوط على النادي الاهلي، او انها تشكك جماهير النادي الاهلي في مجلس ادارتها او ثقه مجلس ادارتها في بعضها. الكلام ده كله على فكره احنا رصدينه وبنتحرك عليه، وبدانا نشوف مين اللي بيعمله كمان وبيتحركوا ازاي. وعلى فكره وفي خطه اعلاميه كامله بتتجهز دلوقتي بشكل عام للتعامل مع كل الملفات دي، وان احنا نوقف كل واحد فعلا عند حد وبوضوح. على فكره في ملفات كتيره النادي الاهلي متحرك، ناس كتير مثلا ايه ما بتردوش، انتوا بطئ في القرار. لا، النادي الاهلي لا ما بيردش ولا بطيء في القرار. الكلام ده مش مظبوط، والايام هتثبت الايام الجايه ان النادي الاهلي مش بطيء في القرار، والنادي الاهلي مش ما بيردش، النادي الاهلي بيرد وبيرد بقوه، بس مش بالضروره ان كل حاجه لما تطلع للاعلام تطلع في لحظتها. انا عارف الناس ان مجلس الاداره بيتحرك ازاي على كل الملفات على اي حد. حريص المجلس دايما يا كابتن عمري على التوقيت السليم والشكل السليم للرد. والنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي عارف كويس قوي على اي تجاوز بيحصل في حقه، وامتى يرد وامتى ما يردش وامتى ياخد خطواته. والناس هتشوف الفتره الجايه ازاي الامور هتبقى ماشيه بشكل افضل وافضل ان شاء الله. وانا فاكر ان حضرتك كان في تعليق قريب قوي برضو ردا على شائعات ان في انقسامات او خلافات وشائعات يعني او اكاذيب، حضرتك كتبت على تويتر وعلى فيسبوك انك بتتعجب من الكلام ده وانه ملوش اي مصدر او اي سبب. لا، هو حاجات كتيره غريبه يعني، زي مثلا النهارده طلع خبر مثلا العمري فاروق بيقول انه عضويه التجمع مش عارف لو دفعتها مثلا كاش مش عارف تدخل النادي ايه وتعمل ايه، تقوم تعمل بلبله جوه النادي، تعمل لك انقسامات جوه النادي. اللي انا عايز اقوله ان الكلام ده كله ما بيحصلش، الكلام ده ما بيتقالش خالص، انما الكلام ده عنده اهداف تضرب الاستقرار. في ناس اللي بتطلع الكلام ده اهدافها واضحه، عايزه تضرب استقرار النادي الاهلي، وهم بيجيدوا اللعبه دي الحقيقه وبيجيدوها بامتياز. انت من الناحيه نادي المفروض بطبيعتك بتشتغل بوضوح، بتشتغل باستقرار، بتشتغل بانك عندك مخططات واضحه خلال الفتره الجايه بتشتغل عليها وبرامج واضحه. كل مجلس اداره بيتحرك في كل الاتجاهات، في كل الاتجاهات وربنا الاعلم، وعايز جمهور النادي الاهلي يبقى في ظهرنا دايما. جمهور النادي الاهلي يبقى في ظهرنا، مش في ظهر مجلس اداره، جمهور النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي. صحيح. ظهر النادي الاهلي وهو معودنا على كده. انا محتاج جمهور يجي بكره، محتاج ان الناس النهارده التذاكر اللي مطروحه على السيستم محتاج ان كلها
تبقى مباعه، مش عشان تتضرب 30 جنيه ولا عشان لما اضربها في العدد يجي ايراد للنادي الاهلي، لا، عشان تحتاج الجمهور يبقى موجود في الملعب واللعيبه تحس بالفعل ان الجمهور موجود. طب الجمهور موجود باعداد معينه 3000 واحد، 3000 واحد دول محطوطين على كل المستويات. في ناس طبعا هتطلع مش هيعجبها ممكن الكلام اللي انا بقول، هتطلع تقول ان امبارح كان في نادي كبير بيلعب مباراه والاستاد وبيلعب في القاهره والاستاد كله مقفول، قوام المباراه بتاعت امبارح 6000 متخرج، بس عشان الاستاد صغير وما بيدخلش غير اعداد قليله ممكن يكون المظهر اللي انتم شايفينه بهذا الشكل. استاد برج العرب كنا النادي الاهلي واخد 10000 تذكره، طرح عليه على السيستم 7500 تذكره لجماهير النادي الاهلي. الجماهير ما جاتش، ممكن يكون عشان مسافه بعيده، ممكن عشان ممكن يكون التكلفه، ممكن يكون عشان الكلام ده كله. ده حق الناس علينا ان احنا بنعيد ترتيب الملف برضه، وان احنا ازاي نحاول نوصل الناس دي باقل التكلفه، وبنشتغل على الملف ومش سايبين، محدش بيتهرب من المسؤوليه ومحدش بيتهرب من اي حاجه. الناس كلها بتشتغل، وبتشتغل كلها على قلب رجل واحد بتتحرك في كل الملفات، ولو في اي اسئله تحت امركم. يبقى هنا حضرتك بتقول بتناشد الجمهور للتواجد، واللي عنده اي طبعاً مشكله يتواصل مع النادي طبعاً مباشره. لو يقدر السيستم بتاع التذاكر يقدر يبعت اي رساله على السيستم، واللجنه على فكره منعقده بشكل مستمر على كل ده. بس بطلب من الناس كمان انها تساعدنا. تساعدنا ازاي؟ لما تخش انا عايز الناس تشجع النادي الاهلي، بس انا محتاج الجمهور يشجع النادي الاهلي، مش محتاجه انه مش محتاج عالم لحاجه ثانيه، مش محتاج حاجه لاتجاه ثاني. انا محتاج الفتره دي ازاي ابقى داعم بشكل قوي جدا 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 للاعيبه النادي الاهلي في كل الالعاب الرياضيه. يعني حتى يمكن احنا ملتزمين الحقيقه بتعليمات الاتحادات، يعني اتحاد الطايره بيسمح بكارت اهلاوي وبيسمح بعضويه عضو الجمعيه العموميه لو عندي مباريات، اهلا وسهلا. لازم الناس تاخد بالها ان اللي هيحاول يخش ما عندوش كارت اهلاوي مش هيقدر يخش. فبيعمل ايه؟ عليك ان حضرتك تبعت تسجل بياناتك على السيستم بتاع كارت اهلاوي، وده مفتوح مش مقفول، وبالتالي يبقى حضرتك بياناتك موجوده. انا محتاج ان اي حد يبقى موجود يبقى بياناته موجوده. وبنشتغل على ملف خلال الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله خلال 15 يوم الجايين، ان ازاي نركب سيستم موجود هيبقى في الاستاد اللي احنا هنتعامل معاه، وليكن استاد السلام مثلا اللي هو اللي موجود، ان هذه البوابات بتاعت الاستاد هيركب فيها اجهزه ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا ميعاد مع جهه معينه ان شاء الله باذن الله تبقى بعد بكره. الجهه دي الحقيقه توفر لنا كاميرات بطريقه معينه بتاخد صوره من الفيس ريكوجنيشن بتاعت الجمهور، تتاكد ان اللي قطع التذكره هو اللي داخل فيه. صحيح، مش مطلوب ان واحد يقطع تذكره ولاقي سوق سودا شغال. تمام، حتى على فكره كلام واضح، حتى الناس اللي بتبعت لها دعوات، دعوات اللي هي المفروض اللي طلبه الجامعات، كل الكلام ده كله بيترتب ان الدعوات دي ليها مدرج معين بطريقه معينه وبيتم التعامل معاه. ولسه قافش في المباراه اللي فاتت دي حجم ملاحظات اكتر من 12 ملاحظه، وتم اتخاذ اجراءات مع اي حد خالف الملاحظات دي على فكره بالكامل، حتى عشان اللي بتروح له الدعوه هو شخصيا اللي يكون متواجد في الاستاد. حتى لو مسؤول، حتى لو مسؤول في مديريه، او حتى لو مسؤول في حته، تم رفع الاتصال بالتليفوني وابلاغه بان هذا الملف حصل فيه كذا كذا كذا، وبرجاء اجراء التحقيق ان مين اللي دخل بالتذكره دي او مين اللي دخل بالدعوه دي. وده حصل بالفعل خلال المباراه بتاعت افريقيا اللي فاتت. فاحنا مش ساكتين، احنا بنتحرك على تطوير ملف. احنا عايزين الجماهير كلها بالكامل بتاعت النادي الاهلي خلال الفتره الجايه تبقى موجوده وتملى استاد القاهره بمشيئه الله باذن الله، او تملى استاد السلام، او تملى اي استاد هنلعب فيه بكامل قوته. عشان نعمل ده بنشتغل، مش بنسمح او بنتعامل مع ان انا اجيب لك تصريح انك تخش النهارده. انا بشتغل على ملف كامل يرجع جماهيري، انا بشتغل على ملف كامل. الجهات الامنيه طالبه حاجه واضحه، طالبه ان الناس اللي تقطع تذاكر هي اللي تخش، ما يبقاش واحد قطع تذكره وسوري مع احترامي واحد تاني دخل مكانه ومانيش عارف هويته عامله ازاي، بيعمل لك كارثه او بيعمل او سلوكه او توجهاته. طبعا طبعا بالظبط كده. وبالتالي احنا بدانا نعمل السيستم ده. السيستم مش قصه بيع تذكره وان حضرتك تحجز عليها وانك تدخل بيانات، لا، السيستم متكامل بان حتى بصمه العين هتتاخد وانت داخل، وهتتاخد وبدون اي ما اي يعني اي تعطيل. يعني مش هتبقى انت حضرتك وانت واقف انك تستنى ربع ساعه و10 دقائق، لا لا لا، الكلام ده مش هياخد ان شاء الله 40 ثانيه و30 ثانيه وانت داخل. احنا شغالين على ملف متكامل، واخد بالك؟ مش 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 واحد بس، ولا
وملف مش هيزعج الجمهور باي شكل، ده هيتم بشكل دوري ورقمي سريع جدا مع حركه الجماهير. بل بالعكس، انا النهارده بحمي الجماهير وبتحرك على حتى زي دخولهم وخروجهم بشكل معين، حتى ان هم يخرجوا معاهم حاجاتهم ومعاهم الاكل بتاعهم ومعاهم الشرب بتاعهم ومعاهم الكلام ده كله. الملف مختلف، ملف في كل الاتجاهات مش ملف واحد. ازاي لما يخرج من الاستاد يلاقي وسيله مواصلات توصله، ما فيش حاجه ودته، وهو خارج يلاقي نفسه مش عارف يركب مواصله وهو راجع. يبقى لازم يبقى في تنسيق مع وزاره النقل عشان بالفعل الاوتوبيسات اللي ممكن تكون موجوده في اطار المنطقه وفي اطار الاستاد عشان تروحه، ما ينفعش ان هو يطلع يلاقي نفسه لوحده. كل الكلام ده على فكره احنا قاعدين شغالين عليه، بس شغالين عليه ومستحملين تجاوزات الناس، شغالين عليه ومستحملين الضغوط اللي الناس بتحطنا فيها وشغالين عليه، لان هي ضريبه العمل العام هي كده، وهي ضريبتك لما تحب حاجه وتشتغلها من قلبك بتشتغلها. وطول عمره النادي الاهلي ما بيلتفتش للمهاترات طبعا يا كابتن عمري، وبيشتغل بيركز على شغله ونتائج الشغل ده بالتاكيد. والله ربنا الاعلم، الناس كلها بتجتهد وبتشتغل، اشتغلوا اجتماعات مستمره في النادي الاهلي في كل الاتجاهات وبتتحرك عليها، واخد بالك، وفي ظل ظروف صعبه النادي كان بيمر، ان مثلا لما كابتن محمود كان تعبان، انت مش متخيل ان يعني ايه كابتن محمود لما يبقى تعبان، ده بيأثر نفسيا على بيت مجلس الاداره. طبعا ده لازم نستوعب انه حاله نفسيه، لانه في الاخر في علاقات انسانيه وفي علاقات كبيره ما بين الناس وبعضها، وفي ارتباطات نفسيه وفي حب وفي كل الكلام ده كله، لازم الناس تستوعب دوت وتبقى شايفه ده، وان حجم الضغوط بتبقى موجوده في كل الاتجاهات. حجم الضغوط كمان انك تحترم ان رئيس النادي الاهلي مش موجود، وانك محتاج تاخد قرار، وانك ممكن تاخد القرار او بتاخده، بس لما تيجي تعلنه ما تقدرش انك تعلنه الا لما يجي، عشان في اجراءات وفي حب وفي احترام وفي في بروتوكول لائق بالنادي الاهلي، وفي نعم. في حاجات كتيره قوي لازم الناس تاخد بالها منها، لازم الناس تاخد بالها منها، احنا واخدين بالنا منها، هو مجلس الاداره واخدين، وبنكبر بعض وبنكبر اسامي بعض وبنحافظ على اسامي بعض وبنحافظ على اسم النادي الاهلي وبنتحرك على ده. ارجو من الناس انها تبقى موجوده في المباريات، وانها تخش وتحجز تذاكرها على السيستم، وانها تيجي، والملفات الاخرى اللي انا فاهم كويس قوي ان هم بيتكلموا فيها احنا بنتحرك عليها، وربنا الاعلم ان الناس كلها بتتحرك عليها خلال الفتره اللي فاتت وخلال الفتره اللي جايه. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا موفقين. بشكرك جدا على مشاركتك معنا في الحوار كابتن العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. بشكر حضرتك على هذا التوضيح وعلى الكثير من الامور والرسائل اللي وجهت الى الراي العام والى الاعلام الرياضي والى جمهور والى محبي النادي الاهلي في كل مكان. هختتم هذه الفقره مع حضراتكم عشان نستقبل ضيفنا النهارده في فقرتنا الاولى في فقراتنا اليوم من خلال الاهلي ليله الكابتن محمد عمر، ولكن بعبارات سريعه جدا هنوجز يعني في اقل من دقيقه أهم النقاط اللي أشار لها كابتن عمري فاروق. قال إننا بنعمل بروح الفريق داخل مجلس الإدارة، لا توجد أي خلافات من أي نوع، وهذه شائعات وأكاذيب بعيدة كل البعد عن الحقيقة. قال إن إحنا اشتغلنا على الفترة اللي فاتت لإصلاح الكثير من الأمور المالية والإدارية والتنظيمية داخل النادي عشان نوفر التمويل والموارد اللازمة للإنفاق على كل شيء خدميا ورياضيا، وفي مقدمته طبعا الصفقات والتمويل الخاص بفريق كرة القدم ونتائج وبناء كل ما يتعلق بمنظومة كرة القدم في النادي الأهلي. قال كمان إن إحنا طورنا ووصلنا لحجم سيولة حسب ما أشار ومحددش الرقم، لكن أعتقد يعني اجتهادي الشخصي إن الرقم حوالين 400 مليون أو يزيد، لأنه قال إن إحنا وصلنا لثمن أضعاف ال 65 مليون اللي استلمنا بيها المسؤولية وتولينا بيها المسؤولية في النادي الأهلي. وأخيرا بيناشد الجماهير بالاستجابة لعملية التطوير اللي بتتم في عملية التذاكر الإلكترونية والحجز الإلكتروني وتنظيم الأمور وخروج مباريات النادي الأهلي وحضور الجماهير فيها بشكل ممتع ويستمتع به الجميع ويحافظ على سلامة الجميع ويليق بالنادي الأهلي وبالرياضة المصرية وبالملاعب والاستادات المصرية. طبعا دي كانت فقرتنا الأولى، فقرة المقدمة والأخبار، وكانت مداخلة مهمة جدا لنائب رئيس مجلس إدارة الكابتن العمري فاروق. فاصل ونعود ونستقبل بعد قليل ضيفنا الكابتن محمد عمر.
مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ما زلنا معكم من خلال الاهلي الليله. وفي بدايه هذا اللقاء نرحب بضيفنا نجم الكره المصريه منتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري سابقا كابتن محمد عمر. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الخير، سعداء بوجود حضرتك معانا النهارده. انا الاسعد ودايما ببقى سعيد وانا في قناه النادي الاهلي ومع حضرتك اكيد. ربنا يخليك كابتن محمد. كابتن محمد هبدا بتعليقك على اهم الامور اللي اشار لها نائب رئيس النادي الكابتن عمرو فاروق اللي قال النادي الاهلي بيشتغل ما بيركزش على المهاترات او محاوله دايما ايجاد اي اسباب لتوجيه نقد او هجوم على النادي مبني على شائعات في غالبيه الاحيان بتكون امور كمان بيقول انها معلومات غير صحيحه بيتم تداولها. رايك ايه في المنهج اللي بيعلنه النادي الاهلي ومجلس ادارته ممثل في نائب رئيس مجلس اداره في هذه المداخله ان اسلوب النادي الاهلي ليس الاندفاع وليس الرد على كل شيء الا بالشكل الصحيح اللي بيليق بالنادي الاهلي وفي توقيتات مناسبه كمان. الحقيقه هي دي سمه النادي الاهلي. النادي الاهلي كنادي كقلعه من قلاع الشامخه الحقيقه في العالم العربي وفي العالم بشكل عام هو ده أسلوب. يعني حتة المهاترات وما أكترها دلوقتي الحقيقة للأسف يعني تهز أي كيان، وفي أندية تأثرت بهذا الموضوع كتير. لكن النادي الأهلي نادي معودنا أنه نادي مؤسسي، نادي بيشتغل على أسس، يتكلم في الوقت المناسب، بيعلم في الوقت المناسب، اتجاهه كله دايما للإصلاح ومن ثم البطولات. فكرة الإنفاق على كرة القدم عايزين حضرتك توضح للناس من خلال معرفتك بالمجال ده وتاريخك الكبير في المجال ده قد إيه بقى مكلف، لأن النادي الأهلي بيعلن كمان أنه عشان يحقق النتائج والتعاقدات والإضافات المطلوبة كان لابد أن يصلح الكثير من الأمور ويوفر الموارد، عشان زي ما قال نائب رئيس النادي ما ينفعش نيجي في وقت نبقى مش قادرين نسدد التزامات علينا. عمر ما النادي الأهلي بيقبل هذا الوضع. يا ريت حضرتك تكلم الناس عن هذا الأمر. يمكن هي حتة التعاقدات الحقيقة أنا من وجهة نظري شايف إن بقت يعني أمر مبالغ فيه بشكل عام، ويمكن دي النقطة الوحيدة اللي يمكن أقدر ألوم فيها الأندية الكبيرة إذا كان أهلي زمالك بالتحديد. يعني يعني في وقت من الأوقات الحقيقة ساهموا في ارتفاع قيمة الأسعار أو اللاعب المصري. يعني مفيش مشكلة إن أنا أجيب لاعب أجنبي طالما مميز وأنا محتاجه بشدة أدفع فيه أي مبلغ، مفيش مشكلة خالص. لكن اللاعب المصري أنا شايف وجهة نظري إلا القليل منهم الحقيقة المبالغ كبيرة جدا لا تتناسب مع الإمكانيات. هل ده نتج يا كابتن محمد عن سنوات سابقة كان فيها سباق بين أندية القمة على لاعبين فأصبح التعاقد معهم مبالغ فيه أو بأضعاف قيمتهم الفعلية في السوق؟ أضعاف مضاعفة. يعني أنا لو اتكلمنا مثلا على رضا عبد العال، انا افتكر وقتها التعاقد معاه كان حوالي 625 مليون جنيه. بالظبط 625000 جنيه. 1000 جنيه. دلوقتي احنا بنتكلم مثلا فلان ما كانش في رقم ده خالص وقتها. ده الرقم ده كان كبير جدا وقتها يعني. فاحنا بنتكلم حاليا على عدينا بقى ال 30 و 40 مليون وبتاع. يعني انا شايف الامور يعني فوق طاقه الانديه بشكل عام. يعني الاهلي بما انه يعني انا شايف هو الزمالك كبار الانديه في مصر يعني او هم الانديه هم اللي بيتحكموا بنسبه كبيره في ايقاع التعاقدات والقيمه. فانا كنت شايف ان هم لازم يراعوا الانديه المختلفه يعني. الاهلي والزمالك بيشاركوا في بطولات خارجيه وكده، لكن دلوقتي عندنا حوالي 4 أو 5 فرق بيشاركوا في البطولات الخارجيه برضو، وبالتالي محتاجين دعم هم كمان. فانا كنت شايف بس ان يعني الارقام مبالغ فيها بالنسبة للاعب المصري. كنت أحب سوق اللاعب المصري يزيد بالشكل الرهيب اللي احنا شايفينه. لكن اللاعب الأجنبي ليك مطلق الحرية، خصوصا ان قالوا في وقت من الأوقات وصحح لي إذا كان ده خطأ يا كابتن محمد ان اللي تضرر الأندية الشعبية، الأندية اللي لها جماهير. يعني بعيدا عن أندية القمة عندنا أندية لها تاريخ، الاتحاد، الترسانة، الإسماعيلي، المصري، الأندية الجماهيرية دي قالوا انها تأثرت بقضية التمويل في مواجهة أندية الشركات والمؤسسات. تأثرت بشكل كبير جدا. يعني انا كنت مدرب نادي الاتحاد، اقصى لعيب عندي ب 2 مليون. يعني القصد يعني لعيبة الدوري المصري او المصريين انا شايف انهم قريبين من بعض الا قله قليله نقدر نقول عليهم حالات قليله المميزه، حالات قليله. فانا اكيد اكيد الانديه الشعبيه اتضرت لان ما عندهاش موارد بالمعنى انها تقدر تشيل لعيب ب 20 مليون و 30 مليون والكلام ده كله. انديه المؤسسات رغم ان هي بتملك الكثير من المال لكن في الحقيقه برضه ما شفتش لعيب عندهم، لان عندها برضه سيستم حد اقصى في الانفاق. بل بالعكس ده بيبيع وبيكسب وهو اصلا غني، فما بالك الانديه الشعبيه الفقيره اللي بتشتري. هو
وكذا. لكن في النهاية خلاص احنا في عصر احتراف، لازم نأقلم نفسنا مع هذا الاحتراف طالما ارتضينا به. يعني هل راضي عن توجه النادي الاهلي او فكرة اعلان القيادات وكابتن الخطيب انه محتاجين نركز على قطاع الناشئين في النادي والاكاديميات وفريق الشباب، ان محتاجين الكوادر دي اللي عشنا سنين هي اللي بتقدم النجوم للنادي الاهلي؟ يعني احسن الحياة تفكير وكابتن دايما محمود الخطيب لان علاقتي به الحقيقة مميزة ومحترمة، وكان لي الشرف ان انا يعني اكون معاه في المنتخب. هو دايما بيفكر وفكره عالي جدا الحقيقة وسابق الزمن يعني، وبالتالي عاجلا ام اجلا لازم هنرجع لقطاع الناشئين، والا احنا بنعمله ليه؟ ما ينفعش كل سنة افضل اشتري لي 10 12 15 لاعب، طب ما من باب اولى الغي قطاع الناشئين. وبالتالي لجوء لقطاع الناشئين، انا لو طلعت كل سنه لاعب او اتنين بس من قطاع الناشئين ولعبوا بشكل دايم في الفريق الاول، بعد خمس سنين عندي مش هقدر اشتري غير لاعب او اتنين، العكس هيبقى تماما يعني. وبالتالي انا شايف اتجاه لتطوير والاهتمام بقطاع الناشئين، وبناشد كل الانديه انها تحذو هذا الحذو، لان معظم الانديه في مصر استثناء بالتحديد على فكره انبي والمقاولين قطاع الناشئين هايل جدا يعني، فارجو ان هم يهتموا بهذا القطاع المهم جدا اللي من خلاله طلع كل لعيبه مصر اللي احنا شايفينها. طيب كابتن محمد، النادي الاهلي بيعلن ان هذه الفتره هي فتره التصحيح، فتره اعاده بناء فريق الكوره، فتره التعاقدات الجديده والمدير الفني الجديد والنجوم كمان اللي ما كانش في استفاده كافيه بيهم في الفتره اللي فاتت بداوا يتالقوا في الدوري المصري. شايف ازاي حاله الكوره في الاهلي وفريق الاهلي في المرحله دي؟ هو يمكن انا اتسالت السؤال ده قبل كده. النادي الاهلي مش من فراغ بقى النادي الاهلي يعني اكتر الانديه في العالم بطولات، يعني ده مش من فراغ اكيد يعني. النادي الاهلي مر ببعض الكبوات في بعض المواسم، يعني افتكر منها من موسم 2000 2001 لحد 2004. وبالتالي النادي الاهلي عنده ميزه الحقيقه بتفوق على معظم الانديه في مصر، يعني ان بيقدر يرجع بسرعه، الرجوع بيبقى سريع جدا. النادي الاهلي بيتعامل مع قطاع كبير جدا جماهيري من عشاقه سواء في مصر او في العالم العربي او في بعض عواصم العالم على فكره يعني. وبالتالي ما ينفعش النادي الاهلي ياخد وقت طويل في العوده. العوده امر طبيعي جدا، والتطوير امر طبيعي جدا، والاصلاح امر طبيعي جدا في نادي زي النادي الاهلي. وانا شايف انه بدا بدري قوي، وانا من هنا هنسجل انتظر الاهلي في بطوله الدوري، وده كلام على مسؤوليتي ده. الموسم ده نادي الاهلي بيرجع من الاخفاقات اقوى مما كان، ودي ميزه على فكره. رغم طبعا نادي الزمالك الحقيقه بيقدم موسم استثنائي، لكن اعتقد مباراتهم مع بعض هي اللي هتحسم الامور، لان النادي الاهلي انا شايف ماشي على الطريق الصحيح، تعاقد مع مدرب له سيره ذاتيه كويسه، شايف صفقة أو صفقتين هايلين جدا، المهاجم الأنجولي محمد محمود، وده لاعب الحقيقة واعد بشكل كبير جدا، وبدأ الإصلاح وبدأ يفرز اللعيبة اللي كانت موجودة ما بتاخدش فرصة، بدأ يرجع ويهتم بقطاع الناشئين. لا ماشي في كل المسارات ما شاء الله، اعتقد العوده هتبقى سريعه جدا للنادي الاهلي. هل شايف ان في يناير هيبقى شكل النادي الاهلي مختلف تماما اما تكتمل بقى الصفوف بعوده المصابين مع الصفقات الجديده؟ مختلف تماما تماما. يعني لو اي نادي تاني عكس النادي الاهلي يمر بهذه الظروف الحياه كان انهار، كان انهار بجد، كان على الاقل فقد موسم، يعني موسم بعد فيه عن خلاص عن حالته العاديه، ويفكر بقى ياخد نهايه الموسم ازاي تحضير للموسم اللي جاي. لكن النادي الاهلي زي ما عودنا يعني بما حضر. النادي الاهلي فرقه ونص مش موجوده، يعني لدرجه ان احنا اطلقنا عليه مستشفى النادي الاهلي. فأي يعني الحقيقة نادي كان يتأثر بشكل كبير جدا، لكن النادي الأهلي بيقدر يلم نفسه، بيقدر يرجع هيبته في أسرع وقت، وأعتقد ده اللي بيحصل دلوقتي. لأول مرة مدرب من أوروغواي بيتولى مهمة تدريب فريق النادي الأهلي، ما عرفته عن هذا المدرب وتجاربه السابقة، كيف تتوقع أن تكون تجربته مع النادي؟ أتوقع استمرار حالة الإصلاح والنجاح من هذا المدرب، لان انا على فكره يعني انا شفت صورته كده في التلفزيون عندكم، شكله مريح، شكله بيدي حق انه مدرب. طبعا قدراته وامكانياته هيساعده انه يظهرها، هي خامات ولاعبي النادي الاهلي اللي بيملكوا الحقيقه
دي بنفس الطريقه كابتن محمد، وانتوا لاعبين كنتوا تشوفوا واحد قبل ما يلعب كوره تقول شكله لعيب كوره، شكله ما بيعرفش يلعب كوره. نفس الحكايه في سمات ممكن تشوفها بخبرتك كمدرب تقول والله اتوقع ان ده يبقى مدرب كويس. وانا قاعد معاهم في الاوضه بره، لا شكله مدرب يعني، مشيته فيها ثقه، وشه مريح، بيتكلم حتى مع الناس كانه موجود في النادي الاهلي بقاله فتره طويله، هو جاي في مرحله اصلاح. انا يعني حتى لو هو مدرب مش على المستوى على فكره، لكن الخطوات اللي بيتخذها مجلس الاداره للاصلاح والتطوير هي تساعد اي مدير فني على النجاح. طيب هقول لحضرتك نقاط سريعه، كل من يبحث عن السي في والسيره الذاتيه والخبرات السابقه لهذا المدرب مارتن لاسارتي او مارتن برناردو لاسارتي سيجدها، وحضرتك تقول لنا ترسم من خلالها تصورك لشكل اداء النادي الاهلي تحت قيادته. هو معروف عنه انه بيهتم جدا بفريقه يبقى في التوب فيتنس او التوب فورم بدنيا، وبيقولوا لا يهزم بدنيا في مواجهه فريق بيتولى تدريبه لاسارتي، ما يبقاش اقل من الفريق الثاني، وايضا انه بيهتم بالدفاع جدا، وانه دايما بيدور على انه ما يدخلش مرمى اهداف على الاطلاق، وبعد كده بيقول ده افضل طريقه ابني بيها الهجوم، ولم يذكر في تاريخه التدريبي كله مشكله واحده مع لاعب، بيقولوا لا يثير المشكلات، وعلاقته بلاعبيه مميزه جدا، واخيرا بيتكلم عنه سواريز بيقول انه له افضل بصمه في مشواري مع المدربين لتولوا تدريبي، سواريز نجم برشلونه. يعني ده شايف من خلاله ايه؟ يعني شخصيته كمان بيتعامل مع اللاعبين كويس قوي. النقطه الاخيره دي هي شهاده، شهادة نجاح لهذا المدير الفني من سوارز، من لاعب كبير. احنا اتكلمنا عن الجزء البدني وده شيء مهم جدا وبيفتقده اللاعب المصري عكس الجزء المهاري، جزء مهاري لكن البدني لو اكتمل عنده اعتقد بتبقى الامور تمام، فما بالك بدني ومهاري ومهاري ونفسي للفريق اللي بيقابل النادي الاهلي، فده شيء مهم جدا وده الحقيقة عنصر مهم جدا اتكلم فيه الراجل بشكل كويس. يمكن اتكلم على علاقته مع اللاعبين. انا من وجهه نظري 50% من التعامل مع اللاعب المصري بشكل خاص واللاعب العربي بشكل عام هو 50% من نجاح من نجاح المدرب، فده شيء ممتاز جدا، بيتكلم على نقاط هي مهمه جدا جدا جدا. من ناحيه ايه يا كابتن محمد؟ هل قوه الشخصيه، احتواء اللاعب اللي بيبقى احيانا زعلان او عنده اسئله، ما بيشارك ما بيشاركش، ومكانه فين، هيستمر ولا لا، هل الحاجات دي قوه الشخصيه والاقناع عند المدرب بتهدي وبتخلي فيه مشكلات كتير قوي ما تطلعش وما تؤثرش على الفريق؟ طبعا، وبرضه عايز افسر حته قوه الشخصيه. احنا عندنا في مصر هنا قوه الشخصيه انك تنطر وتشتم وبتاع، لا الموضوع مش كده خالص. انت ممكن تاخد قرارك بهدوء وتتكلم بهدوء مع اللاعب، هو اللاعب عاوز ايه؟ انك تكلمه اكتر من انك تكلمه كويس، انك تعامله كويس، انك تجيب له حقوقه بس خلاص. تقدر ساعتها يعني تعوض حته عدم لعبه بالهدوء الداخلي، فقوه الشخصيه مش بالشيء، وان انا اديله ثقه في نفس الوقت انه ممكن بالزبط. يبقى جاهز وممكن الفريق يبقى محتاج له بالظبط، لان دي دايما مشكله بتواجه النادي الاهلي، التخمه وكثره النجوم الموجودين ده وضع على طبيعي عند اي جهاز فني، ده وضع طبيعي لنادي بطل اكيد بيبقى عنده تخمه من اللاعبين، لكن التوقيتات الدفع بيهم ده شيء مهم جدا وهي تخص المدير الفني نفسه. فانا ده ضروري يا كابتن محمد، لانه لما العنصر ده مبيبقاش موجود الوفره دي بتؤثر سلبا بالزبط. زي ما شفنا لما البديل ما كانش جاهز في فاينل افريقيا صحيح. الدنيا اتغيرت خالص، شكل الفريق اتغير خالص. ده هي هديك مثل سريع في الدوري المصري على فكره، نادي المقاولين العرب مع عماد النحاس. عماد انا دربته في المنتخب العسكري قد ايه انسان محترم مهذب ملتزم بيتعامل بشكل كويس. هو ايه اللي حصل في فرقه المقاولين؟ بيكسب 5 مباريات وبيتعادل مباراه وما بيخسرش بعد ما كان عنده 7 نقاط، دخل في مركز خامس اول. عماد اتعامل كويس مع اللعيبه، ده هو نفس الكلام اللي قاله المدير الفني الاهلي هو اللي بينفذه عماد النحاس. من رؤيتي كمدرب اهتم بالجزء البدني، بيكمل المباراه للنهايه وبيجيبوا اهداف دايما في الشوط الثاني مع اواخر الشوط الثاني، تعامل مع اللعيبه بشكل كويس. احمد علي بيقعد، كان الاول بيعمل مشاكل، بيقعد ما فيش مشكله وبينزل يغير النتيجه. الحاجة الثالثة والمهمة بقى هو الجزء الدفاعي. عماد عامل منهج جديد لأول مرة أشوفه في الدوري المصري، ما يجيش فيها جون. في لعيبة، في مدربين بيتباهوا يقول لك أنا بلعب هجومي، أنا بلعب جيم مفتوح، بكسب 5-3 أو بكسب 6-4. سيدي الدنيا مش كده، ما هي هجومي ودفاعي، لازم يبقى في توازن. فعماد أهم حاجة ما يجيش في جوان، وشفنا معظم الماتشات ما جاش فيه في البداية، مش مستعجل إنه يجيب جون، لكن بيجيب جون عشان عنده وفي الوقت اللي اصعب فيه التعويض بالزبط. يجيب جون في الوقت اللي هو بيبقى صعب جدا الفريق المنافس يعوض بالظبط. فانا باكد كلام المدير الفني على
حتة الدفاعية اهتم بالمدافعين، ده امر طبيعي جدا. وبعد كده افكر اجيب جون، الجون بيجي في خلال 90 دقيقه. فانا شايف انه بيتكلم في نقاط انا شخصيا مؤمن بيها. حضرتك من المدرسه اللي بتميل للهدوء في اداره الامور، دايما عارفين كابتن محمد عمر بيشتغل فني وبياخد قراراته في هدوء، مش من الناس اللي دايما من جزء او طرف في مشكلات. دي حقيقه، عشان كده انا معجب بالكلام اللي قاله ومعجب بشخصيته. هو ده اللي مكتوب عنه، ده اللي مكتوب عن طبيعته كمدرب وعن خبراته السابقه. هو لسه طبعا ما سمعناش له تصريحات، لسه في لقاءات تمت مع المسؤولين في النادي، وبكره هيبقى في حوار مباشر مع الاعلام من خلال المؤتمر الصحفي لو كان هيتكلم من خلاله او هيجيب عن تساؤلات، لكن ده اللي مكتوب عن شخصيته كمدرب. واضح ان هي صحيحه، يمكن في بدايه الكلام قلت لحضرتك وشه مريح هادي، فدي مدرسه انا مؤمن بها تماما، خاصه مع اللعيب المصري. انت لما تشتم لعيب او تزعق له مره او اتنين ممكن يرد عليك. خلاص الاجيال اتغيرت، ما عادش زي زمان المدرب بيكلمك تحط وشك في الارض كنا كده، لا. فهو اعتقد المدرسه دي هتبقى ناجحه وتتناسب مع طبيعه النادي الاهلي ومع لعيبه النادي الاهلي. احتياج النادي الاهلي لجماهيره، كيف ترى هذه الاشكاليه في المرحله دي؟ الحضور الجماهيري، التواجد الجماهيري، حتى لو بعض الناس ما كانتش راضيه عن النتائج في الفتره اللي فاتت، بس في مؤشرات صعودا في الفريق دلوقتي او افضل وبتعلى مع الاداء والنتائج في الفتره دي. دور الجمهور قد ايه مهم في الفتره دي؟ دور الجمهور الاهلي، اصل احنا بنتكلم على بطل، بطل بياخد مسابقات كتيره او منافسات كتيره، وبالتالي هو محتاج الجمهور. اذا كان في الدوري ما فيش جمهور، ففي افريقيا بيبقى في جمهور وهكذا. فالجمهور اكيد احنا دايما بنقول هو اللاعب رقم واحد، خاصه مع الانديه الشعبيه، فما بالك جماهير النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي محتاجها. واكم من انديه الحقيقه تعرضت لمواقف صعبه، يعني دوام الحال من المحال، مش هفضل اكسب على طول، امر طبيعي. لكن الجمهور الواعي هو اللي بيرجع فرقته بمنتهى السرعه، هو اللي بيساند فرقته، اعتقد دي سمه جماهير النادي الاهلي. فاعتقد النادي الاهلي محتاج، او اكيد محتاج جماهيره في الفتره الجايه اكتر من اي وقت. هل الايام الاولى لمارتن لاسارتي في المسؤوليه في النادي الاهلي تعتقد انه هيقضيها كمراقب او متابع للفريق عشان يتسلم المهمه بعد ما يكون شاف وتابع الفريق في اكتر من لقاء وبدا تتنقل له الخبرات عن اللاعبين الموجوده عند الكابتن سيد والكابتن يوسف؟ هو دايما التعاقدات الجديده مع المديرين الفنيين بيسبقها بعض الاجراءات، يعني اكيد هو بيسال عايز شرايط، عايز داتا ومعلومات عن اللاعبين مع الجهاز اللي موجود معاه. لان انا عجبني جدا لما جاء تفقد حتى غرف ملابس لعيبه النادي الاهلي، وده شيء مهم على فكره، ممكن يبقى ليهم ملاحظات معينه، بيضيف حاجه وهكذا. فانا اعتقد هي المباراه الاولى بس اللي هي بكره مع النجوم، اكيد الراجل هيشوفها من المدرج، هياخد انطباع مش شرط على امكانيات اللعيبه كلاعيبه، هو طبعا مش هيقدر يشوف اللعيبه كلها الا من خلال التدريبات ويحكم عليهم، لكن على الاقل السيستم اللي بيلعبوا بيه في الملعب، ما انت الشكل العام اللي بيلعب بيه النادي الاهلي ما بتغيرش بمنتهى السهوله. صحيح في بعض الامور بتتغير من مباراه لمباراه، لكن في شخصيه عامه، في شخصيه عامه للستايل للفريق، وبناء عليها يقدر يبني ويقدر يحكم من خلال التدريبات المتكرره على مستوى كل لاعب وامكانيات الاستفاده منه. طيب هل تعتقد كابتن عمر ان الفتره الجايه هتشهد منافسه هتبقى الحسابات صعبه بالنسبه للاعبين نفسهم؟ هو دايما لما بتغير المدير الفني بتلاقي صراع رهيب جدا بين اللعيبه وبعض، كل واحد شايف ان عنده فرصه ياخد مكانه مع المدرب الجديد. طبعا وبالاخص اللاعب اللي ما بيلعبش او اللي ما خدش فرص كتيره، فبتبقى فرصه كبيره جدا. يعني زي مثلا ناصر ماهر فترة اللي فاتت ما كانش بيلعب وكان مستبعد وكان عليه عقوبات، النهارده نجم وهو لاعب نجم اصلا، يعني النهارده بيلعب وبياخد ماتشات بصفه مستمره، وبالتالي التغيير دايما ممكن يبقى فيه افاده لبعض اللاعبين المستبعدين، وفي نفس الوقت بيدي حافز جديد للاعب اللي بيلعب انه يزيد من ادائه خوفا من انه يقعد. هل دي بتبقى اسعد لحظات اللاعب اللي ما بيشاركش طبعا، جهاز فني طبعًا جديد بيتولى المسؤوليه؟ طبعا طبعا ده امر طبيعي جدا. طيب يعني اللعيبه اللي كابتن محمد يوسف اداهم الفرصه عادوا بقوه، يعني بعض اللاعبين الصاعدين بنتكلم في محمد شريف، عندنا من النجوم اللي كانوا بعيد عن المشاركه ناصر ماهر واحمد الشيخ، طبعا احمد الشيخ له طبعا اسهامات كبيره حتى خارج الاهلي في الفتره اللي فاتت. هل ده هيخلي المنافسه حقيقي صعبه مع النجوم اللي اصحاب مراكز اساسيه ونقاط قوه في الفريق راجعين كانوا مؤثرين وبيشاركوا بصفه اساسيه؟ هل دلوقتي الحسابات هتختلف بالنسبه للكل، ان الكل فيه سباق وان فيه لاعبين جداد بداوا
ياخدوا مكانهم في الملعب ويثبتوا قدامهم في الملعب؟ اكيد طبعا. احنا بنتكلم على مدير فني اجنبي، والاجانب دايما ما عندهمش عاطفه، يعني ما فيش اصلا. الاداء هو الفيصل، الاداء هو الفيصل. قد يجوز على فكره لعيب بيأدي بنسبه 80% وما يلعبش، ولعيب بيأدي نسبه 50% ويلعب، بيفضلوا المدير الفني لان بيحط نقاط محدده في مركز كل لاعب. انا عايزك تأدي في الماتش ايه، يعني لعيب نص ملعب عندي السمه الدفاعيه، فبقى عايز منك 60-70% جزء دفاعي زي حسام عاشور مثلا. عايز واحد قاعد واحد عنده السمه الهجوميه شويه، بيزيد شويه، لا ده هيبقى عامل لي مشكله في الناحيه دي. يعني في حسابات مختلفه عند المديرين الفنيين، وبالتالي انا شايف كل الفرص متساويه في الفتره اللي جايه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. اقصى عدد ممكن يدفع بيه للمشاركه نادي بطل زي النادي الاهلي، اقصى عدد لاعبين طوال الموسم، طوال الموسم القيد يعني. بنتكلم على بتكلم على اللي هيشاركوا يعني. قيد له ضوابط. حضرتك كمدير فني في اي فرقه بتتولاها، لو اتكلمت كمان عن تجربه النادي الاهلي، حساباته انه محتاج بيشتغل على المكسب مش حتى على المنافسه بقوه او الاقتراب من اللقب. بنتكلم ان عنده 11 اساسيين، 3 تغييرات بتبقى هي اللي في المباريات بنشوفها. ده بيخوف الناس، ده ثبات لشخصيه الفريق وللتشكيل. لكن بنيجي لما بيحصل دروب بغياب عناصر كتير في وقت واحد، من احتكاكات، من اصابات، حاله عدم توفيق، ما بنلاقيش البديل جاهز. هل ممكن الحالة دي تتغير مع فريق بطل زي النادي الأهلي؟ ممكن يبقى عدد اللي بيشاركوا أكتر؟ هو ممكن، لأن أنت بتشارك في أكتر من بطولة، وبالتالي أنت اتحطيت في موقف لازم تستفيد منه، اللي هي ماتش الترجي التاني مش لاقي لعيبة، وبالتالي هنا لازم نستفيد من أخطائنا. يعني أنا أحب المدير الفني الحقيقة، إحنا بنتكلم على الجزء النفسي ويحضر اللاعب الجزء النفسي، لكن ما ياخدش وقت طويل قوي، لأن لو خد وقت طويل بقت عملية مملة، اللاعب يعني هتجيله بأثر عكسي، هيبقى فيه إحباط، وبالتالي في بعض المباريات بتبقى هادية شوية، مش عايز أقول ضعيفة، مفيش في الدوري المصري مباراة ضعيفة، لكن ممكن تبقى هادية يعني، ونسبة المكسب فيها كبيرة. او اتحسمت بنسبه كبيره يعني، لو الفريق تقدم 3-0 وفضل ربع ساعه مباراه ممكن تدي فرص للاعب. هو برضو اللعيب اللي بيقعد بره خالص يعني بيحب، عاوز يبدا مباراه. انا بتكلم على بدايه مباراه. ايه المشكله؟ ان انا كل مباراه ازق عنصر جديد واحد كده، مش هخل بالمنظومه بتاعه الفريق داخل الملعب، وبالتالي مش هعمل خلل. هل ممكن كمدير فني تدفع في كل مباراه بعنصر جديد على الباقيين؟ المشكله انا شخصيا كنت بعمل كده يعني، فما فيهاش مشكله، لان احنا لما بنتكلم على تغيير، وده حصل مع النادي الاهلي وجيب طريقه سلبيه، لما بتتكلم على تغيير من مباراه لمباراه 6 و7 لعيبه مستحيل. طبعا لخبطه كبيره في شكل الاداء طبعا، وده انطبع بالسلب على الاداء الحقيقي وعلى النتيجه بالتالي. فانا شايف النادي الاهلي لازم يستفيد من خطا الفتره اللي فاتت، ويبدا يدفع بالعناصر اللي هي شايف انها كويسه. معنى ممكن يبقى في 2 لعيبه في مركز واحد كويسين وقريبين من بعض، لكن لازم العب بواحد، فانت هنا ما تخسرش التاني. ايه المشكله ان انا في مباراه هاديه العب التاني؟ هل هيسهل مهمه النادي الاهلي انه يقوم بهذا الامر في الفتره اللي جايه، ان حتى العناصر اللي ما كانتش بتشارك دي منها عناصر كتير قوي مميزه جدا؟ طبعا. فساعه ما تنزل مع التشكيل الاساسي مش هتعمل دروب. بالظبط كده. يمكن عجبني الكابتن محمد يوسف يعني عمل ده في المباراه. اهم لعيب عنده وليد سليمان، لكن بيختار له توقيت مناسب، لان انت بتتكلم كل 3-4 ايام بتلعب ماتش، فممكن تخسر وليد بشكل كبير. وليد اتضغط واستهلك بشده الفتره اللي فاتت، كنا معتمدين عليه كبيرة. فده مثلا كابتن محمد يوسف بيطبقه يعني، وبالتالي انا يعني شايف المدير الفني اللي جاي، هي مهمته مش سهله، مهمه صعبه، لكن اعتقد هو جاي مع خطوات اصلاح، وده شيء مهم جدا. النادي الاهلي بدا الخطوات، بدا التعاقدات. اعتقد لو كان جه من فتره، شهر فات او اسبوعين ولا حاجه بعد ماتش الترجي على طول، كان ممكن يخش في الدوامه، دوامه الاخفاقات، لكن اعتقد التوقيت المناسب ده شيء مهم جدا بالنسبه للمدير الفني، واعتقد انه جه فعلا في توقيت مناسب لاصلاح ما تم الحقيقه خسرته في الفتره اللي فاتت. طيب كابتن محمد، مباراه النجوم غدا كيف تراها في ضوء متابعتك لفريق النجوم وادائه في الدوري هذا الموسم؟ النجوم بيأدي بشكل كويس حسب يعني في حدود الامكانيات. الامكانيات وفريق مجتهد جدا، لكن اعتقد الامور صعبه جدا بالنسبه له، خاصه النادي الاهلي فاق. النادي الاهلي فاق خلاص، بدأ في الدوري يكسب مكاسب ويبدأ واحده واحده يوصل
يعني على الأقل الوصيف يعني لحد ما يتقابل مع الزمالك. فأعتقد هي مباراة صعبة وإن كانت يعني إلى حد ما مهمة جدا للعيبة النجوم، لأن أي خسارة برضو هتدخلهم في نفق مظلم، لكن أعتقد الأمور بتستبعد صعبة. بتستبعد أو تختلف مع الآراء اللي قالت إن في أندية تانية في المنافسة على اللقب هذا الموسم، شايف المنافسة على الدوري الموسم ده أهلي وزمالك؟ كل الناس بتتكلم على بيراميدز. أنا قلت قبل كده ماتش بيراميدز مع الأهلي والزمالك هيحدد إمكانية مواصلة مشواره في المشوار. الدوري إذا كان ينافس ولا ومعها التدعيمات بتاعت يناير، إذا كان هيدعم بلعيبة عالميين زي ما سمعنا يعني أعتقد دي مع وجود حسام حسن دي ممكن تدي منافسة مختلفة تماما. لكن أنا عارف ومتأكد أهلي زمالك المنافسة هتنحصر بينهم هذا العكس. مين الأقرب للبطولة هذا الموسم من وجهة نظرك؟ لحد ظاهريا بالارقام او احصائيا لحد دلوقتي زمالك. بس الاهلي عنده مؤجلات زمالك لكن انا متاكد الاهلي هيكون حاضر بقوه جدا. طيب كابتن محمد هنتكلم كمان عن الفتره الجايه، هل ممكن الفتره الجايه تشهد فكره الدفع بعناصر جديده وبناء فريق جديد للمستقبل؟ يعني النادي الاهلي عامل حاله من التعاقد، الدفع بلاعبين صغار السن، التعاقد مع عناصر صغيره السن حتى لو كانوا مؤثرين جدا زي صلاح محسن وزي اللاعبين الجدد كلهم، العناصر بنتكلم في 20 21 22 سنه، ده المنهج الجديد للنادي الاهلي. هل ده ممكن على مدى 10 سنين جايه يبقى له تاثير ايجابي، فكره ان الفريق كله يبقى فريق شاب في الفتره الجايه؟ هو لو اتخذت الخطوات الجديه، ان برضو انت ما تقدرش تجبر مدرب او تقنع جمهور النادي الاهلي هيقعد كام سنه ما ياخدش بطوله، فدي عمليه شاقه جدا وصعبه جدا. طبعا النادي ما قالش انه هيعمل ده على حساب البطولات، هو بيحاول يعمل ده بشكل موازي لحصوله ومنافسته على البطولات. ده له ثمنه يعني الناس برضو عشان ما تتخيلش الامور سهله. لا كل حاجه ليها ثمن. زي ما قلت لحضرتك ممكن ادفع عنصر في بعض المباريات، كل مباراه عنصر جديد يكتسب الخبرات واطمن عليه وهكذا، لكن ما اقدرش يعني العب 11 لاعب شاب في الملعب، صعب على فريق بينافس على البطولات ومحتاج خبرات. وما اقدرش اقول لجمهور الاهلي انا هعمل فريق جديد من الشباب فاصبروا عليا 3 4 سنين، وجمهور الاهلي ما عندوش هزار في الحاجات دي. جمهور الاهلي بيبقى مش راضي عن حتى لو جهد الفريق وصله الفاينل افريقيا ما خدناش البطوله، الجمهور بيخرج غير راضي. واعتقد المسؤولين نفسهم في النادي واللاعبين والجهاز الفني الكل بيبقى غير راضي. النادي بطوله خلاص هو قدره كده، وبالتالي العمليه بتبقى صعبه مع اي مدير فني. ما يقدرش مدير فني يطلع يقول انا بعمل فريق جديد في النادي الاهلي، مستحيل، ما حدش قالها قبل كده ولا حد هيقولها. انا طالع انافس، انا عاوز بطوله، هو النادي الاهلي كده قدره كده يعني. لكن اقدر ادفع زي ما قلنا ببعض اللاعبين في بعض المباريات، مباراه كاس مثلا دور 32 ممكن اغير 2 3 لعيبه 4 لعيبه مفيش مشكله، لان غالبا بتبقى مع انديه الى حد ما صغيره يعني. يعني متفائل بالفتره الجايه كابتن محمد ان الاهلي بتكتمل صفوفه وعوده المصابين والصفقات الجديده مع تكليف الجهاز الفني الجديد والتعاقد مع لاسارتي ومعاونيه، مع طبعا كابتن محمد وكابتن سيد وجهودهم مع الفريق الفتره اللي فاتت، يعني بتؤكد ان الامور هتبقى مختلفه تماما للافضل في الفتره الجايه. هي بدايه الموضوع او بدايه الاصلاح لما شفت النقاط والترتيب بتاعها خلاص حسيت ان في حاجه جديده بتتعمل وهي شكل الاصلاح فعلا يعني. فاذا ما كانش الاهلي هو اللي هيلم نفسه بسرعه ويعمل الخطوات دي بسرعه، مين اللي هيعمل كده؟ لا انا شايف الامور ماشيه بشكل كويس، شايف في حكمه من مجلس الاداره الحقيقه في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. بنسعد بوجودك معنا دايما في الاهلي الليله وعلى شاشه قناه الاهلي. كابتن محمد عمر نجم الكره المصريه ونادي اتحاد السكندري سابقا، بشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا كابتن. شكرا كابتن محمد، شكرا. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمره مع زملائي الاعزاء امير هشام وخالد العوضي من خلال الاهلي الليله، ابقوا معنا.
لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان في حلقه الاهلي الليله النهارده المليئه بالعديد من الفقرات الهامه والمميزه جدا، بالتحديد بعد الفقره الاولى مع زميلي العزيز استاذ محمد الجندي واللي استضاف فيها الكابتن الكبير كابتن محمد عمر. كان الحديث مهم وشيق جدا فيما يخص يعني الامور الكرويه بشكل عام في الدوري المصري وبتحديد النادي الاهلي في هذه الفتره وفتره الاصلاح بالتحديد داخل النادي الاهلي. لكن دلوقتي معنا فقرة غاية في الأهمية وهي خاصة بفقرة اللجان وبتحديد لجنة مهمة جدا 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 ووليدة داخل النادي الأهلي وهي لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة. عشان كده معايا في هذه اللحظات وبينورني وبيشرفني في الاستوديو أستاذ طارق الشرباسي مقرر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة. أستاذ طارق برحب بك، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ وأيضا معانا الدكتورة رضوى رفاعي عضو اللجنة وأخصائية التأهيل النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا بحضرتك، منورانا ومشرفانا. شكرا لك. يعني خلينا نبتدي بأستاذ طارق، ولجنة تعتبر وليدة في عهد المجلس الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اهميه تواجد هذه اللجنه والخطوات اللي تم اتخاذها علشان يكون في لجنه لذوي الاحتياجات الخاصه داخل النادي الاهلي. تمام. لجنه الاحتياجات الخاصه دي فعلا هي لجنه وليده، ودي كانت جزء من برنامج الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات. تمام. وعشان يفعل الجزء ده انشا لجنه الاحتياجات الخاصه، ودي لجنه فعلا اول مره في النادي الاهلي يتعمل للاحتياجات الخاصه لجنه. هنتكلم بالنسبه للجنه دي في اربع محاور بنمشي عليها. تمام. المحور الرياضي والمحور الطبي والترفيهي والتعليمي. المحور الرياضي ده كان مهم بالنسبه لنا جدا لان ده كان موجود في النادي من سنه 2005 بس كان مجرد ترفيهي، فدخل فيه رياضه تنافسيه. فكان ما عندناش داتا للناس دي خالص في النادي الاهلي. فاول حاجه عملتها اللجنه انها طلبت ان الناس دي تعمل لها داتا. كويس. والداتا دي بقى زيهم زي الفرق الاسوياء، واخد بالك، من حق النشاط الرياضي المشرف عليهم زيهم زي اي فرقه طالعه معسكر طالعه دوره طالعه اي حاجه النشاط الرياضي مسؤول عنه. بالنسبه لموضوع الترفيهي. الترفيهي ده احنا في معسكر هيتعمل قريب، ده معسكر اليوم الواحد. تمام. ده هيبقى شامل وهندخل فيه حاجه عروض مسرحيه. العروض المسرحيه دي بيتولاها واحد معانا عضو في اللجنه، وفي نفس الوقت اول مره هنعمل دمج بيننا وبين احدى المدارس الخاصه سبقتنا في العروض المسرحيه، وهتيجي تعمل عروض بحيث ان الاولاد لما يشوفوا الحاجه دي واخد بال حضرتك، ونبتدي احنا نعمل فرق مسرحيه في النادي يبتدوا يشاركوا فيها. بالنسبه للشق التعليمي والندوات، الندوات اول ندوه عملناها للاعضاء استدعينا فيها او شرفنا فيها الدكتور اشرف مرعي، ده مسؤول او رئيس لجنه الاحتياجات الخاصه بمجلس النواب. كويس. وكانت وسيله بالنسبه لنا اللي احنا نتعرف على كم الاعضاء اللي ما بيجوش النادي، يعني في ناس عندهم سبيشال نيدز اولادهم بسبب اولادهم ما بينزلوش النادي، فكانت فرصه فعلا فجمعنا في الندوه دي داتا كتير قوي على الناس دي. بالنسبه للحته الطبيه برضك انا في بروتوكولات معموله في الجامعات بنحاول بندرسها لسه، والشق النفسي بقى في الجزء الطبي هسيب الدكتوره رضوى تتكلم. طيب دكتور عايزين نتكلم عن الشق النفسي زي ما كان بيقول كده استاذ طارق، واكيد الجزء النفسي جدا التاثير النفسي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصه مهم جدا، ازاي بتتعاملوا في هذه الجزئيه بالتحديد؟ تمام. خلينا الاول نعرف يعني ايه تاهيل نفسي ذوي الاحتياجات الخاصه. مبدئيا احنا بنبتدي مع الاطفال دي نعرفهم باعاقتهم، يعني ايه طفل ذوي احتياجات خاصه، انا عندي ايه اعاقه مقابل انا عندي ايه قدرات، لان كل طفل ذوي احتياجات خاصه لازم ربنا يوهب له قدرات. التاهيل النفسي ان انا مبدئيا بعرفه على اعاقته، بعد اعاقته انا بعرفه على قدراته بيقدر يتفاعل بيها مع المجتمع. الحاجه الثانيه باهله نفسيا انه يندمج جوه المجتمع من غير مشاكل نفسيه. احنا عارفين دايما المشاكل اللي بتيجي ذوي احتياجات الخاصه انه بيبقى قلقان من الرفض في المجتمع، بيبقى قلقان انه يعيبوا عليه يتعب عليه يتقال ان هو اقل منهم في القدرات في المستوى الاجتماعي في التعليمي في كله. فده الجزء النفسي اللي بنقدر نعمله في لجنه الاحتياجات الخاصه، ان احنا نوفر حاجه، احنا دي تحت الدراسه مع استاذ طارق والاعضاء الموجودين معانا في اللجنه. تمام.
احنا تقريبا ستة اعضاء. ان احنا نعمل حاجة اسمها وحدة الدعم النفسي. وحدة الدعم النفسي دي هتبقى خاصة بالاطفال ذوي الاحتياجات خاصة وخاصة بأهليهم او ذويهم، يقدر يندمج مع المجتمع من غير اي مشاكل نفسية، يقدر يمارس كل متطلباته في المجتمع من غير ما يقابل اعاقات نفسية. من ضمن الاهداف المهمة جدا في اللجنة ان احنا نعمل عملية الدمج. احنا عشان نعمل الدمج احنا عندنا عدة نقاط كده. النقطة الأولى إن إحنا نعمل حصر نوع الإعاقة. إحنا زي ما أستاذ طارق قال إحنا ابتدينا نعمل فعلا الحصر ده. عندنا إعاقات كثيرة جدا واضطرابات سلوكية كثيرة جدا هي موجودة في المجتمع الخارجي بالضبط، وضحت مؤخرا ومش موجودة في المجتمع النادي الأهلي. إحنا ابتدينا نعمل حصر الإعاقات دي، إن إحنا نعرف إن إحنا عندنا إعاقات تانية غير يعني متعارف عليها داخل الأهلي. الحاجة التانية إن إحنا بنعد الكوادر، إحنا عندنا كوادر جوا النادي الأهلي بتتعامل، في منهم بيتعامل مع احتياجات الخاصة وهو مش عارف يعني احتياجات خاصة، وفي منهم بيتعامل مع الاحتياجات الخاصة على دراية. إحنا عايزين كل الموجود في النادي الأهلي من أول السكيورتي اللي على باب النادي لحد اللي بيدربهم واللي بيتعامل معهم يبقى عارف يعني احتياجات الخاصة. الحاجة التانية الدمج أو الاحتياجات الخاصة مش بس أطفال احتياجات خاصة وذويهم، لا، إحنا المجتمع مفروض المجتمع يقبل الاحتياجات الخاصة، فده نوع تأهيل آخر. إحنا نأهل المجتمع أنه يبقى مجتمع إيجابي قادر يتقبل الغير ولو هو كمان من ذوي الاحتياجات الخاصة. الحاجة التانية إن إحنا بنمد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمهارات اللي تسمح لهم للدمج. لأن مش همسك الطفل العضو في النادي اللي عنده أي مشاكل تمنعه من الاندماج وأقول له اتفضل شارك. مفهوم الاندماج بس عشان نوضحه للناس، قوله لنا مفهوم الاندماج ان انا الطفل ذوي القدرات الخاصه ايا كانت قدرته الخاصه ايه، لانه في الابحاث الاخيره حتى الطفل الذكي المبدع بقى ذوي قدرات خاصه. تمام. يقدر يشترك مع المجتمع في كل الانشطه الترفيهيه التعليميه الرياضيه وهو قادر يتعامل معاهم من غير ما يبقى فيه مشكله ما بينهم، وفي حساسيات زي ما بيقولوا ان الطفل النورمال او الطفل اللي ما عندوش مشكله يجي يتقابل مع الطفل اللي عنده مشكله يرفضه او يبعد عنه او يبقى عنده تساؤلات هو ليه كده، هو ليه عامل كده. فانا باهل الناحيتين. تمام كويس. طيب استاذ طارق عايز اتكلم يعني عن اهتمام مجلس الاداره بلجنه ذوي الاحتياجات الخاصه وبالتحديد من ايام الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة النادي الأهلي، وكان شيء مهم جدا ضمن البرنامج الخاص بقائمة الكابتن محمود الخطيب. احنا بعد الانتخابات على طول اللجنة دي اتعملت وابتدينا اجتماعات، مفيش توصية طلعت من اللجنة الا مجلس الإدارة بصراحة هننفذها. يعني من ضمن التوصيات اللي احنا عملناها عافينا كل الأولاد، كان الأول بيدفعوا 160 في الكاراتيه و50 جنيه في السباحه، عفوهم من الكلام ده كله خالص. طالبنا بانشاء نشاط رياضي في نادي الشيخ زايد. فعلا معانا الدكتوره شيماء عملت حصر في نادي الشيخ زايد لذوي الاحتياجات الخاصه، وبالفعل بقى فيه نشاط دلوقتي في الشيخ زايد. كويس جدا. وبالمناسبه برضك يعني احب ابشر الاعضاء على طول بيسالوني النشاط هيبتدي امتى في اهل الجزيره. انا امبارح تواصلت مع الدكتور ياسر نصير المسؤول عن نشاط الاعاقات، وقال لي احنا رفعنا مذكره لمجلس الاداره عشان يوفر مدربين ذوي الاحتياجات الخاصه بالنسبه لاعضاء الجزيره. فان شاء الله ان شاء الله يعني قريب جدا هيبقى في نشاط في اهل الجزيره. كويس جدا. انما بالنسبه لمجلس الاداره مفيش توصيات بصراحه الا ما دعمنا ووافق عليها كلها. التواصل بيبقى مباشر مع مجلس الاداره؟ لا. احنا بنتواصل عن طريق اللجنه العليا. كويس، ده طبيعي. ده طبيعي. واللجنه العليا بتعرضها على الجهه التنفيذيه في النادي. كويس. واخد بالك؟ وبناخد الموافقه برضك من اللجنه العليا. انما ما لناش اتصال بمجلس الاداره، مباشر لا. طيب يعني اهم ماده وضعت في لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي مؤخرا، احنا كنا عارفين في تصويت على هذه اللائحه. ايه الماده اللي وضعت بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه اهم ماده ايه؟ الاهتمام بيهم. كانت اهم حاجه في اللائحه. الاهتمام بيهم. تمام، ماده موجوده في لائحه النظام الاساسي. موجوده طبعا. وكانت موجوده في برنامج كابتن محمود. كويس. طيب الدكتوره رضوى، التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه هل بيبقى فيه عقبات صعوبات بتواجهوها بشكل او باخر؟ داخل النادي
العقبة الوحيدة احنا بنتكلم دلوقتي داخل النادي. لا داخل النادي انا اقصد بيه الاهالي. ان في اهالي كتير ما بيعترفوش ان ابنهم من ذوي الاعاقات او ذوي الاحتياجات الخاصة. ما بيعترفوش او مش عارفين انه انا ابني عنده اضطراب. لان زي ما اتفقنا ان في اضطرابات حاليا ظهرت جديدة في المجتمع. زي توحد. عندنا اضطراب فرط الحركة. الاضطرابات السلوكية عامة هي صنفت داخل ذوي القدرات الخاصة لانه بيحتاجوا معاملة خاصة. لكن الأولياء الأمور دي شايفين ان هي لا ده عنده مشكلة عادية وهتعدي. دي العقبة الوحيدة اللي بتقابلنا ان احنا نقدر نقنع أولياء الأمور ان في مشكلة وساعدونا عشان احنا نقدر نساعدكم. دي يمكن العقبة الوحيدة اللي ممكن تقابلنا. تمام. طيب جزئية الدمج برضه يا استاذ صالح عايز اتكلم فيها مع حضرتك. وازاي بيتم التعامل مع هذه الجزئية في الدمج ما بين ذوي الاحتياجات الخاصة وبقيت الافراد داخل النادي من الناحية الاجتماعية؟ من الناحية الاجتماعية انك تحسسه انه زي طفل زي عادي بيمارس حياته الطبيعية جوه النادي. هل بتاخدوا مجهود في توصيل هذا الاحساس لذوي الاحتياجات الخاصة؟ بص اقول لك على حاجة. احنا يعني شغلنا ما بنتواصلش مع اولياء الامور الا لو هم عايزين يعرضوا علينا حاجة او لهم طلبات معينة. فبالتالي ما بنتواصلش مع الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة مباشرة. احنا ممكن نتعامل لان احنا اعضاء وبنتعامل مع اعضاء. انما لو في مشاكل بيعرضها علينا واحنا بنساعده فيها. بس زي موضوع مثلا انشاء نشاط رياضي في اهل الشيخ زايد زي موضوع انشاء نشاط رياضي في اهل الجزيره. تمام خلاص اوكي. اكيد شيء مهم جدا هذه الجزئيه بالتحديد داخل مقرات النادي الاهلي. التعامل بيبقى في مقر النادي الاهلي في الجزيره اكيد والشيخ زايد ومدينه نصر. بيبقى في أنشطة معينة بيتم تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة وهل الأنشطة دي بتتكرر هي في الثلاث فروع بتاع النادي؟ احنا بنعمم الأنشطة في جميع الفروع. احنا المفروض دلوقتي الدراسة الأخيرة اللي احنا بنعملها داخل اللجنة ان احنا يبقى عندنا حاجة اسمها علاج بالموسيقى. علاج بالموسيقى. تمام. احنا هندخل فرق موسيقية ناس كوادر مدربة تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. دي موجودة في أوروبا دلوقتي. التجارب دي معممة في مراكز كتيرة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. ان احنا عن طريق الموسيقى نقدر نهدي سلوكيات معينة عندهم، نقدر ندمجهم صح داخل المجتمع. عندنا العلاج بالرسم برضو، الارت ثيرابي عموما دي حاجات جديده احنا بندخلها جوه لجنه الاحتياجات الخاصه. عندنا انشطه ترفيهيه كتيره جدا الاطفال محتاجينها الفتره اللي جايه دي. عندنا حاجه اسمها العلاج اللي هو التمثيل والمسرح، المسرحيه اللي استاذ طارق قال عليها ان احنا هنقدمها قريب ان شاء الله داخل النادي الاهلي. فاني مقر جزيرة في الجزيرة ان شاء الله. هتتكرر برضو في المقرات كلها ولا هي بتبقى الدعوه لكل؟ لا هو والله هي بتبقى في مقر واحد. في مقر واحد لان الموضوع بيبقى يعني هارد شويه يعني صعب. لكن اللجنه بس يعني بيبقى يعني بنخصص اتوبيسات تجيب اللي في الشيخ زايد وبتجيب من مصر. لكن اللجنه بتتواصل مع كل فروع مع النادي. كل الفروع النادي. طبعا اتفضلي كمان. اتفضلي. احنا كلنا كاعضاء كل حد فينا فرع يعني. كل حد فينا متواجد في فرع من الفروع عضو فيها اصلا. كويس جدا. فبنتواصل مع بعض كاعضاء جوه الفروع دي وكاعضاء في اللجنه. طيب التنسيق والتواصل ما بين اللجان كلها داخل النادي الاهلي، عايز اطمن على الجزئيه دي بالتحديد وخصوصا ان في عدد من اللجان المميزه جدا داخل النادي الاهلي تحت اشراف اللجنه العليا للجان. التواصل والتنسيق بيتم ازاي؟ من ناحيه ايه يعني بتتواصل؟ يعني فيما يخص الانشطه اللي انتوا بتبقوا عايزين تعملوها، كل الطلبات اللي خاصه مثلا بالتحديد بلجنه ذوي الاحتياجات الخاصه. والله بص احنا كلجان او رؤساء لجان او اعضاء لجان كلنا عارفين بعض. واخد بالك؟ واكيد كلنا بنشور بعض في حاجات كتير. كويس. يعني مثلا انا بفكر في موضوع معسكر اليوم واحد ده عشان افعل موضوع الدمج. يعني انا بفكر ان انا ندخل معانا لجنه الطفل. لجنه الطفل اشمعنى لجنه الطفل؟ عشان يبقى الطفل السليم مع الطفل. كويس صح. واخد بالك؟ هو ده اساس الدمج. فما يخشوا مع بعض في معسكر زي ده ويحسوا الموضوع عادي جدا، حتى الطفل السليم يحس ان السبيشال نيدز ده حاجه عاديه. واخد بال حضرتك؟ يبقى الموضوع احسن بكتير يعني. طيب عايز حضرتك طبعا يعني اتكلمنا عن ما تم عمله في من توصيات من قبل اللجنه حتى الان عشان الفتره الجايه. بص بالنسبه للتوصيات اللي انا قلت لك عليها واتنفذت، الاعفاء من الاشتراكات. عملنا طبعا نشاط في الشيخ زايد وخلاص موضوع اهل الجزيره خلاص. في توصيات بالنسبه لنا لسه برضك
اللي احنا بقى نفعل موضوع العلاج بالموسيقى، واخد بالك، هنخصص جزء في المكتبات. عايز افهم علاج بالموسيقى ده بيتم ازاي، نفهم الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي. العلاج بالموسيقى بيبقى عباره عن ايه يعني بالظبط؟ بيبقى عباره عن ايه؟ في حاجه دمج ما بين وايضا العلاج بالرسم. طيب غير العلاج بالرسم انا عارف بس يعني ده بيبقى ازاي وده بيبقى ازاي؟ تمام. العلاج النفسي عامه بيندرج تحتيه حاجات كتيره. انا ممكن اروح عند طبيب نفساني اقعد معاه اتكلم، فانا اقدر اوصل له الرساله اللي جوايا كحد مريض نفسي او عندي مشكله نفسيه فيقدر يساعدني. الاطفال ذوي القدرات الخاصه ما بيقدروش يوصلوا الرساله دي لان هم عندهم كتيره مشاكل لغويه. طبعا. اغلبهم متاخرين لغويا. الحاجه اللي اقدر اتواصل بيها معاهم الموسيقى. ما فيش حد طفل في الدنيا ما بيخضعش للموسيقى. الموسيقى صح. ما بيقدرش يوصل رساله انه فرحان او مبسوط الا لما يسمع موسيقى. نفس القصه بالرسم. انا ممكن في التحليل النفسي، احنا عندنا في التحليل النفسي ممكن رسمه صغيره توضح لي مشاعر الطفل دي ايه. فاحنا استبدلنا الفيربل او الكلام في ان احنا نستخدمه عن طريق الرسم وعن طريق الموسيقى. ابدا اعرف مشكلته فين، وبعد ما اخلص المشكله ابدا ابتدي اعرف اعالجه ازاي عن طريق التدخل بقى بالموسيقى. هو حابب التون العالي، فانا دايما لما احب اوصله رساله اوصلها له بتون عالي. لو هي ميوزك، لو هي رسم، هو حابب الطبيعه، محب اوصل له رساله او تاهيل او جزء تاهيلي، فانا هشتغل من خلال الطبيعه. ده العلاج بالموسيقى او العلاج بالرسم. كويس. بياخد مجهود جامد؟ طبعا الشغل مع الاحتياجات الخاصه عامه بياخد مجهود. بس اللي بيحب الشغل مع الاحتياجات الخاصه ما بيحسش انه مجهود قد ما هي متعه. لانه بيلاقي في الاخر حاجه. هو اي عمل انت اي فرد بيقوم بيه لو بيشتغل بيه وهو متمتع بهذا العمل بالزبط. اكيد مش هيحس باي مجهود كبير. طيب استكمال للتوصيات. بالنسبه للتوصيات هي بس اهم حاجه عندنا اللي احنا فرع الشيخ، فرع اهل الجزيره ده اهم حاجه عندنا فعلا. دي اشمعنى؟ لان انت دلوقتي انت عندك عدد في اهل الجزيره، واخد بالك، في ناس بتروح مدينه نصر تتمرن، واخد بالك، وفي ناس بتروح الشيخ زايد، واخد بالك، فاحنا جمعنا عدد، يعني في عدد في اهل الجزيره. فهو خلاص الموضوع يعني على اتم هيخلص يعني. بالنسبه طبعا طب ما هو العدد في اهل الجزيره، طب ما في ممكن يكون في اعداد حتى لو قليله في اهل مدينه نصر او حتى لا في اعداد كتير في مدينه نصر. طيب يبقى لان في فرق تنافسيه هناك. وبالمناسبه برضك يعني انا ببارك للجهاز الفني ومدير الجهاز اللي هم طلعوا بطوله قريب وحققوا فيها مراكز كويسه. وبالنسبه لا بالنسبه لاهل الجزيره بقول لحضرتك لا في عدد، وحتى انا هقترح ان شاء الله ان لو ما فيش امكانيه دلوقتي في اهل الجزيره ان في باص يطلع الناس دي لو عايز تتمرن يطلع اهل مدينه نصر ويرجعهم تاني زيهم زي اي فرقه. بيبقى في تواصل مع اولياء الامور بشكل مستمر بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه؟ الطبيعي ان يبقى في تواصل ما بينهم. لانه احنا المفروض ان الفتره الجايه ان شاء الله احنا هنكثف جدا من ورش العمل. هنكثف جدا من ندوات. لا زي ما انا قلت في الاول ان امهات كتيره مش عارفه تتعرف اعاقه ابنها ايه. طب بتعرفوهم ازاي؟ اولا احنا بنديها نماذج عشان نشجع الام، لان الام احنا عارفين ان اي ام عندها ذوي قدرات خاصه بتبقى الى حد ما محبطه ان الطفل ده مش هيبقى في يوم من الايام زيه زي او مستقبله زيه زي الاطفال النورمال. فاحنا بنديها نماذج في الاول من اطفال ذوي قدرات خاصه قدرت توصل لمرحله ونجحت كتيره جدا بشكل كبير. فدي اول البعد عندنا ذوي احتياجات خاصه في النادي ناجحين رياضيا بشكل كبير جدا. عدد كبير كمان سواء في السباحه او بعض الرياضات الاخرى. بالظبط كده. بس احنا عايزين نوسع الفكره انه احنا مش رياضيا بس، احنا تقدري ان في ناس اهلناهم نفسيا زي ما قلنا التاهيل النفسي في الاول قدراتهم وعرفناهم قدراتهم ايه واكتشفوا مواهبهم. من ضمن التوصيات في اللجنه ان احنا نكتشف مواهب ذوي القدرات الخاصه. لان في منهم انا اتعاملت معاهم حالات دلوقتي هم شعراء بيكتبوا شعر وبيقفوا يقولوا في ندوات كتيره شعر. منهم كتيره قوي بيعرفوا يعزفوا بيانو وشاطرين جدا وبارعين جدا. فاول حاجه اعرفها للام ان انت عندك طفل ذوي القدرات الخاصه، بس ده ما يزعلكيش، بالعكس ده يخليكي تستني انه قدام شويه. لو الام نفسها مش واخده بالها انتوا ازاي كلجنه داخل النادي الاهلي بتقدروا تكتشفوا؟ عايز اوصل لك حاجه بس احنا كلجنه لما بنعالجش
واخد بالك؟ تمام فهم. اوكي. ولا بنتكلم، احنا ممكن نروح زيارات، ممكن نتواصل مع اولياء، احنا اللي يهمنا في الاول اولياء الامور اللي هو تعبان مع ابنه، واخد بالك؟ انما ممكن نخلق الحاجات اللي هو عايزها. يعني مثلا كلجنه طبيه، دكاتره نفسيين، الكلام ده ممكن نعمل بها توصيات. يعني بتساهموا في العلاج؟ بنساهم بتوصيات، انما التعامل مباشر لا، في ناس مخصصه الكلام ده. يعني فيش تعامل مباشر مع اولياء الامور؟ لا، اولياء الامور اوكي، انما الاولاد لا. اما انا بسال في اولياء الامور، في تعامل مباشر وتواصل، ده شيء تعامل مباشر مع الاطفال، تاهيلهم بس. أكيد. مع اولياء الامور ان هم يبقى عندنا داتا معاهم، عشان احنا دورنا توجيهي شويه، ان انا اوجه ولي الامر انا شايفه ان ابنك عنده تاخر في نقطه معينه، فمن فضلك توجهي بيه للطبيب الفلاني يعمل الفحوصات اللازمه ويدينا التشخيص الاخير، واحنا دورنا ان احنا نوجهك بقى داخل النادي. احنا عندنا علاج بالموسيقى، عندنا فهنوجهك جوه النادي ان تطمني ان ابنك هو قاعد معانا بيكتفي في الحاجات اللي يقدر يتاهل بيها داخل المجتمع. والاستجابه موجوده من اولياء الامور؟ طبعا الاستجابه موجوده وعاليه الحمد لله. النسب قد ايه مثلا؟ لا انا ما عنديش نسب حاليه للنسب 100%. كويس. اصل انت بتتكلم، انا عضو وهو عضو، وانا جاي عشان اخدمه، ده عمل تطوعي انت عارف طبعا، واخد بالك، فانا جاي عشان اخدمه، فبالتالي واخد هيبقى مبسوط. تمام. لكن عدد كبير يعني في تواصل؟ لا في تواصل طبعا. يعني هي ما هو بص، يعني احنا كسبنا حاجات كتير قوي من الموضوع ده. اولا ان قبل ما تتعمل اللجنه النادي ما كانش عنده داتا للاولاد دي للاسف، يعني ودي خطوه حلوه قوي انتوا خدتوها الفتره اللي فاتت، طبعا ان يبقى في داتا ليهم، داتا ليهم واخد بالك، ونفس يعني نفس التعامل مع النشاط الرياضي زي الفرق الاسواق بالظبط، يعني بيتعاملوا زيهم زي الاسواق، واخد بال حضرتك. وحتى يعني هيتعمل لهم، او كان من توصيات اللجنه ان تعمل لهم مكافئات، يعني اللي بيكسب او بياخد بطوله او ياخد ميداليه، وتعمل موافقه على المكافئات دي، التكريم. والتكريم طبعا. طبعا لا في لا التكريم ده جاي، ده يوم لوحده، يوم تكريم اكيد. واخد بالك. بس طبعا يعني احنا متواصل، انا عن نفسي متواصل مع الجهاز الفني اللي ماسك الاولاد دي. طب رساله اخيره لحضرتك حابب توجهها لاولياء الامور اللي عندهم ابناء ذوي احتياجات خاصه؟ لا، انا اوجه رساله عندهم اولاد ذوي احتياجات خاصه وما بيروحوش النادي، لا روحوا يتواجدوا في النادي، روحوا وهتلاقوا كل الانشطه ان شاء الله قريب قوي 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 لكل الاولاد. تمام. حضرتك الرساله اللي حابه توجهيها؟ انا باكد على رساله استاذ طارق ان احنا الفتره الجايه شغل اللجنه هيبقى على ارض الواقع. اي ولي امر عنده اي استفسار يخص ذوي القدرات الخاصه، اذا كان التاهيلي او العلاجي او الدمج او حتى التعليمي الاكاديمي، فيتوجه للجنه. احنا عندنا استعداد ان نسمع جميع اولياء الامور. لا احنا نروح لهم كمان يعني، او لو هم حابين ان احنا نروح لهم هناخد لقاءات في اماكن مختلفه، هم يشرفونا في اللقاءات دي، واحنا على تم استعداد ان احنا ننفذ لهم كل الطلبات اللي هم عايزينها، من غير ما يحسوا في يوم من الايام انه يعني في مشكله ان احنا نتعايش مع الناس دي. طيب استاذ فضل، بعد اذنك، يعني احنا في اخر اجتماع خدنا توصيه ان احنا كل جمعه هنتواجد في فرع من فروع النادي ونلتقي بالناس، وبتبقى زياره ميدانيه ونشوف مطالباتهم، يعني احنا هننزل لهم خلاص يعني. كويس جدا. اكيد انا اتمنى لكم كل التوفيق في ملف ولجنه هامه جدا داخل النادي الاهلي، من ضمن اللجان العديده بصراحه اللي بتخدم افرع النادي الاهلي المختلفه. استاذ طارق الشرباسي مقرر لجنه ذوي الاحتياجات الخاصه، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك شرفتنا. دكتور رضوى رفاعي عضو اللجنه واخصائيه التاهيل النفسي ذوي الاحتياجات الخاصه، شكرا لوجودك وشرفتنا. شكرا ليك. دي كانت فقره مهمه جدا ضمن فقرات حلقه الاهلي الليله النهارده، لسه فقراتنا ما خلصتش، لكن قبل ما اقول لكم الفقره التاليه في حلقه النهارده، ما تنسوش بكرة إن شاء الله الساعة 11 صباحا هكون معاكم وتغطية خاصة جدا للمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي مستر مارتن لاسارتي، المدير الفني الأوروغواياني، وهيكون مؤتمر صحفي هام للغاية إن شاء الله في تمام الساعة 11 صباحا مباشرة من خلال قناة النادي الأهلي وحصريا كمان تابعونا. ودي أكيد كانت فقرتنا النهاردة، استنونا فقرة أخرى بعد قليل مع كابتن خالد العوضي، وهستضيف فيها عدد من نجوم كرة السلة أو نجمات كرة السلة داخل النادي الأهلي، استنونا بعد الفاصل.
مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة في الأهلي الليلة عندنا فريق كبير، فريق دايما بنعد عليه تواجده جوه البطولات وجوه المركز الأول، هو فريق كرة السلة سيدات اللي هيكون معانا بعد شوية. بس عندنا ثلاث أخبار مهمين جدا وهنبدأ بأول خبر. أول خبر بنتكلم على فريق كرة الطائرة اللي بيستعد في بطولة الدوري وحقق امبارح الفوز على نادي 6 أكتوبر. كابتن ميدو صلحي مش بيريح فرقته، بيقول لازم نكمل وعلى استعداد على قدم وساق لبطولة الدوري. هو بطل لغاية وقتنا هذا، هو بطل المجموعة الثانية ولغاية دلوقتي الحمد لله كسب كل ماتشاته، وإن شاء الله في المرحلة اللي جاية بإذن الله نتمنى ليه أمنياتنا الطيبة إن هو يكمل على هذا المستوى. عندنا بطل من دهب، بطل كابتن علي خلف الله. كابتن علي خلف الله كسب في 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 بطولة العالم، في بطولة العالم حقق رقم قياسي 50 متر بطولة العالم في الصين. علي خلف الله احد ابناء النادي الاهلي وحقق رقم قياسي جديد 21 ثانية 38 جزء من الثانية في الشورت كورس، وحقق ميدالية مهمة جدا جدا ورقم قياسي رقم قياسي لمصر في ال 50 متر. معانا علي خلف الله من الصين مباشرة. كابتن علي مساء الخير. مساء الفل يا كابتن خالد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. الف مليون مبروك، كسر الرقم بتاعك ل 21 38 جزء من الثانية، تقول ايه؟ الله يبارك فيك. والله انا مبسوط جدا من الرقم، بقالي كتير جدا ما عملتش الشورت كورس من حوالي 5-6 سنين، فانا الحمد لله ارجع وعمل شورت كورس تاني واحقق رقم قياسي جديد لمصر ويكون يعني في السيمي فاينل، يعني اول مره الحمد لله فتح مصر يخش السيمي فاينل في 50 متر حر، ده شرف كبير جدا ليا الحمد لله. وبرده في ال 100 حره حققت برده رقم قياسي جديد، بس الحمد لله في الحره كانت احسن بكتير. كابتن علي المرحله اللي جايه كل مصر بتتمنى ميداليه اولمبيه في طوكيو، انت وكل السباحين النادي الاهلي، المرحله الجايه شايفها ازاي باذن الله لغايه طوكيو 2020؟ لا والله انا عندي امل كبير جدا باذن الله في طوكيو 2020 وكمان بطوله العالم اللي جايه السنه الجايه ان شاء الله في جولاي، فباذن الله لا طبعا امل كبير جدا في ميداليه، واحنا طبعا بنطمع دايما ان احنا نتحسن الحمد لله، والحمد لله ربنا بيدينا اراده ان احنا نتحسن من سنه لسنه ونحسن المراكز بتاعتنا. الحمد لله السنه اللي فاتت كنت مركز 17 ودلوقتي مركز 15 في 50 حره، ففي تحسن كبير الحمد لله. وطبعا مشاهدين ممكن يكونوا عارفين طبعا ال 50 حره بتكون من اصعب السباقات دايما، فان انا الحمد لله اتحسن في السباق ده حاجه كبيره الحمد لله. كابتن علي المراحل الاعداد لطوكيو، البطولات اللي انت هتخشها ان شاء الله لما نوصل طوكيو، انا عارف ان انت اتاهلت رسميا لطوكيو 2020، ايه مراحل الاعداد بتاعتك عشان نوصل لغايه طوكيو 2020 باذن الله؟ باذن الله السنه الجايه اول سنه تيجي على طول، في بطوله هتكون في امريكا هشارك فيها باذن الله، وبعدها هيكون في حوالي 5-6 بطولات برضه في امريكا مظبط ان انا شارك فيهم. هيكون عباره عن ان انا بشارك فيهم مع اللعيبه اللي انا بتمرن معاهم، فهيكون من عباره عن التدريب بتاعي لبطولة العالم، وبعد كده السنه اللي بعدها هيكون في برضه 3-4 بطولات، فهتكون ده اللي انا هظبط عليه ان انا هروحه يعني، فده طبعا هيساعد جدا ان شاء الله ان انا اكون باحسن شيب يعني اول لما اروح طوكيو باذن الله. كابتن علي بنقول لك الف مليون مبروك على كاس الرقم، لكن مستنيين ان شاء الله ميداليه في طوكيو 2020 باذن الله، تكون واحد من اللي هيقفوا باذن الله على منصات التتويج في طوكيو 2020. كل الامنيات الطيبه ليك كابتن علي، وان شاء الله نبارك لك باذن الله قريب على الميداليه في الدوره الاولمبيه. اخر خبر معانا، اتحاد كره السله، اتحاد كره السله بيقرر يوم 24 و25 نهائي دوري المرتبط للرجال في استاد اسماعيليه او في صاله اسماعيليه بدون جمهور. واتحاد السله قرر ان في ماتشات السوبر يخشوا من الجماهير 500 فرد
من كل الجماهير من جانب الناديين، لكن دي اخر مباراه هتلعب من غير جمهور. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بيستعد استعداد قوي جدا للمباراه النهائيه مع نادي الاتحاد السكندري، النادي الكبير النادي العريق اللي كسبان لسه البطوله العربيه في لبنان قريبا جدا جدا. اتمنى ان شاء الله ان رجال السله يكونوا في الميعاد مع كابتن طارق خيري وكل ان شاء الله اللاعبين باذن الله يكونوا عند الميعاد يوم 24 و25. هنروح لتقرير عن كرة السلة سيدات وتحقيق إنجاز للمرة الثانية على التوالي أو المرة الثالثة على التوالي، هو فوز بدوري المرتبط. هنروح لتقرير وترجعوا لنا مرة ثانية بإذن الله يكون معنا نجمات وأبطال كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي. نجح الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي مؤخرا في التتويج بلقب بطولة دوري المرتبط للمرة الرابعة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد فوزه على سبورتينج ذهابا وعودة، ليؤكد تفوقه على المستوى المحلي. الفريق أدمن حصد البطولات خلال السنوات الماضية، فالعام الماضي حققت سيدات سلة الأهلي الرباعية المحلية وهي دوري منطقة القاهرة، دوري المرتبط، كأس مصر، دوري السوبر. هذا العام نجح الفريق في حصد أول بطولتين وهما بطولة المنطقة ودوري القاهرة، كما أن الفريق وصل لنصف نهائي كأس مصر بعد تغلبه على نظيره الجزيرة 64-48. يأمل إيهاب الألفي المدير الفني للفريق في تكرار الفوز بالرباعية التاريخية وتسطير تاريخ جديد لسيدات سلة الأهلي قبل أن يفكر في المنافسة على البطولة العربية التي عاد للمشاركة فيها بعد غياب أكثر من 25 عام. استطاع الصعود للمباراة النهائية بالرغم من المنافسة الشرسة، لكنه خسر اللقب لصالح فريق هومنتمن اللبناني المتمرس والمدجج باللاعبات الأصحاب الخبرة، إضافة إلى امتلاكه لاثنتين من المحترفات على مستوى أكثر من رائع، كما أن المارد الأحمر تأثر بالإصابات التي ضربت الفريق في المباراة النصف النهائية أمام فريق الأمل التونسي. الأهلي يأمل في المنافسة خلال النسخ المقبلة على لقب البطولة القوية، لا سيما في ظل امتلاكنا للعديد من اللاعبات الجيدات. الفريق مقبل على تحديات كبيرة وهي دوري السوبر، كأس مصر، تأمل كل فرق المحروسة في الفوز عليه لكسر هيمنته على كافة البطولات خلال الفترة الماضية، لكن الفريق يتعامل مع كل لقاء على أنه مباراة كأس، هو ما زرعه الألفي داخل فكر الفريق. نتمنى لبنات السلة الفوز مرارا وتكرارا بكل الألقاب لجلب السعادة والبسمة على شفاه الجماهير الأهلوية التي أصبحت تفتخر بامتلاكها لفريق قاهر للجميع ومدمن للفوز والتتويج. بعد ما شفنا تقرير الجميل عن فريق كرة السلة سيدات معايا نجمات كبار، نجمات حققوا دايما الحمد لله السنة اللي فاتت حققوا رباعية، وكل جماهير النادي الأهلي بتستنى الرباعية مرة تانية وتستنى الرباعية مرة تالتة، والنادي الأهلي وجماهيره لا يرضى إلا بالمركز الأول. خلينا نرحب بالكباتن الكبار النهاردة اللي فازوا بدوري المرتبط ومنطقة القاهرة في السابق، كابتن هالة مصطفى. ازي حضرتك؟ ازاي؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام. كله تمام؟ جاهزة؟ جاهزة جدا. نادين ياسر. ازي حضرتك؟ اخبارك؟ كويس الحمد لله. جنى مصطفى اللي هتقوم بالحلقه النهارده. مظبوط. انا مستنيك، خلي بالك قالوا لي جنى خريجه اعلام. اه صح كده؟ ده صح. ده انا هديك الاسئله كلها دلوقتي. يلا يلا بينا. كابتن رنا عبد الظاهر ملك الثلاثيه. مظبوط؟ صح. اختك بتلعب باسكت وقالت لي كابتن رنا بتاخدني في البيت وتتكلم معايا كتير وتظبطني، الكلام ده صح؟ اه. انت الاشهر ولا هي؟
هي لسه صغيره، مش دلوقتي بيحدد دي نفسنا بتاعه الاخوات، مفيش مشكله خالص. اه عادي جدا والله، مش مشكله. خلينا نتكلم مع جنة. وجنة انت خريجه اعلام مظبوط؟ اه ده حقيقه. طيب نتكلم الاول على البطوله والانجاز اللي عملتوه والصيد والجزيره وفي الاخر نادي سبورتنج، والنادي سبورتنج هو العنيد بالنسبه لسبورتنج او البطوله السيده. تقولي ايه؟ اقول ان احنا يعني خدناها واحده واحده من الاول. ابتدينا بالصيد، رحنا رايح راجع، كان عندنا مشكله في المرتبط، كان ماتش قوي فبالنسبه للمرتبط، بس احنا كانش لينا دعوه، المهم ان احنا نكسب ماتشين بتوعنا بتوع الكبار. وكسبناهم فرق كبير في الرايح وفي الراجع. وبعديها لعبنا بعد الصيد لعبنا الجزيرة. انا حافظ، خلي بالك كويس قوي، جاي مركز في الضهر. لعبنا الجزيره برده، هما فرقه كويسه قوي. الماتشات كانت يعني في الملعب، بس قدرنا ان احنا نكسبهم ماتشين. وطبعا لعبنا سبورتنج المنافس الوحيد بتاعنا، وكان اول مره اصلا قبله السيزون ده. فكان لازم من اول ماتش كده نحط التاتش بتاعنا ان احنا لا موجودين وجامدين ومحدش يقدر علينا. مش التاتش، احنا النادي الاهلي لازم نكسب على طول، لازم، مفيش كلام. قولي لي نادين، الفرقه الصغيره لما بتلعب قبليكوا وتكسب تدي دافع للدرجه الاولى؟ ولو حصل العكس ايه اللي يحصل؟ بتدي دافع، واحنا كمان واثقين فيهم، يعني احنا كمان الصغيرين بتوعنا كويسين جدا، فواثقين ان هم ان شاء الله يعني هينزلوا هيكسبوا، فبرضه ده بيريحنا في الماتشات الكبار بتاعتنا. بس فبنبقى واثقين يعني ان هم هينزلوا يخلصوا الماتش، ولو حصل العكس احنا برضه يعني حاطين في حساباتنا ان احنا هننزل برضه احنا نخلص الماتش. وان شاء الله برضه هنكسب يعني. يعني معنى كلامك ان المباراتين منفصلين عن بعض. لكن لو هم كسبوا بيديكوا دافع لقدام. طبعا. خلينا ننزل الماتش مستريحين. تمام، خلينا نقول لكابتن هلا مصطفى مبروك، عروسه جديده صح؟ ازاي عروسه جديده وبتلعب؟ يعني ازاي بس فاهمين؟ بقالك شهر ونص مظبوط؟ اولا الف الف مبروك. ربنا يا رب كده يعني 100 سنه سعاده وهنا. حاسس ان جواكي انت ايه، مبسوطه جدا. مبسوطه قوي فعلا. تقولي ايه، ازاي بقى اتجوزتي وازاي لعبتي؟ عايزك تديني الفكره دي ازاي؟ ازاي انا كنت محضره من قبليها يعني من بعد البطوله العربيه، وكنت متفقه يعني مع خطيبي ان احنا هنحدد يوم، يا دوبك يعني اليوم اللي كان بعد اليوم البطوله العربيه على طول، يعني اللي احنا رجعنا 31 كان يوم 2 كان بكتابي، فانا كنت محضره من قبليها الحمد لله، يعني كانت كل حاجه ماشيه بالظبط، واستاذنت بقى كابتن هيب هو وافق بعد طول بعد كلام كتير قوي، بس الحمد لله وافق. بكلمك بصراحه، احنا في مصر عشان نحضر للجواز معنى كده انت عماله تجري في الشوارع بتلمي كل حاجه صح؟ لا هي مامتي صراحه هي اللي عملت كل حاجه، ما عملتش حاجه. التاتش بتاع ماما. وانت ورا الموضوع. فبنخش في الباسكت. خلينا في الباسكت، قعدت قد ايه جواز؟ انا بقالي دلوقتي شهر ونص. شهر ونص. ورجعت التدريب بعد قد ايه؟ بعد 10 ايام. 10 ايام خدتي اجازه 10 ايام ورجعتي. كل البنات اللي كانوا موجودين معايا الحلقه اللي فاتت قالوا كابتن هاله مصطفى هي عالم من اعلام الباسكت في النادي الاهلي. الحمد لله. ليه؟ فاهمين؟ والله انا من صغري بابايا مصطفى بكتا كان لعيب كره سله ومنتخب مصر وكاس عالم، فهو من وانا صغيره هو كان بالظبط كانه بيحط المعلقه في بقي لحد معلقه الاكل، بس يعني لحد اصغر حاجه كان بيعلمها لي ازاي اشوط، ازاي اخش، ازاي اعمل دريبل، البلوكينج، ازاي امسك واحده اطول مني، واحده اسرع مني، واحده اسرع مني، هو علمني كل حاجه، كان بيقعدني قدام التلفزيون قدام الفيديو بتاع الماتشات من وانا عندي من في ميكرو بيعلمني ازاي اعمل كده ازاي، والغلطه دي ما تعملش كده، المفروض تعملي كده. بتسبب لك مشاكل كل الكلام ده في البيت؟ ولي الامر لما بيتكلم واعملي وسوي غير المدرب بتسبب لك مشاكل؟ لا خالص، انا الحمد لله يعني كلام بابا هو الاساس. سؤال مهم جدا ده، سؤال مهم. كابتن ايهاب سامعني؟ قولي. يعني طب خلاص، يبقى كابتن ايهاب الالفي. كابتن نادين، قولي لي احتراف البنات في مصر، انا عارف ان في بنات محترفه منهم نادين سلعوه مظبوط، كابتن هلا مصطفى اعتقد عشرة الاحتراف، لكن احتراف البنات في مصر اعتقد ان كره السله متجهه الى الفكره دي. تقولي ايه الفكره جات لك تروحي تسافري؟ هي جات لي بس عشان الحجاب وكده، ف يعني ما فكرتش فيها قوي يعني عشان بس الحجاب، لكن لو كده يعني كان نفسي الصراحه. كان نفسك تطلعي الموضوع ده. مش عائق اعتقد ان كل البطولات العاب دلوقتي بقت المحجبين بيلعبوا فيها عادي يعني. ده لسه يعني لسه مؤخرا. مؤخرا الكلام ده كلها. أيوه. ان شاء الله في التجربه اللي جايه قولي لي اخبار المحترفه الامريكيه ايه؟ علمتيها عربي ولا لسه؟ بنعلمها كلنا. كل تمرينه. لا ما اعتقدش صح؟ لا هي جنه صح؟ جنه هي مش سايبينها مش سايبينها في حالها؟ لا. طب قولي لي اصعب وقت في الماتشات عندكم، يعني كل فرقه تيجي تلعب، لما كنت باجي العب بقول اصعب ماتش عدى عليا الماتش بتاع دور الاربعه او ماتش دور الثمانيه، ايه الماتش الصعب اللي كان فيه الماتش شادد فعلا بالنسبه لكم وكنت حاسه ممكن
من الماتش ده يخسره؟ هو دايما بتبقى ماتشات السيمي فاينل والفاينل لانها دايما بتبقى مع يا اما يا سبورتنج يا مثلا سموحة، بس غالب يعني كل الاوقات بتبقى سبورتنج، فدي فعلا بتبقى ماتشات جامده بس يعني بنشد حيلنا وبنكسبها يعني. كان وقته مهم قوي اللحظه الاخيره اللي هي بتتوج فيها، مش هي دي تتويج مظبوط؟ هي لحظه التتويج بتاعتكم. تعب سنه ولا تعب ست شهور؟ سنين يعني. احنا من ساعه ما طلعنا فيرست تيم واحنا عايزين نعمل يعني طفره ان احنا كل سيزون بقى خلاص احنا هنكسب، مش هنخسر ولا بطوله. ان احنا طلعنا خلاص فالجيل ده لا اللي هو انبيتبل يعني مش هنخسر خالص، احنا هنكسب كل الماتشات بكل البطولات. فابتدينا يعني في الاول كان موضوع صعب لحد ما ابتدينا خدنا على الموضوع وبقى عندنا اكسبيرينس كويس قوي في الموضوع، فبقينا الموضوع اسهل طبعا. فاللي هو ده تعب سنين بقى بنبتدي نكتب زي ما كابتن بيقول لنا يعني بنكتب اسامينا. دي حقيقه بتكتبي تاريخ اللي انت لعبي 10 15 سنه درجه، ولا بتكتبي تاريخ بعد كده بتتجهي للاداره او التدريب. بالذات ان احنا كلنا صغيرين في السن يعني اكبر حد فينا هاله دينا يعني هم 25 24 فاحنا صغيرين عن حتى بقيه الفرق. فاحنا بنكتب من الاول ما شاء الله. وتكتبوا كل البطولات تكتبوا رنا، قولي لي بطولات ورا بعض، منطقه القاهره في بطوله عربيه، في مرتبط، في كاس، في سوبر، البطولات متشابكه مع بعض. بتقولوش كابتن ايهاب الالفي كده عايزين نريح كابتن ولا حاجه، ولا هو لا هتلعبوا كده؟ اكيد طبعا بيجي لنا وقت بنبقى تعبنا وزهقنا ولود الدراسه مع لود الباسكت وكده، بس يعني كابتن ايهاب الحاجه الكويسه فيه ان هو دايما بيزقنا للاحسن يعني. احنا تعبانين لا معلش تعالي، لا تعالي على نفسك، احنا لازم نعمل اللي علينا علشان نوصل، احنا تعبنا فوصلنا. فده دايما بيكون موتيفيشن لينا ان احنا نيجي على نفسنا ونكمل. طيب معلش لازم نقول السؤال الاهم، في دراسه وفي رياضه، ازاي التوفيق وانت بطله ونجمه والمشوار كبير لسه، ازاي توفقي بين الاثنين في السن ده؟ هو صعب جدا ده مفيش خروج، مفيش هيفكسي. هي في طب كمان كم؟ هي في طب ما شاء الله كمان دكتوره. للاسف. طب قولي لي ازاي بقى؟ يعني انا مهندس خلي بالك وعرفت انا حكيتها ازاي، فقولي لي ازاي؟ يعني مثلا يومي بيمشي ان انا بيكون عندي كورس 6 ونص وبعد كده جامعه 8، من 8 ل 12 او الاثنين، وبعد كده يا دوب بقى بيبقى عندي 3 4 ساعات قبل التمرين، هنام هذاكر هاكل هعمل كل حاجه، وبعد كده التمرين برجع بقى البيت عشان انام علشان ثاني يوم عندي نفس الموضوع. نفس الموضوع. الروتين ده مش بيسبب اي ارق ليكي في حياتك؟ بيسبب طب هو مجهد، هو مجهد جسديا ونفسيا، بس يعني هو ربنا بيوفقني يعني. اكيد ربنا بيوفق، لكن بتعملي ايه؟ بتجددي نفسك ازاي لوحدك؟ مش كل حاجه المدرب بيجددها، اكيد انت من جواكي بتدي نفسك امل وطموح مره ثانيه. اكيد يعني اول لما احس ان انا زهقت كده بقعد مع نفسي اللي هو لا انا اصلا بعمل حاجه بحبها. بس يعني طيب هقول لكم حاجه بس، هلا انا غيرك بس هروح لجنه شويه. جنه قالوا لي ان انت خريجه اعلام. ده حقيقه. طب ما نتبادل الحديث، ايه رايك؟ يلا بينا اتفضلي. معاكي الثلاث كباتن ولينا. هو خلي بالك هي معاها الاسرار كلها مش انا. يلا كمل. ازيك يا هلا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ كويسه. احكي لنا بقى عملت ايه في الماتشات. يلا بينا. ماتش احكي لها. انت كنتي معايا مش فاكره ولا ايه؟ مش فاكره. طب بيكون دايما في اوقات، يعني شد جامد جدا كابتن ايهاب ولازم نريح، يعني في وقت تاني بنريح فيها، وقت الراحه بتعملوا ايه يا كابتن؟ بصراحه بقعد مع زوجي في البيت. لا وقت الراحه مع الفرقه جوه المعسكر. يا جنة قاعد عندك في البيت على طول. ده شكلها ده دوت يعني. انت بتندوت فاهم، عشان كده دايما بنبص لبعض واحنا قاعدين. طيب قولي لي يعني جوه الماتشات جوه المعسكرات بنعمل ايه؟ بنريح ازاي في الضغط العصبي اللي احنا فيه؟ لا احنا بنفصل خالص بقى خالص. يعني بنلعب كوتشينه، بنلعب افلام، بنلعب الحاجات دي يعني. من الحيوان اللي عندنا ما نتفكرش اصلا في الباسكت. مين لعيب كوتشينه عندكم؟ كلنا. مين اللي قاعد؟ نورة. بص هي شفتي عمالة تشاور لي. بتكره الكوتشينه. بتكرهها؟ بكره اي كوين. ليه؟ لا لا ما بلعبش، بس بقعد اتفرج عليهم وبشجعهم. بتشجعي؟ بتسخني القعده. هو واضح جدا ان انت بتسخني القعده. نورة بتحب الكوتشينه جدا. هي فعلا. هي ودينا، دينا بتحب لعبه كده اسمها فيس 10، فهي على طول بتروح يلا يا جماعه فيس 10 على طول. فيس 10. طب قولي لي المرحله الجايه هنعمل ايه؟ الجمهور مش بيرضى غير بالمركز الاول. ما شاء الله عليكم، شايف الروح الحلوه اللي قدامي. المرحله اللي جايه عندنا لسه بطولتين. احنا بنجهز احنا دلوقتي عندنا ماتشين السيمي فاينلز الغابه، ماتشين رايح جاي الغابه. اه كويس. وبعد كده هنلعب مش عارفه بقى مين هنقابل مين اللي جاي من الناحيه الثانيه.
من السيمي فاينال النص الثاني؟ غالبا سبورتنج برضه اكيد هيبقى سبورتنج. غالبا سبورتنج ما فيهاش كلام. هو هنقابلهم برضه في الفاينال؟ اه ثاني فاينال. لا المفروض بيتهيألي هيليوبلس والسيد المفروض حد كسب فهنلعب الكسبان ده السيمي فاينال بس لسه شهر 3 ده كاس مصر وبعد كده سبورتنج بيتهيألي سبورتنج وسموح هيلعبوا واحنا هنلعب الكسبان يعني فرقتين وفرقتين واحنا كروس. طيب قولي لي بالنسبه للسوبر بنلعب ازاي السوبر؟ احكي لنا كده الجدول ماشي ازاي في السوبر. السوبر اعتقد بتفصله خلاص مرتبط لوحده والدرجه الاولى لوحدها مظبوط؟ اه بالظبط. احنا الجدول ماشي ازاي؟ ما عنديش خلفيه قوي بس هو بيست اوف 3 غالبا يعني بيست اوف 3 بتلعبوا اهلي ماتش على ارضنا وماتش على ارضهم كويس. ولو لو فرقه كسبت الاثنين خلاص هي اللي بتطلع. تمام. لو بقى ماتش وماتش بنلعب ماتش في ارض محايده واللي بيكسب هو اللي بيطلع. ليه ما بنلعبش دوري؟ يعني ليه ما بنلعبش يعني انا بس ايامي كنا بنلعب دوري رايح جاي على ملعب النادي ونلعب 8 فرق نلعب 10 فرق. اشمعنى هنا تلعبوا ليه دايما نوك اوت وتخرجوا؟ ده جديد القانون ده لسه اول سنه يعملوا البيست اوف 3 ده. اشمعنى؟ يعني هنوصل ايه التارجت ده؟ لا بس بس الـ NBA بيبقى بيست اوف 7 بس بيبقى بتهيألي عشان يدي يعني مثلا انت رايح ماتش مش موفق فيدي فرصه ثانيه للفرقه الثانيه ان هي تلعب وتحاول مش بس احنا دوري بنوك اوت برضو بخسر بخرج بس لا مش بخرج ده كاس مصر لكن الدوري ده بوينتس انت بتكسب تاخد اي ثينك 3 بوينتس بتخسر تاخد 2 بوينتس يعني لازم في الاخر دلوقتي بقت بيست اوف 3 فدلوقتي بقت نوك اوت دلوقتي بقت بيست اوف 3 اللي يكسب ماتشين يروح على الدور الثمانيه دور الرابع وهكذا سته رابع. قولي لي نادين تاني هرجع لموقف صعب كابتن ايهاب الالفي التعامل معاه ازاي؟ بقول لكم اسكتوا محدش شايف حاجه احنا خلي بالك الشاشه شغاله ارجعوا لنا لو سمحتوا بس بص عشان كابتن ايهاب الالفي يشوف كل حاجه على الحقيقه اتفضلي قولي لي هيشوفك ارجعوا لنا قولي يا نادين انا كابتن ايهاب لا اكيد بصي اكيد في الوقت ده بيكون في مواقف شد وجذب اكيد انا اتعودت مع كل مدربيني وانا لعيب في مواقف قويه جدا بتحصل مواقف فيها انفعالات كثيره بالذات ان انا بكون الاصغر والمدرب هو الاكبر سنا يعني فبيحصل شد وجذب كتير تفتكر المواقف دي كابتن ايهاب؟ هو انا على طول بيحصل يعني انا اخترتك صح يعني انا اخترتك مظبوط انا على طول فيش المواقف دي لا بس هو كابتن ايهاب يعني ده الطبيعي يعني بتاع اي مدرب عليه مسؤوليه ان الفرقه لازم تاخد اول في كل حاجه فكلنا يعني هو والفرقه احنا يعني هو واحنا بنبقى تحت بريشر فكلنا غصب عننا بنبقى في الضغط دوت وانفعالات وكله فعايز يعني هعرف لك بقى كده اخبار السوشيال ميديا معاكي ايه؟ ايه ده انت عارف كل حاجه طبعا انا مش قاعد هنا كده خلي بالك قاعد عالي قولي لي شايفه اللوكيشن بصي بتعمل ايه؟ يعني انا قاعده في اللوكيشن لا لا ثواني يا شيله ثواني كده ضحكتي وشي ايديكي احكي لي لا قولي لي ماسكه على طول جري اساسي ده اكيد عرفت اللي انا عارف كويس فولورز بقى فولورز فولورز قلت جناوي مش حلاوي والله اشمعنى قلت في كل عندي بيحبوها جدا بتشجعي بروح عاليه وبتعيي بروح عاليه يعني هو انا لو هو اكتر من تيشرت كنت نزل قولي يا رب قولي لي ليه اشمعنى هي حماسيه في اللعب قوي بتلعب بقلبها روح النادي الاهلي كلنا بنلعب بقلبنا بس هي وضع مختلف ليها علاقه في السوشيال ميديا مع الناس هو يعني هو دايما يعني الالتراس في ناس كده معينه بيحبوها يعني عندها قبول هي جنة عندها قبول ما شاء الله عالميه ما شاء الله فعشان كده طبعا مخنق قريب ودي مشكله كبيره خلي بالك بقى بس فهي دي في يعني في كمان جنة بتتواصل معاهم اللي هو ممكن لو حد بعد بترد طب خلينا نقول الموضوع مختلف زمان ما كانش في سوشيال ميديا ودلوقتي السوشيال ميديا معاك بصفه عامه مختلفه اكيد حاجه كويسه ولا بتكون اوفر بتكون حاجه نيجاتيف بوزيتيف ايه بالظبط على حسب ما انت تصنفها يعني في ناس في وقت بتبقى اللي هو انا مش هينفع ابص خالص على السوشيال ميديا في وقت يعني هكسب هبص على السوشيال ميديا واقدر ارد على الناس كان انا في نص الماتشات انا ما اقدرش ارد على حد بالنسبه لك انت شخصيا ماسكه التليفون على طول انرجي لا لا بوزيتيف بقى بيدوا بوزيتيف انرجي او نيجاتيف انرجي بيدوا حاجات فانت لازم ما تدخلهاش كله مع بعض وفي حاجات مش لازم اوريها للفرقه يعني في حاجات بشوفها لا ممكن اقول لهم يا جماعه بصوا بعتن لنا هيجوا الماتش يلا اتحمسوا كده بس مش كل حاجه بقولها لهم بوريها لهم
بس ببقى طبعا مستنيه بقى ان احنا نكسب عشان اشوف كل الايجابي اللي بيحصل. وقت الخساره ما بيكونش حد عايز يشوف السوشيال ميديا عشان ما يكونش ليه نيجاتيف امباكت علينا، اللي هو يا جماعه الناس متضايقه، الناس تقول ان احنا ما عملناش اللي علينا. احنا بنبعد عن الكلام ده، احنا مش بنبص عليه اصلا، وبنستنى اول لما نخلص اللي هو خلاص لا احنا عندها فرصه ان احنا نعوض، عندها فرصه ان احنا ندي احسن، بعد كده نشوف بقى ايه اللي حصل. نادين هكلمك بصراحه، البطولة العربية دخلناها وكان أملنا وكان أمل الجماهير النادي الأهلي يكسب. كابتن إيهاب الألفي مع حديث معايا شخصيا قال إن هي التارجت، لكن بصراحة الفرقة دول كانت فرقة جامدة جدا، وخلينا نقول إن هي كان معاها محترفات وعندها خبرات وعندها وعندها وعندها. فتقولي إيه الجمهور بعديها عمل إيه معانا على السوشيال ميديا؟ والله هم انا يعني ما تابعتش قوي بعدها عملوا ايه، بس هم اكيد اتضايقوا ان احنا ما اخدناش اول. لا لا خالص بالعكس، بس هم شجعونا يعني على السوشيال ميديا. طلع هم مبسوطين قوي لان احنا اول مره ندخل كويس، فان احنا اول مره ندخل بقالنا 30 سنه تقريبا ما دخلناش حاجه كده 25 حاجه كده، ما دخلناش بقالنا كتير قوي. فقالوا لنا اللي هو ان احنا كبدايه ده حلو قوي، هم عارفين كويس قوي ان الفرق في لبنان عامله ازاي، بس هم طبعا كان نفسهم ان احنا نكسب اكيد. بس الحمد لله ان هي جاب ايجابي ان هم مبسوطين بالانجاز، حسوا ان احنا اقولها لك بصراحه انا واحد من الناس كنت مبسوط جدا بيكم، وانا شايف حسوا بالانجاز اللي احنا عملناه والتعب اللي احنا عملناه، لكن مش هو ده تارجت النادي. لا بوغا كان تارجتنا، بس احنا كمان عملنا ماتشات كويسه جدا هناك وكسبنا بالذات السيمي فاينل. دي حقيقه فعلا، لان اكسترا تايم كان ماتش قوي جدا وقدرتوا تعدلوا وقدرتوا على الامل التونسي مظبوط. صح. هلا اللي جاي البطولة العربية اللي جاية نوصل ازاي؟ المفروض برضو يعني المهم السنة الجاية ان شاء الله، انا بقول لكابتن هيب لو هو اللي ماسك او هوفر اللي هيمسك ان احنا زي ما هم جابوا. انا في نظري احنا عشان انا لعبت في لبنان، اللبنانيين نفسهم احنا كمصريين احنا احسن منهم، بس هم اللي خلاهم يكسبوا المحترفتين. يعني الاثنين محترفين لو ما كانوش موجودين ولو كان لبنان قدام مصر لا كنا احنا كسبنا. عجباني وطنيتك. النادي الاهلي. ايوه النادي الاهلي. لا عجباني عجباني عجباني. مستوانا في افريقيا ايه؟ افريقيا المنافسه فيها تبقى جامده جدا جدا لابعد الحدود، علشان كلهم بقى كل اصلا يعني الناس بتكون محترفه من بره، بتلعب محترفين. وحتى لو مثلا حد اصلا كان بيلعب في النادي ده فهو مثلا ممكن يكون راح ال WNBA او حاجه وبعد كده يجيبوه تاني وقت البطوله. ف بجد مستوى المنافسه يعني كمان حتى في بطوله افريقيا اللي هي بتاعه المنتخب لما رحنا، لا الليفل الباسكت عالي جدا، الفتنس كل حاجه مختلفه واقويه وكل حاجه مننا جدا، بس احنا اسرع منهم. يعني احنا هم اقوى بمنتاليتي اعلى بكتير منهم. قولي لنا نادين، احنا المحترفات لما دخلوا مصر فرقوا معانا بصراحه شديده، هيزودونا قرار انت شايفاه رايح فين؟ هو يعني في الدوري وفي الماتشات عامه المحترفه بتلعب محترفه وبعد كده باقي الفرق بتلعب بعضها. يعني ما يعني شايف من وجهه نظرك ان المحترفه وجود المحترفه هيعلينا عشان نوصل للمستوى الافريقي اللي رانا بتتكلم عليه ولا؟ لا واحده. لا طبعا هلا دايما بتقول لا، قولي هلا اسمعك. لا يعني احنا لو عايزين نوصل للاحتراف ده المفروض احنا اللي نروح نحترف بره ونيجي على المنتخب او نيجي نلعب مع النادي. تجربه بعد احترافك سريعا عشان احنا بصي في اربعه دخلوا خلاص ما انت عارفه كويسه جدا الحمد لله. لا ما كملتيش ليه؟ هو المفروض كان سيزن خلص فانا رجعت، اما بعد ما سيزن كان خلص هناك انا رجعت على مصر وكملت مع النادي. بس كده. نادين كلمي اخيره لجمهور النادي الاهلي تقول لهم ايه وتوعديهم بايه في المرحله اللي جايه؟ ان شاء الله نكمل ونكسب بقيه السيزن، وشكرا ليهم جدا ان هم دعمونا يعني في البطولات اللي فاتت ووقفوا جنبنا كمان في البطوله العربيه وجولنا مخصوص وكده. شكرا. كلمه لكابتن ايهاب الالفي. براحة علينا شوية. ما رضيتش اديها لك دي خلينا انت لو قلتها عشان اخدت بالك. اي خدمة يعني عارف بيتها. لا هو بس الكابتن براحة علينا شوية ويقدر ان احنا بنتعب في الجامعة وبنتعب في التمرين وكده، مش عارف احنا بيجي لنا وقت اجازة بيجي لنا وقت خلاص تعبانين، بس هو سنة بس. اسمعك انا عارف شايلة كتير، قولي مستنيكي قولي كلمة كابتن ايهاب. براحة علينا برضه. بصوا اقول لكم على حاجه اخيره عشان احنا لازم نختم عشان ندخل الكباتن التانيين. اي مدرب في النادي الاهلي عايز يكسب، واي واحد في الدنيا عايز يطلع لفوق لازم يتعب جدا، فانتوا لازم تتعبوا جامد جدا. المدرب على حق،
انا كنت زيكم وانا لعيب، كنت دايما بقول المدرب تعبنا. لا بصي الكلام واضح، احنا مستحملين وعارفين عشان عايزين نكسب بالزبط. كلنا وي هاف وان تارجت. يس، يبقى هي دي اهم حاجه عندنا. انا بشكركم شكرا جزيلا، مبسوط ان كنت معايا جدا جدا، ولسه هنقعد للاخر عشان نعمل شويه حاجات في الاخر. ماشي، هنخرج ليه فاصل وندخل اربع كباتن كبار عندنا من نجمات الباسكت في نادي الاهلي. بعد ما انضموا لنا دلوقتي حالا اربع نجمات كبار منهم كابتن الفريق، وهنرحب بيهم في الفقره الثانيه. كابتن دينا عمرو مساء الخير. كابتن خالد ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. تمام الحمد لله. جاهزه؟ طبعا. منار ايهاب مساء الخير. مساء النور. مبروك. الله يبارك في حضرتك. مش هقول الاسم اللي قاله لي، خلي بالك وانا كويس. ملك شاهين ازيك؟ ملك هشام. ملك هشام انا اسف، معلش انا اسف. ملك هشام الف مبروك. الله يبارك. كابتن هبه عبد الرحمن مبروك. الله يبارك فيك. هنبدا باصغر لعيبه عندنا. كابتن ملك هشام اول سنه مع فرقه كسبانه وانضمام وسط نجمات وكوكبه كبيره من نجمات النادي الاهلي. الحمد لله. تعملي ايه بقى؟ تقولي ايه؟ دخلتي ازاي؟ هو الحمد لله انا في الاول دي اول سنه ليا 18، وبعدين كانت اول سنه السنه دي اتصعد فيرست تيم. وفي اول سنه الحمد لله يعني ربنا كرمني وكده، وكابتن هبه كان دايما بيدعمني. وهو سبب كل حاجه، كان دايما بيثق فيا، وهو اللي خلاني في الاخر العب في الفاينلز. كل فاينلز كنت بلعب فيها في اول خمسه. فهو الحمد لله يعني حاجه حلوه قوي. هسالك سؤال بصراحه، انا لما كنت اصغر واحد شيل الكور. شيل الايس بوكس. شيل الايس بوكس صح؟ كلنا احنا صغيرين كده. قولي لي بيعملوا فيك ايه؟ لا والله لا هو انا كنت متخيل حاجه ثانيه خالص. هو شيل الايس بوكس دي موجوده، بس غير كده يعني هم انا بحبهم كلهم صحابي يعني. مين اللي بيضايقك فيهم؟ لا ما فيش والله. مش قادره تتكلمي كابتن في القعده. اسمعي كلام، انا عارف. كابتن دينا قولي لي ايه بقى بتعملوا معاها ايه؟ لا والله ولا اي حاجه يعني، بنلعبها يعني بنعملها كانها لعيبه زيها زينا خالص، ما فيش اي فرق. هي بتتعلم مننا، وفي نفس الوقت هي بتفهم الدنيا لسه ماشيه ازاي. اكيد. فطبعا هي بالنسبه لها دي اول سنه، ولسه قدامها العمر طويل طبعا. فطبعا هي جايه في توقيت الصراحه ممتاز يعني، مش سهل ان هي تطلع طبعا. فعلا تلاقي الدنيا كويسه قوي كده، وكمان ما شاء الله جايه على بطولات، ف وش السعد يعني. نقول لك مبروك ولكم سنه طيبه. حضرتك طيب. مظبوط. دي حقيقه. مش عايز كام سنه؟ كام سنه ما عنديش مشكله. لا خالص. لا ليه خالص 25. لا 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 خالص، ده انت اصغر كتير. لكن اكيد كابتن الفرقه بيكون عليه ضغط معين مختلف عن اللعيبه، عنده خبره اكتر، اقدم في الملعب. في مواقف بتبقى تتطلب انت تلمي الفريق بتاعك، تعملي ايه في المواقف دي وتقول لهم ايه؟ هو ده في اغلب الوقت طبعا بيبقى موجود، سواء مثلا مع اصابات، سواء مع افراد في الفرقه متضايقه، سواء في حاجات خارجيه مؤثره على اللعيبه في التمارين او ماتشاتك، كل ده. فطبعا الموضوع ده ما بيبقاش سهل خالص، خصوصا برده لو في خساره لا قدر الله، الموضوع بيبقى اصعب برده. فحقيقي الموضوع ككابتنة الفرقة دي فعلا هي مش حاجة سهلة أبدا خالص في النادي الأهلي بالذات. بالظبط في النادي الأهلي انت عليك مسؤولية جامدة جدا جدا عكس أي حتة تانية. ناس الجمهور طبعا أول حاجة بيبقى يعني محملك عبء ومسؤولية كبيرة جدا. أكيد. فالصراحة يعني انك تبقى كابتن فرقة في النادي الأهلي دي عمرها ما كانت حاجة سهلة أبدا خالص. حاجة صعبة بالنسبة لك؟ بس الحمد لله أنا مع الوقت يعني، أنا تقريبا دي خامس سنة. فموضوع خلاص في الاول كان اكيد صعب جدا، بس مع الوقت الحمد لله ومع الخبره، واكيد كنت بشوف الكباتن فرقه اللي قبلي وبشوف من نوادي تانية والكلام ده كله. لحقتي مين الكباتن الكبار النجمات الكبار؟ طبعا كابتن رانيا عادل. تمام. انا اللي طلعت عليها طبعا. بس اكيد كان في ناس تانية، مش شرط ان انت تكون كابتن فرقه عشان انت تكون قائد. في تصرفات هي اللي بتبين لك انا بتعلم الاحسن. فموضوع بسيط مش محتاج. الموضوع بسيط بالظبط. كابتن هبه اكيد في مباريات صعبه جدا. ايوه اكيد عديت عليكم. لسه مش جبت سيره كابتن هبه دلوقتي، بس خلينا الاول في الماتشات الصعبه. جميل. طيب خلينا في الماتشات الصعبه. ايه الماتش الصعب اللي انت كان من وجهه نظرك الفرقه فيها شد وجذب جوه الملعب؟ هو انا يعني مش قصه غرور النادي الاهلي، بس فعلا انا بحس ان احنا الحمد لله عندنا ثقه وعندنا حماس رهيب وروح قويه جدا ان احنا نكسب اي فرقه ايا كان يعني. احنا حتى في البطوله العربيه لما كان بنلعب هميت من اخر ماتش، كنا مدركين ان لبنان فرقه قويه جدا، واحنا يعني معاها محترفه كمان قويه جدا بتاع في الدبليو ان بي اي، بس احنا برضو كنا في يقين ان احنا هنكسب.
فالحمد لله احنا اي ماتش صعب بنبقى جاهزين له نفسيا وكل حاجه، بس في نفس الوقت لا احنا بنقدر نعمل كل حاجه يعني. خلينا نتكلم الكلام المظبوط، بتجهزوا بعض نفسي ازاي؟ بتقولوا ايه لبعض جوه الاوض المغلقه زي ما بيقولوا؟ طبعا ده اول حاجه كابتن ايهاب طبعا بيجهزنا، وكابتن دينا طبعا بتجهزنا. يعني كابتن ايهاب بيلمنا قبل كل ماتش، يتكلم معانا ويكلم كل واحده فينا حتى لوحدها، يقول لها ايه اللي عليكي وايه اللي المفروض تعمليه، فده طبعا بيجهز الواحد نفسيا جدا. وطبعا بعد كده دينا تكلمنا وتعمل لنا، يعني احنا الحمد لله كلنا مع بعض حتى كويسين يعني. حتى ممكن مش دينا، ممكن حد يبقى في نفس البوزيشن بتاعي يجي يتكلم معايا يقول لي لا انت اعملي كذا، انت عندك دي ميزه فيها اعمليها، ركزي فيها. لا احنا بنشجع بعض الحمد لله، كلكم تيم ورك واحد. دي حقيقه جدا. منار الوافد الجديد في النادي الاهلي اتكلمنا فيه كتير، لكن بقيتي لعيبه في النادي الاهلي بعد بطولتين ثلاث بطولات، الشعور ايه؟ اختلف اكيد عن ما كنتي داخله النادي الاهلي؟ طبعا هو انا مش حاسه ان انا غريبه يعني، حاسه ان انا في فرقتي، ويعني بطوله المرتبط بالذات دي كانت حاجه كويسه قوي ليا، اول كاس اخده، وبطوله المنطقه برضو، بطوله عربيه لبنان كانوا كويسين بس احنا عملنا اللي علينا، وحاسه باختلاف طبعا في النادي الاهلي يعني. هم فرقه بطوله فعلا، عرفت يعني ايه فرقه بطوله لما لعبت معاهم جوه النادي الاهلي. طبعا الموضوع بقى مختلف، وادوكوا روح وحماس، وشجعوك ازاي؟ ساعدوك ازاي لعيبه النادي الاهلي؟ يعني انا كنت خايفه في الاول طبعا عشان فرقه جديده وانا هاجي ممكن العب مكان حد، بس ما حسيتش كده خالص، كلهم بيشجعوني، كلهم عايزيني كويسه، فده فعلا وصلنا ان احنا ناخد البطوله، ان احنا كلنا بنحب بعض، ما حسيتش انها غريبه خالص يعني. دي حقيقه. دينا في شعور جوه الفرقه حاسه من الكباتن اللي قبل كده ودلوقتي ان انتوا مش فارق مين يلعب؟ دي حقيقه طبعا. الحمد لله احنا عندناش فرق، لان كابتن ايهاب دايما بيحط الظروف ان ممكن اي حاجه تحصل في اي وقت. يعني ما عندوش خمسه اساسيين، في نوادي تانية بتعتمد على انها بتلعب بستة وسبعة لعيبه بس، فعشان كده لو مثلا حد اتصاب من عندهم كده بيحصل عليهم دروب جامد جدا. بس احنا الحمد لله الى حد ما، حد كبير جدا لما حد بينزل مكان حد تاني ما بيبقاش في اي فرق، وكلنا بنعوض بعض. حاجه كويسه جدا، ومش سهل ان انت تلاقيها في اي فرقه. مش سهل خالص. قولي لي التعامل ازاي مع الفرق الثانيه؟ سبورتنج فريق كبير، في نجمات كبار، اكيد بتتعاملوا ازاي قبل ماتشات سبورتنج بالذات؟ هو اولا هو ما فيش حاجه اسمها ماتش سهل وماتش صعب، احنا الماتشات السهله او الماتشات الكويسه هي دي اللي بتوصلنا للصعب، وهي دي بتوصلنا للفاينلز. فانت لازم تدي كل ماتش حقه علشان تقدر توصل للفاينل. فده كده كده فيرست ستيب بنعمل. فلو حضرتك بتتكلم على ماتشات سبورتنج، هي اكيد طبعا تبقى حاجه خاصه جدا، ليها الاعداد النفسي بتاعها والبدني والتدريب وكل حاجه. كابتن ايهاب وكابتن جاد وكابتن عمرو صابر السنه دي لا الصراحه بيقوموا بشغل عالي جدا، بيكلموا في كل واحده مميزاتها ايه، ويعني لازم تحسن من ايه، لازم تاخد بالها من ايه. الديفنس بتاعنا مثلا في ماتش سبورتنج هنلعب كذا كذا كذا، انت دورك كذا، انت المفروض تنزلي تعملي كذا. فالحمد لله يعني لو حضرتك بتسأل على ماتشات سبورتنج فهو ده بيبقى الجوب بتاعها في الاوقات دي. كابتن هاب فعلا كل قبل الماتش لازم نقعد نتفرج على الفيديوهات، خصوصا ان السنه دي برضو اول سنه كنا نلعب سبورتنج في المرتبط، ما كناش عندنا فكره هم السنه دي ايه الجديد عندهم. حاولنا الحمد لله جبنا ماتشات ليهم هم لعبوها السنه دي، اتفرجنا عليها، كل واحده عرفت هي المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه، وصلحنا من اخطائنا كلها. والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الماتشين وقفلنا على الكي بلايرز بتاعهم كلهم. هايل. كابتن ملك هشام اكيد اللعيب وهو طالع للدرجه الاولى بيكون عنده طموح، لكن احنا هنكبر الطموح شويه، والاحتراف، الاحتراف الخارجي سمه اي رياضي في مصر. عايزه تطلعي الاحتراف الخارجي؟ انا كنت عايزه اطلع في الاول، بس ما حسيتش ان في فرق كبير قوي، عشان انا كذا حد من صحابي سافر وهو صغير. انا في كذا اتنين من صحابي دلوقتي هناك، بس هما عثمان نورا طلعت وسلمى موفق بنت كابتن موفق، هما الاثنين مسافرين، هما يعني كلاعب وكده مرتاحين، بس غير كده هما مش مرتاحين، كمان احنا صغيرين فمش عارفين ان احنا نوسع السوسايتي بتاعتنا قوي بره الباسكت، وانا كده كده اصحابنا كلهم هنا، فاطلع هناك مش هبقى عارفه قوي اسوشيالايز مع الناس اللي هناك. فمش حاسه يعني، ممكن كمان شويه بس مش دلوقتي. سمه الاحتراف ان انت تشوفي اجواء مختلفه. ده طبيعي. فيعني هنفضل قاعدين في مصر ولا هنعمل ايه؟ لان الباسكت بقى هيتطور في افريقيا يعني. لسه هنتكلم. اتفضلي. لا هو انا ممكن افكر في الموضوع ده، بس مش من دلوقتي يعني. انا من دلوقتي لسه مثلا هلعب مثلا فيرست تيم هنا ان شاء الله سنتين او ثلاثه، بعد كده ممكن ابدا افكر في الموضوع ده. عشان ما يبقاش مره واحده كده طفر مره واحده من وانا صغيره لا اطلع بره على طول، لازم الاول اعرف اللي فوقيه واللي فوقيه لغايه ما اوصل لاعلى حاجه، بعد كده اعرف. هاي المنار بتضحكي. حكي قولي لي الاحتراف. هي اصغر لعيبه لازم اسالها اسئله كثيره، لكن الاحتراف وجود محترفات في الدوري المصري افاد
طبعا زاد طبعا بيفيد ايه؟ لعيبه احلى واحنا عندنا ما شاء الله بطلات قدامي. يعني هو بيبقى يعني عندنا ماريا دي المحترفه بتاعتنا هي بتفرق، يعني احنا كويسين جدا عندنا بيفيتات كويسه جدا في الفرقه طبعا، بس هي بتفرق يعني هو اللعب بره بيبقى مش زي هنا مش مصر خالص. فهي في كمان في الدوري المصري مفيده جدا، يعني في ماتشين سبويتنج وفي كل ماتشات ما شاء الله بتلعب كويس. هي اكيد مفيده، لكن احنا لو كبرنا واحده هنقدر نوصل بيها لمستوى احسن، ده رايي شخصيا خلي بالك عشان كده بسالك. صح، ممكن تبقى احسن منها كمان، ممكن تبقى احسن منها. طيب احنا ازاي نقوي الدوري المصري؟ يعني انت من وجهه نظرك كلاعيبه كبيره كابتن كبير ازاي نقوي الدوري المصري؟ انا عايز اوصل ان يكون عندنا افريقيا، نلعب افريقيا ونلعب افريقيا ونكسب افريقيا كبنات، لان انا شايف ان التارجت البنات في مصر عامه بصفه عامه في الالعاب الجماعيه موجود، فازاي نقدر نوصل للمرحله دي؟ هو احنا كسبنا افريقيا بس احنا بنكسب الصغيرين، لكن الفيس تيم ما كسبناش خالص افريقيا. فاحنا لازم يكون في فتره اعداد قبليها، معسكرات بره يبقى قبليها بمده، ما يبقاش قبليها على طول، عشان نقدر نعمل حاجه في افريقيا كويسه. هبه، هل الجواز وهل البنت لما بتكبر في مصر وهل طبيعه البنت المصريه هي اللي بتاثر ان احنا ما نكسبش افريقيا في المنتخبات الكبيره؟ لا انا مش حاسه، لا ما اظنش، يعني انا شايفه لا، يعني ما احنا عندنا ناس متجوزين في كل حته، يعني هاله اتجوزت وهي بتلعب ما شاء الله، وريكو سموحه متجوزه ومخلفه وبتلعب، في واحده في الجزيره برضو لعيبه مخلفه ومتجوزه، طبيعه يعني البنت المصريه. لا بس لا ما اعتقدش، يعني لا احنا يعني موجودين وبيلعبوا ومؤثرين جدا في الفرقه بتاعتهم، ما اظنش ان هي ليها علاقه، بس احنا عامه احنا عندنا فعلا يعني ناس انديفيديوال كويسين جدا جدا جدا. بس احنا عايزين بقى اللي هو يعني يبقى في تيم بقى، تيم. طيب مع تواجد المحترفات اللي بره، نادين السلعوة واعتقد في كذا بنت محترفه من سبورتنج اعتقد او مظبوط، قولي لي التيم ده يحصل ونقدر نطلع لقدام ونقدر نكسب افريقيا؟ طبعا طبعا، لما كل الناس دي تتجمع، وميرال برضو اشرف مسافره، فلو كل دول اتجمعوا طبعا مع الناس اللي موجوده هنا، الناس الموجوده هنا برضو كويسين جدا جدا، ممكن يكون جالهم كذا حد فيهم فرصه ان احنا نسافر او حاجه بس ما جاتش الفرصه يعني. فلو كل دول فعلا احنا اتجمعنا لا هتعمل فرقه كويسه جدا جدا يعني. شايفه من وجهه نظرك بخبرتك الكبيره في الباسكت عندنا بنات يقدروا يقودوا مصر للمرحله اللي جايه لافريقيا؟ ان في فرق اجسام بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه للنادي الاهلي رقم واحد وبالنسبه لمنتخب مصر رقم اثنين. طيب هو اولا بالنسبه للنادي الاهلي احنا تقريبا عمرنا ما شاركنا في افريقيا، واحنا عندنا اصلا كده المبدا في النادي لازم تكسب دوري كده عشان تقدر تشارك وتقدر تدخل افريقيا. السنه دي بدون اكسبشن احنا اصلا عندنا نادي ما بيقبلش ان هو يدخل بطولات عربيه عامه، هو مش معترف بيها. بس هم شافوا ان احنا الحمد لله عاملين اداء ونتيجه كويسه جدا، فسمحوا لنا ان احنا السنه دي ندخل البطوله العربيه، والحمد لله طبعا طلعنا بيها اداء مشرف بصراحه، مشرف جداً وحاولنا لحد اخر لحظه فعلا، بس طبعا يعني اختلاف الخبرات والعناصر مع الفرق الثانيه فللاسف ما قدرناش ان احنا نحصد البطوله. ده بالنسبه للنادي الاهلي، بس هم اكيد طبعا طبعا ان شاء الله، لان الولاد هم كده دلوقتي، الولاد بقى لهم سنتين بيشتركوا في افريقيا، والسنه من سنتين اخذوا افريقيا في النادي الاهلي، والسنه دي برضه هم مشاركين فيها، فاكيد طبعا هم لما هيلاقونا كويسين باذن الله ان هم هيخلونا اكيد نشارك فيها طبعا، بعد ان شاء الله ما ناخد كاس ودوري باذن الله. يعني بالنسبه لمنتخب مصر بيبقى صعب لسبب احنا بعاد شويه، يعني فرق بره عندها كفاءه اكتر، عندها عناصر احسن بكتير، التدريب عامه البدني كل الكلام ده بيفرق، احنا للاسف مفتقدين الحاجات دي جدا، بس اكيد طبعا في يوم من الايام ممكن نوصل. يعني عارفه من سنتين كان في ايه؟ كنا كسبنا بطوله افريقيا في النادي الاهلي. انا لسه بقول لحضرتك، ما انا لسه بقول لحضرتك بذكر شهر 12 من سنتين اولاد خدوها فيس تيم بتوعنا اخدوها، وهم السنه دي برده مشاركين فيها، وان شاء الله ياخدوها برده السنه دي بره مصر جوه مصر، هم قدها يعني ان شاء الله. يا رب نتمنى ليكم ونتمنى للرجال باذن الله كل خير. ملك السوشيال ميديا اخبارها ايه؟ كويس الحمد لله. لا قولي لي بقيتي نجمه كبيره، اختلف اكيد الموضوع معاكي لما بتعرفي في الدرجه الاولى غير ما بتكوني لسه لعيبه صغيره. لا هو كسوشيال ميديا مش حاسه اختلف، يعني انا اصلا ما اعرفش اي حاجه، يعني هي جنه الوحيده هي اللي ممكن تكون متوسعه في الموضوع ده، غير كده مش عارف. مالكيش دعوه بالسوشيال ميديا خالص؟ مالكيش اي اكونت على اي حاجه؟ لا لا عندي، بس انا ماليش دعوه بقى، يعني ليا مع صحابي. لا لا جوه الباسكت بقى ماليش. اصحابك بس؟ اه اصحابك. منار السوشيال ميديا حاجه مهمه في مصر او حاجه مهمه في العالم، بتتعاملي ازاي معاها؟
ماليش في السوشيال ميديا برضو اثنين هاي يبقى انا جيت غلط. هنوصل عند ايه بقى؟ هتشوفوا وصل لينا في الاخر. قولي لي يعني احنا كنا بنتواصل كده كل شيء مع الالترس لما كنا في البطوله العربيه. الحمد لله يعني لا هم كانوا مبسوطين مننا جدا يعني في البطوله العربيه الحمد لله ومتواصلين معانا لغايه دلوقتي يعني. انا حاسه ان هم الناس بقت تهتم اكتر بالفرقه بتاعتنا من ساعه البطوله العربيه جدا بالذات الالترس يعني. الناس مهتمين جدا مهتمين كل جماهير النادي الاهلي مهتمه بالموضوع بالظبط خلاص مهتميه وشايفين ان الدرجه الاولى سيدات نادي الاهلي لا خلاص. اقول لك حاجه المكسب يجيب مكسب بالزبط. والمكسب يعلي الطموح بالظبط كده مزبوط؟ هما شايفين لا هما شايفين ان ده لا كيان هيوصل يعني دول انتوا هتوصلوا يا رب توصلي اكتر لا ان شاء الله تعالى المنديه ونوصل وكده. التحديات كبيره اكيد لسه بطولتين طبعا ولسه في طموح ده اكيد ومش سهله كمان خصوصا ان الفرق الثانيه بتدور على انها ازاي تقدر تاخد البطولتين الجايين كويس قوي. الناس مش ساكته وعمرها ما تسيب لنا البطولتين الجايين بتكلم بالاخص طبعا فرق سبورتنج اكيد بقى الفرق لانه حتى حضرتك عندك مثلا كاس مصر الخسران بره النوك اوت احنا النوك اوت فموضوع مبيبقاش سهل خالص. الحمد لله احنا لسه كسبانين الجزيره من يومين والدور احنا كده سيمي فاينل ان شاء الله. ف يا رب يا رب تبقى بطوله تانية في النادي الاهلي وان شاء الله نكمل في الدوري كويس. خليك توعد الجمهور دلوقتي حالا هجيلك يا رب ان شاء الله. كابتن قبل الفي بيتعامل معاك ازاي تقولي له ايه؟ لا والله هو يعني بتعامل معايا بجد بطريقه كويسه قوي مش محسسني بفرق كبير قوي ما بيني وما بين بتوع الفيرست تيم وما اظنش ان انا كنت اقدر ان انا اوصل اللي انا فيه دلوقتي من غيره. هو كان دايما بيسبورت ليا وكان دايما بيقول لي طول ما انت بتعملي كذا انت هتلعبي وما تخافيش ما تعمليش كهو واقف بره وبيسمعك خلي بالك. لا لا والله لا والله والله هو كل حاجه بجد بس مش كل كابتن ايهاب بيسمع كلامي دول بيباصوا كوره صدقيني انا اهم حاجه دول بيباصوا الكوره صدقيني. لا لا والله هو لو هنتكلم كابتن ايهاب لا هو بجد عامل معايا شو يعني بجد ربنا يخليكم. اكيد كابتن ايهاب الالفي بيقفش مدرب طبيعي جدا صح؟ ابدا بقى بيقفش ازاي؟ قولي لي يا منار بيقفش بيقفش طب قولي لي يا منار لا يعني انا مش هو كابتن ايهاب بيقفش فعلا في وقت يعني مثلا في ماتش تمرينه مهمه قبل ماتش طبيعي يعني ان هو بيقفش بس غير كده كابتن ايهاب بحسه اب لينا كلنا يعني مش لينا بس ما تكبرهوش قوي لا ما عنده لينا هبه قالت لك بيقفش بيقفش قولي يا هبه يعني لا كابتن ايهاب والله يعني الحمد لله هو احسن حاجه في كابتن ايهاب الصراحه ان هو بيدعمنا كلنا يعني ومش هو كابتن ايهاب برده عايز بلس ان هو يكسب يخلي كل واحده في الفرقه شكلها كويس جدا في احسن حالتها يعني احنا كابتن ايهاب بيبقى حريص جدا في اي ماتش يلعب ال 12 لعيبه عشان نبقى كلنا خارجين لاعبين كويس ومؤدين بطريقه كويسه فلا هو كابتن ايهاب قبل ما يفكر في ان هو يكسب ويفكر في المكسب بيفكر في كل لعيبه فينا. حاسس ان هي بتتكلم وهي قلقانه خلي بالك لا 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 خالص لا بوبي خالص خالص اللي في قلبها على لسانها. طيب كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي توعي ايه في المرحله الجايه؟ جمهور عظيم طبعا يعني اكيد الصراحه لولا وجود الجمهور في البطوله العربيه ما كناش عملنا حاجه بجد ونفسنا بجد بجد ان الجمهور يرجع يعني اعتقد اتحاد السله خلاص دخل 500 في ماتشات السوبر خلاص بالظبط فان شاء الله ده دافع لينا كبير جدا خصوصا ان ما فيش نادي تاني عنده الترس زينا اكيد مفيش جمهور عظيم بالشكل ده كده كده الولاد يمكن فيهم بس احنا كبنات مفيش غير الاهلي فان شاء الله ده يبقى حافز كبير لينا جدا 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 وزي ما هم ورانا دايما ان شاء الله ان شاء الله الفرقه كلها بنوعدهم ان باذن الله باذن الله الكاس والدوري ان شاء الله في الاهلي السنه دي باذن الله. كابتن دينا كابتن منار ملك هبه نورتوني وشرفتوني والف مبروك على البطوله الجميله وهنتابع معاك في المرحله اللي جايه باذن الله وهنتابع كمالك انت بالذات ماشي جميله. خلينا نشوف بعد الفاصل المدير الفني الكابتن ايهاب الالفي واخر فقره النهارده عندنا مع نجمات كره السله فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. وصلنا لاخر فقره بس وصلنا لفقره فيها اهم فرد في المنظومه اللي هو او رب المنظومه او كبير المنظومه كابتن ايهاب الالفي المدير الفني اللي هو بتبقى فيه اسئله كتير عايزين نطرحها عليه واسئله مش خاصه بالدرجه الاولى اسئله خاصه بكل فرق البنات والسيدات في النادي الاهلي. كابتن ايهاب الالفي الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن خالد ربنا يخليك. دوري مرتبط عظيم الحمد لله منطقه القاهره ما شاء الله
اللهم الحسد ولسه بطولتين كمان مستنينه يا رب ان شاء الله باذن الله باذن الله. كابتن نور طلعت، كابتن نور علي طلعت، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. كابتن سوريا محمد الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ميرسي. كابتن ايناس خيال التوحيد. مش بنت الدكتور خالد التوحيد. لا. تمام نبدا معاكي. دوري مرتبط، دوري قوي جدا ودوري مهم بالنسبه لنا، وبقالنا 3 4 سنين بنكسب دوري مرتبط. تقولي ايه على البطوله السنه دي بالذات؟ والله يعني هو اكيد طبعا البطوله كانت صعبه بس الحمد لله يعني احنا كنا مستعدين حلو قوي ليها وبس، وعرفنا بقى ناخدها. لا استعدينا ازاي؟ انت بتاخدي لا مش هنجري. لا 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 مش هنجري بقى، مش هنجري، لازم نكون عارف استعدينا ازاي. طبعا ابتدينا الدور التمهيدي وكسبناه، وكنا يعني بنتمرن كويس قوي طبعا عشان الماتشات مش بتبقى يعني قويه وبنتمرن بقى كل يوم، بنتمرن بقى ندخل جيم بعد كده باسكت وبعد كده بنخلص اوقات بقى في فتنس مثلا في نص الباسكت وكده، وبعد كده بقى في الماتشات طبعا الماتشات مش بتكون قويه فمثلا بعديها بنتمرن اكتر، بعد كده بنخلص بس بقى، وبعد كده دخلنا في السيمي فاينل والفاينل وكسبنا. قولي لنا نور، ماتشات مهمه جدا، ماتشات مهمه جدا وفي ماتشات مؤثره كويس. التعامل في الماتشات المؤثره بيكون شكله ازاي؟ اول حاجه احنا بنستعد لها قبلها، بنتفرج على فيديوهات ليهم وبنقطعها بنشوف نقاط. مش بنقطعها، كابتن ايهاب بيقطعها صح؟ اه لا لسه عشان ندي الراجل ده لسه جاي له. اتفضلي. بنشوف النقط القويه عندهم وبنشتغل عليها، فالى حد ما بنخلي الماتش صالحنا اكتر. هو بيبقى قوي بس احنا بتحضيراتنا والتمارين اللي قبل كده بيبقى الماتش خفيف. معنى كلامك ان كابتن ايهاب الالفي بنحفظنا الملعب قبل ما ننزله. بالظبط. كابتن ايهاب عليك عامل كبير ما شاء الله، تحدياتك اصعب مما كانت. 4 بطولات حملوك السنه دي ل4 بطولات، كلامي صح؟ طبعا، لانه انا زي ما انا اتعودت معاهم ان كل بطوله خلاص هي اصبحت تاريخ بالنسبه لنا، فبنبص للي بعديها. خلاص حتى ركزنا دلوقتي خلاص في الدوري السوبر ان شاء الله وكاس مصر. البطولتين اللي فاتوا هم ادوا بشكل كويس جدا، وهم فعلا دايما زي ما انا بقول طول عمري في اي انترفيو هم فعلا رجال، بنات النادي الاهلي رجاله، ملتزمين جدا، مطيعين جدا، بذلوا مجهود يعني كبير فعلا وتضحيات كبيره. وزي ما قالوا اللعيبه اللي قبليهم واللي قبليهم ان انا على طول شاهد عليهم، ان انا على طول يعني مخليهم في على طول تحت بريشر كتير، ما فيش غياب من التمرين كتير، هو ده انا اساس النجاح. هو بس بيقولوا كده يعني على الهوا، لكن هم فعلا يعني ما حدش بيغيب غير لما يكون في حاجه، مثلا يكون في الجامعه حاجه في لا قدر الله اصابه او تعب، لكن غير كده هم بصراحه بيزوروا مجهود كبير، وهم السبب دايما يعني ان احنا موجودين الحمد لله كل بطوله وكل سنه موجودين في قناه النادي الاهلي، وده بالنسبه لنا بيبقى احسن تكريم واحسن فرحه بالنسبه لهم. هم السبب، هم اللي بيتعبوا، هم اللي جابوا البطولات، وان شاء الله باذن الله هم احنا واخدين عهد مع بعض لعيبه وجهاز ان احنا نحافظ على البطولات، وان شاء الله تفضل في النادي الاهلي لسنوات زي ما احنا كنا رسمين ومخططين وبنحلم من سنتين مع بعض، ان احنا لازم النادي الاهلي في الباسكتبول سيدات لازم يرجع يتساعد الباسكتبول في مصر اللي بيها ان شاء الله نخش بطوله عربيه تاني ونستضيف البطوله الافريقيه باذن الله. وان شاء الله هيكون البطوله العربيه والافريقيه السنه الجايه هو الهدف الاكبر ان شاء الله. طب كابتن ايهاب، بعد ما كسبنا 4 بطولات في تعامل نفسي مع اللاعبين، مش تعامل بدني او تعامل فني، التعامل النفسي شيء مهم جدا بالنسبه لهم، ازاي قدرت تتاهب المكسب او تاهب عفوا اللاعبات اللي معاك ان هم يبتدي يحضروا لمرحله جديده ومكسب جديد؟ بص كابتن خالد، الاعداد النفسي بالنسبه للبنات هو طبعا مهم جدا في كل الـ 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 كل الرياضات او كل الالعاب، لكن الاعداد النفسي للبنات ده مهم جدا، هو الفيصل بين لعيب ولعيب. هم فعلا طول ما هم انا يعني او انا وكابتن جاد وكابتن عمرو وكل الجهاز بنكلمهم كتير ان هم بنعدهم نفسيا قبل الجيم، لازم احنا بنحترم كل الفرق، لازم بنستعد لها كويس وبنحترم كل جيم لحد اخر ثانيه، اول ما الساعه تصفر او الحكم يصفر خلاص احنا نبتدي بقى نتعامل للي بعد. لكن هم اللعيب الوحيد بس ان هم ممكن في الماتشات السهله اقلق منهم، انا مش بقلق من الفرق اللي بتقابلني خالص خالص يعني. انا بكون قلقان ان كل واحده فيهم مش محضره نفسها كويس للجيم، مهما ان انا اتكلمتها ومهما ان انا عديتها نفسيا،
لو هي مش حاسة بأهمية المباراة ومركزة كويس جدا في الباسكت بول سهل جدا أي ماتش يتخطف منك عادي جدا. فالموضوع النفسي ده هو الفيصل وهو الفرق بيننا وبين الفرق التانية. احنا حتى آخر مباراة كانت مع لينا في دور الثمانية في الكاس هم قالوا لي كوتشي احنا يعني هنعسكر الجزيرة هنعسكر يعني هنعسكر لا لازم نعسكر ودقيقتي جدا لازم نغير الفكر ده لازم الثقافه بتاعتنا تختلف لازم ثقافه الباسكت بول تختلف احنا بنعسكر لنفسنا احنا مش بنعسكر نادي الجزيره باحترامي ليهم فرقه كويسه جدا لكل الفرق احنا احنا بندور على شغلنا احنا وبنحترم نفسنا احنا وبنحترم شغلنا احنا زي ما وانت بتقدم كده في الاول هو البريشر زاد طبعاً. اول سنه بصراحه ما كانش البريشر عادي انا بنبني فرقه وبقى لنا 10 سنين ما بنكسبش فكانوا رابع الدوري كنا رابع الدوري وثالث كاس فانا ما عنديش بريشر صراحه لكن بعد ما خدنا الحمد لله البطولات وبقى في رباعيه لا احنا ولا النادي ولا مجلس اداره ولا الجمهور هيقبل بخساره انا قلت لهم كده قلت لهم احنا عايزين نعمل حاجه كويسه السنه دي عايزين نعمل تارجت ما اتعملش قبل كده انا عايزين نكسب الدوري والبطولات كلها بدون هزيمه خلونا نوصل للموضوع ده هدف بالنسبه لنا ان احنا نعمله عشان ان شاء الله بعد كده لما يجي اطلب بطوله افريقيه واطلب بطوله عربيه انا بقول لكم من دلوقتي النادي مش هيتاخر خالص لان انا بعد مكالمه كابتن محمود الخطيب لينا وللبنات بعد السيمي فاينل البطوله العربيه دي كانت رساله كابتن محمود بيبعتها لنا رساله مش مباشره انا مش عايز اقول هو يعني حي البنات والاداء وعلى الروح وكل حاجه والكفاح وعمري ما انسك الميدو عليه انا مبسوط من الكفاح لاخر ثانيه للمباراه وهي دي روح النادي الاهلي ولي بغض النظر عن نتيجه الفاينل انا رياضي وفاهم مكسب وخساره وفاهم مستويات لكن انا بحييكوا جدا 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 وان شاء الله السنوات القادمه هيكون الاستعداد مختلف يا كابتن هاني فانا عمري ما هنسى هو ده سبورت مجلس الاداره وده كابتن محمود الخطيب هو يعني بصراحه دي كانت اهم مكالمه جت لنا لعيبه وجهاز ولما وصلت لهم الموضوع احنا النادي الاهلي ما تزعلوش احنا معانا محترفه واحده انا وعد مني على لسان نشاط رياضي كابتن رؤوف ومجلس الاداره ان السنه الجايه النادي الاهلي هيجيب محترفات على اعلى مستوى يليقوا باسم النادي الاهلي زي ما قلت قبل كده وانا قلت بعد البطوله وانا خسران ان البطوله العربيه ان شاء الله هتفضل سنوات وسنوات في النادي الاهلي ان شاء الله عجبني ودي حقيقه والله لان انا عرفت احنا انا عرفت مين اللي بينافسنا عرفت كل الفرق العربيه اخرهم ايه هم الفرق بيننا وبين همنتنا اللبناني هو المحترفات انا عندي لعيبه احسن من اللعيبه المحليه اللبنانيات الحمد لله القصه كانت في المحترفات واحنا بقى لنا 20 سنه 22 سنه بالظبط ما اشتركناش فخلاص البنات عرفوا المستويات كلها خبرات كبيره هم كلهم سنهم صغير لسه الحمد لله فاحنا قدامنا سنين فعشان كده انا بقول لسنوات مش بقول كلام يعني بهدي بيه الناس او كده لكن ان شاء الله السنه الجايه بطوله عربيه باذن الله اثنين محترفات يليقوا باسم النادي الاهلي ويكونوا على مستوى عالي بطوله عربيه ان شاء الله سواء احنا نظمناها او لم نستضيفها ان شاء الله البطوله العربيه وان شاء الله البطوله الافريقيه هنعمل حاجه ما حصلتش ان شاء الله يكون الجيل دوت وعلى ايديهم ان هم يجيبوا افريقيا للنادي الاهلي ده الهدف الاساسي ان شاء الله يعني باذن الله وهرجع لكلمه البطوله الافريقيه هنقف مع كابتن ايهاب الالف شويه على موضوع البطوله الافريقيه لكن اروح لنجمه وافد جديد للنادي الاهلي هي دلوقتي بقت لعيبه في النادي الاهلي لما كلمتها اول ما جت حسيت ان هي عايزه تنزل الملعب كابتن سرايا مظبوط الف مليون مبروك الله يبارك في حضرتك الفرق بقى دلوقتي بين الصيد والاهلي كبير كسبتي بطولتين قلت لي نفسي اكسب بطولات بدات تحقق الهدف هو طبعا من اول يوم وانا جيت الاهلي وانا فعلا عارفه ان النادي ده مش بس بيقبل بان هو يكسب بطولات بس من هو اجل ان هو يكسب بطولات لا احنا انا جيت الاهلي وعندي بريشر اكتر منهم ان انا لا ما ينفعش ان احنا هم السنه اللي فاتت الاهلي او احنا السنه اللي فاتت في الاهلي لما انا ما كنتش معاهم كانوا كسبوا كل البطولات الاربع بطولات خسروا ماتشين ما كانش ليهم اي لازمه ما كانش فارق معاهم خالص الماتشين بس اسمهم برضو الاول في كل البطولات السنه دي انا بالنسبه لي كان عليا بريشر اكتر ان انا مش عايزه ولا اي ماتش يقع مننا احنا انا كده كده جايه على فرقه بتاخد كل البطولات فانا عايزه ابقى
يعني عايزه ابقى حاجه اضافه زياده اكتر ان احنا ما نخسرش ولا اي ماتش. كان نفسي ان احنا نكسب طبعا البطوله العربيه طبعا، يعني كان اصابات على ان فريق لبنان كان اقوى مننا، مش لعيبه لبنانيه قد ما هم المحترفين بتوعهم كانوا كويسين. احنا لو لعبناهم من غير محترفين لا احنا نكسبهم، اي واحده من ال 12 هتنزل هتثبت نفسها وتبقى احسن من اللعيبه المحليين. بس فانا بالنسبه لي جيت لعبت بطوله المنطقه، ماتش الفاينل احنا كسبناه 20 بوينتس كان مع هليوبلس، كنا عاملين لهم اعتبار من اول يوم وكنا يعني عارفين ان احنا هيبقى الفاينل يا جزيره هليوبلس، ما كناش قلقانين. انا عن نفسي لما انا بكون قلقانه في الماتش او بقول انا حاسه ان احنا هنخسر، مثلا نوره تقول لي لا ما تخافيش احنا هندوس على الزرار وهنكسب دلوقتي، لا فعادي انا ببقى عندي القلق ده دايما موجود، اللي هو ببقى خايفه ان احنا نخسر من اي حد، انا ببقى انا مش الشخصيه دي يعني. فنوره هاله دينا رنا منار الناس دي كلها بتقعد في لا احنا حتى منار برضو بتبقى قلقانه شويه ان احنا مثلا هنخسر او حاجه عشان انتوا لسه جداد على النادي الاهلي، بس هم برضو ساعات بيكون جواهم القلق ده، بس بيحاولوا ان هم ما ينفعش ينقلوا لنا القلق، بيطمنونا اكتر ان احنا لا احنا هنكسب، فبالتالي كلنا بنبقى ايد واحده مع بعض اكتر. اعتقد كل الماتشات اللي احنا لعبناها يعني كل يعني بينا اكتر في الشوط الرابع او الثالث بنبقى خلاص، حتى ماتش الجزيره اللي هو كان في المرتبط السيمي فاينل اللي كان عندنا هم كانوا موفقين بطريقه غير عاديه، الماتش خلص 74 71 جابوا فينا 71 بوينت على ارضنا وده حاجه مش طبيعيه. فده يعني احنا لا انا كنت خايفه ان احنا بجد نخسر، واحنا ما كناش يعني اللي هو احنا ما كناش برده كويسين. فانا بقى بقول لنوره مش حتى في الماتش كنت بقول لها نوره انا خايفه ان احنا نخسر، قالت لي لا ما تخافيش احنا ما بين الكورترين، قالت لي لا ما تخافيش احنا هندوس على الزرار دلوقتي وهنلاقينا ان احنا جامدين. نزلنا الشوط الثالث احنا خسرانين برضو، طب احنا ما دوسناش على الزرار يعني في ايه مش فاهمه بقى هنخسر بجد ولا ايه. بس الحمد لله يعني ربنا وفقنا في الشوط الرابع وقدرنا ان احنا نرجع تاني. ماتش سبورتنج طبعا احنا كنا عاملين له حساب من قبل ما احنا من قبل اصلا ما نفكر فيه، احنا عارفين ان الفاينل دايما بيبقى اهلي وسبورتنج، عارفين ان هو ماتشين طبعا هي ميزه وعيب الماتشين. ميزه ان انت لو كسبت ماتش خلاص خطفت، عيب اللي هو لو خسرت ماتش لا تقدر ان انت تعوض تاني. بس الحمد لله الصغيرين بتوعنا كسبوا الماتشين واحنا كسبنا ماتش، فقلنا احنا كسبنا اول ماتش وهما كسبوا الماتشين قلنا خلاص. بس احنا لا كابتن ايهاب حتى من البدايه خالص قايل لنا احنا مش عايزين نروح نبقى كسبانين المرتبط بس عشان الصغيرين كسبوا ماتشين، لا احنا عايزين احنا اللي نبقى حاطين رجلنا في المرتبط، احنا اللي كسبنا مش عشان الصغيرين هم اللي كسبوا. بس وهو بنلعب الكاس وان شاء الله عندنا السيمي فاينل مع اليوبلس. انت بتجيب 40 بوينت بتجري بسرعه صح؟ بتجري عايز تخلصي بسرعه؟ حسيت عايز تجري في بتجري تنزلي الملعب تاني؟ لا لا نور دوسنا على الزرار وبنكسب، يعني ايه هندوس على الزرار ونكسب؟ اللعيب بيقول كلام في الملعب مختلف عن الكلام مع المدرب مع الجمهور مع اي حد. اولا احنا عارفين ان احنا هنلم بعض وان الماتش اكيد هيبقى سهل احنا في الاخر، بس دوت مش كلام بس، هو احنا عشان احنا محضرين من قبلها بالتمارين من اول السيزون محضرين ان شاء الله البطولات كلها في الاهلي، ف على قد ما بنقدر حتى لو خسرانين او مش متوفقين في اول او تاني كوارتر فالتالت والرابع احنا كلنا هنشد حيلنا وكلنا هنحس بالمسؤوليه ان احنا في وقت خطر لازم نبقى ايد واحده ولازم نكسب. فده بس معنى ان احنا هندوس على الزرار ان كلنا بنبقى عارفين ان ده وقت الجد واحنا لازم نعوض اللي حصل في الكوارتر. لازم تعوضي اللي حصل ايناس من وجهه نظر لعيب وليس مذيع، كويس؟ كنا بنعملها كده، قالت ندوس على الزرار وكان الماتش ما بيجيش معانا. احنا هندوس على الزرار وبنلم نفسنا والماتش صعب 74 71 تقول ايه؟ ايه؟ اصل هي اختها بتلعب في الجزيره فهي ممكن تبقى فيها نفسيه بينها وبين الجزيره؟ لا خالص، هي بتلعبي مع اختك انت بتلعب في الجزيره؟ بتلعبوا زي قدام بعض ازاي؟ يعني الصراحه بنبقى برضو كده اللي هو في حته اللي احنا هنسيب بعض شويه. الله. يعني مش هنسيب بعض شويه اللي هو يعني خايفين نغوص في بعض نشكك في بعض، لو الكوره وقعت ما بيننا مثلا نروح ونقف كده فعلا، يعني نبقى اللي هو كده يعني بنحب ان احنا ما نمسكش بعض او ان احنا ما نبصش بعض في الملعب. طب كابتن ايهاب الالفي كان ليه فكره ان انت تمسكي اختك وده ماتش وده فاينل؟ هو ده حصل السنه اللي فاتت. حصل. بتلعبي معاها ازاي؟ يعني بحاول ما ركزتش ان هي اختي خلاص. طب بصراحه يعني. لما رجعت بيدي وانت كسبانه قعدتي تقولي احنا كسبناكوا كده ولا بصراحه؟ امال قلت لها ايه؟ هارد لك؟ خلاص بقى يعني معلش يعني المره الجايه تكسبي انت وكده بقى اي كلام يعني اي كلام. قولي لي الماتش الصعب بتاع الجزيره، خلينا ماتش الجزيره، ماتشات سبورتنج دايما فيها شد وجذب مظبوط؟ الماتش الفاينل كان امتى الشد والجذب بينك وبين نادي سبورتنج؟ في اي وقت في اي كوارتر؟ كان الشد غالبا كان في هو ده بيبقى في الاول في الثاني بعد كده احنا بنفرق الاول والثاني. بعد كده احنا بنفرق. بس اخر ماتش كان يعني احنا لما لعبناهم لعبناهم مرتين
اول ماتش لعبناهم كنا احنا فارقين فرق كتير قوي, وجم هم في الشوط الثالث عملوا كومباك سريع قوي ورجعوا جم تاني, وكان خلاص كان احنا مثلا فرق 15 بوينتس لينا, طلعوا كان هم بوينت ليهم. فهي سبورتنج هي فرقه فاينل يعني عندها خبره الفاينل, ما بتعرفش انها ما بتسيبش الماتش يعني حتى لاخر دقيقه. الله شفت الصوره؟ اه الله حافظاها. البطوله العربيه دي؟ اه صح؟ ده كان ايه؟ هيموتك صح؟ لا خالص والله لا. لا قولي لي بس انا هقولها. هو كان خلاص ده في ماتش الامل التونسي في السيمي فاينل. فكان ساعتها انا كان عندي فاول شوتنج او حاجه, والماتش كان خلاص في اخره. فكان عندي 2 فاول شوتنج, كان مش عارفه ايه اللي بيحصل في الاخر, كنت بجيب واحده واضيع واحده, وكابتن هيب عارف ان انا نادرا قوي لما بضيع فاول شوتنج بالذات. فانا عمال اقول له كابتن هيب انا بضيع, بقى جايبني قال لي ما تخافيش وانت روحي ضيعيها مش مشكله. دي فيها 40 بونت, ده الماتش بتاع 40 بونت صح؟ ما شاء الله. فبس قال لي ما تخافيش ضيعيها ومش عارفه, طب انا ضيعيها في وقتها بس يعني هنا بقى. كابتن هيب من كلام الكباتن اللي معانا بيقولوا ان في فرق في اللياقه البدنيه, انت بتلعب على الجيم الثالث والرابع, الكوارتر الثالث والكوارتر الرابع, مظبوط كده؟ الفتره الثالثه والرابعه. شايف معدلات اللياقه البدنيه بالنسبه لفرقتك ومدرب الاحمال بتاعك كابتن كريم مظبوط كده, دوره موجود ايه في الفرقه؟ تعامل معاك ازاي؟ هو انا عايز اشكر مش كابتن كريم بس, انا عايز اشكر الاول الجهاز كله. قولهم لي واحد واحد لو سمحت بعد اذنك. الجهاز كله هو اللي هو يعني عمرنا ما هنكسب غير ما يكون الجهاز قوي جدا وجهاز محترم, وفعلا جهاز النادي الاهلي يعني. فهم الاساس يعني, عشان بس زي ما هم البنات قالوا كده, انا ما بعملش حاجه لوحدي, الجهاز بالكامل والله مش عشان حاجه, كل واحد ليه دور. كل واحد ليه دور بيأديه بشكل كبير جدا, بدايه من كابتن محمد جاد المدرب العام. كويس. دوره كبير جدا وقريب جدا من البنات, بيلم ورايا كل حاجه, يعني متفاني في شغله, بيحبهم جدا زي اخواته الصغيرين, بيحاول يريحهم يعني بدرجه مش عايز اقول زياده عن اللزوم. فده دور مهم جدا هو بيقوم بيه, بلس ان هو في الباسكت يعني على طول انا هو وكابتن عمرو صابر. انا بتكلم بس على جاد ان هو معايا بقى له سنتين, عمرو السنه دي اول سنه, عمرو ابن النادي وزميلي في النادي وفي المنتخب. تمام. والسنه دي اللائحه ادتنا حد يعني مدرب زياده, فدي كمان بقى عندنا قوه كمان بقى, خلاص معايا 2 فنيين. كل واحد فيهم يقدر يمسك الدرجه الاولى لوحده. دي كانت ميزه كبيره جدا بالنسبه لنا, بالاضافه الى كابتن مشيره اللي هي فعلا هي مامتهم, هي يعني زي حريصه عليهم بزياده, وساعات ممكن يشتكوا منها بان حرصها الزايد عليهم. عندها خبره كبيره, كانت لعبة في النادي, لعبة في المنتخب, وبقى 10 سنين اداريه المنتخب, هي حتى كمان معايا اداريه المنتخب. فحافظاهم, فدي كانت ميزه بالنسبه لنا. كابتن موسى علي المدير الاداري كانت كل الحاجات الاداريه, مش بحس في اي تغييرات بقى اداريه, اي مشكله بينه وبين المنطقه, مشكله بينه وبين الاتحاد, كان هو اللي بيتولاها وبيقوم بيها. فيعني مريحني جامد جدا جدا الموضوع الفني. كريم هو مخطط الاعمال, هو مش بنسيبه بصراحه يشتغل لوحده, انا وجاد وعمر احنا على طول مع بعض, لازم يعني الموضوع بينا مش بنسيب الموضوع بدني, لا احنا حاطين البرنامج من اول السنه, ولو قدر لو في توقف او حاجه او اصابات فبيبقى بنعدل احنا الاربعه مع بعض دايركت. عبد الله هو اللي بيعمل كل الشغل الاحصائي اللي هم دلوقتي كنت انا محتاج ان توصل لهم الثقافه دي, ان كل واحده لازم تعرف هي شط قد ايه, جابت قد ايه, عملت ايه, التيرن اوفرز قد ايه. فكل ده ما كانوش بيهتموا بيه, دلوقتي خلاص باول ما يطلعوا الملعب, كابتن عبد الله انا عملت ايه, ارقامي ايه, احصائياتي ايه, لعبت قد ايه. فدي حاجه كانت مهمه جدا, ان كل جيم كابتن عبد الله بيعمل لهم الستاتس بيبقوا مركزين جدا جدا معاه. فده سبب النجاح, بلس الدكتوره بقى اللي هي فعلا اختهم, بمعنى اختهم.
ليل ونهار معاهم في المعسكرات، في اي اصابه هي معاهم، حتى الادويه بتبقى حريصه ان ياخدوا الدواء قدامها، لازم تنيمهم الاول بعد كده يناموا. فده الجهاز اللي القوي اللي من اسباب المكسب، هو سبب المكسب، هو مش موضوع مش اهاب بس او مدير فني بس. لو الجهاز ده مش معايا جهاز قوي، لو مش معايا دكتوره كويسه، لو مش معايا مدربين كويسين، لو الاداري مش كويس، لو الاعداد البدني مش كويس، مستحيل كنا نفرق ونكسب زي ما انت بتقول. كلهم بس يا كابتن ايهاب، معلش هقطع على حضرتك كلمه، كابتن موسى وكل الجهاز الفني والاداري والطبي حضرتك كله بتتكلم عليه قدامنا على الشاشه دلوقتي. طبعا هم انا بشكرهم وبحييهم، يعني كنت اتمنى ان كلهم يكونوا موجودين، وان شاء الله عذرا على ضيق المكان في وعد من القناه ان كلهم الفرقه كلها تيجي ان شاء الله باللعيبه، لان ده حقهم وده تعبهم، هم مش جزء، هم اساس المكسب مش جزء. عاجبني جدا الروح بين اللاعبات، وعاجبني الروح اللي انت بتتكلم بيها على الجهاز بتاعك، هو ده روح النادي الاهلي، ده اللي اتربينا عليه، وانا بنقول الحقيقه يعني فعلا احنا الجهاز يعني الحمد لله انا محظوظ ان انا هم معايا جهاز قوي، كل واحد ليه دور، ومحظوظ ان معايا جيل من اللاعبات فعلا متميز. الحمد لله عندنا كل حاجه، عندنا بنات صغيره، عندنا اطوال، عندنا سرعات. دايما اقول لهم الكلام ده، ده وقتكم، ده لازم تكتبوا التاريخ، لازم تفضلوا سنين زي ما سبورتنج فريق كبير فضل محافظ 10 سنين على البطولات، لازم انتوا ترجعوا تحافظوا على البطولات، لانه تستحقوا. لو انا مش شايف انتوا تستحقوا، مش هنتعب، مش هيبقى علينا بريشر دلوقتي، ولا احط عليكم بريشر خالص زي ما قالوا عليا. انا هم انا بره، لا لسه هاجي للكلام ده يا كابتن ايهاب، لا لسه هاجي لكل الكلام اللي قالوه، بس لما نقف مع بعض عشان بس يبقى الكلام واضح بيننا وبعض. قولي لي يا ناس، الاحتراف شيء مهم في الرياضه دلوقتي، وعندنا بنات محترفين بره، وانا شايف وجهه نظري ان الباسكت متقدم، يعني كذا اكتر من 6-7 لاعبات بره في الاحتراف. تشوفي الاحتراف شكله ازاي لو البنات دي كلهم طلعوا، مصر هتتقدم ازاي؟ لا اكيد طبعا هياخدوا خبرات جامده قوي، وان هم هيرجعوا هنا، احنا بقى هناخد يعني الناس اللي ما سافرتش بقى، هتاخدهم من وان هم بقى بيحتكوا مع ناس في الليفل اعلى مننا اكيد بكتير. اكيد لما احنا هنفضي هنطلع شويه لبره، هيكون عندنا ذخيره ثانيه بنات تطلع من تحت، فاعتقد بقى الخبرات اوسع كتير، ايه رايك؟ اكيد مظبوط؟ طبعا. تدرسي ايه؟ سهله اهي، جاي لي في السهل. قولي اسنان. اسنان؟ دكتوره؟ ما شاء الله، انتوا كلكم دكاتره؟ هم كلهم دكاتره كاترياب؟ ما شاء الله. احنا مش دكاتره. تقى اسنان لسه جاي لك، لسه جاي لك، تستنى. تقى طب اسنان، ايناس طب اسنان، عبد الظاهر طب. طيب ما شاء الله. بشري زينب ورانا علاء وما جوش النهارده عشان هم اتنين في هندسه، ما شاء الله، فما جوش بسبب الدراسه، تقع ما جتش عشان الدراسه، كنت اتمنى هم موجودين. ساره عندها امتحانات في الجامعه الامريكيه، ما شاء الله، دول ما جوش كنت اتمنى يكونوا موجودين يعني معانا. هي دي مشكلتي معاهم، ان هم كل كلياتهم كليات قمه وكليات عمليه. ما شاء الله، عجباني جدا ايناس، ما شاء الله، دكاتره مهندسين كل كل حاجه. بنوفق ازاي؟ هنقدر نوفق ازاي مع المستوى الكبير او المستوى المحترم اللي انتوا فيه؟ هو الصراحه صعب جدا يعني، الموضوع متعب جدا، بس يعني كابتن هبه هو بيقدر شويه يعني التاخير ده. هسالك على سؤال بالذات على اختك في البيت، انتوا الاثنين، هي برضو دكتوره؟ لا. فين؟ هي بيزنس دي سي. كويس جدا، قولي لي التعامل ازاي في البيت؟ وانت عندك ماتش، وهي عندها ماتش، وماما وبابا والبيت وكده، يعني بتعملوا ازاي؟ وماما تكسبي ماتش مبروك، والتانيه هارد لك، يعني قولي لي بتعملوا ايه؟ لا هو الموضوع بيبقى صعب قوي كمان. يوم اللي هو بيبقى احنا اتنين عندنا ماتش ضد بعض، نبقى اللي هو نازلين مع بعض بقى وكده، اللي هو انا هكسبك، لان انا هكسبك، شوفي هتعملي ايه بقى وكده، في شد وجذب. بس طبعا انا قاعده كده بحس ان لو عملت حاجه حلوه بحس ان انا ساقفه كده بسكت عشان بقى. مين الكبيره؟ هي فالصغير دايما انت عارفه لسانه على طول شغال، صح؟ طبعا. طب واصحابك دول بييجوا البيت بقى ويهيصوا اهلي وكده ولا ايه؟ ولا ما حصلش؟ بس هي كانت معانا في الاهلي برضه، فهي كانت صحاب يعني، مش لما نعملش كده ما تعمليش كده فيها خالص. تقولي لها ايه على الهوا؟ اقول لها ايه على الهوا؟ اقول لها هنكسبكم مني بقى خلاص. يا نور قولي لي ايه؟ بتخافوا جامده؟
ايه الوضع بينك وبينها؟ دي كانت لعيبه معاك والوضع؟ هي ايمان قبل ما تبقى لعيبه هي صاحبتي اساسا. كويس. من جيلي. بس بنبقى دايما حريصين، هو مش عليها بس، على كل اصحابنا وكل اللي بيلعبوا باسكت في اي ماتش بيبقى بنخاف على بعض وازاي نلعب بحرص وما يبقاش فيه اصابه. بس وهي برضو اكيد بتبادل نفس الشعور، ان احنا برضو ما تبقى خايفه علينا او نلعب احنا خايفين على بعض. حاجه مهمه لازم اسالها، بتتعاملوا ازاي مع كابتن ملك هشام اصغر لعيبه عندك في الملعب؟ لا والله انا بالنسبه لي ملك بالذات، يعني ان هي يمكن اكتر حد في الفرقه بيعمل ديفنس، يعني هي اكتر ممكن، هي ما شاء الله عليها كفيله انها تدافع على الخمسه لوحدها عادي خالص، مفيش اي مشاكل. ما شاء الله. يعني انا بالنسبه لي ملك في ماتش الجزيره يمكن هي مش اهم حد في المكسب، بس يمكن هي من اهم اسباب الفوز، ان هي لما كنا احنا كان الماتش ماشي باسكت 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 باسكت، كابتن ياب حتى كان ولا بجد كانها يعني ملك تنزل في الديفنس وساره تنزل في الاوفنس، دي تنزل في ملك الهجمتين اللي هي نزلتهم في الديفنس، اللي هي نزلت في الشوط الاول وقعدت الماتش كله بره، ونزلت بقى في الرابع في اخر دقيقتين كنا احنا كسبانين باسكت، او يعني احنا محتاجين الكوره دي ان احنا نقطعها. ملك كانوا هما بيلعبوا اوتسايد، راحت ملك مديه ظهرها للملعب وبس، اي حد بيقرب من الكوره ملك بتقابله، فتحسب 5 ثواني عليهم، قام الكابتن مطلعها، نزل بحد تاني في واحنا رايحين بقى اتاك، راح بعد كده فهمني ملك هشام حكايتها ايه؟ حكايتي لكابتن ايهاب سبب رئيسي اللي انا وصلت له. هي لسه ما عملتش حاجه، احنا لسه دي اول سنه. بس خلاص من الاخر يعني. هي لسه ما عملتش حاجه. هي فعلا زي ما صوره بتقول، هي بتدافع كويس قوي في الماتش ده، يعني انا هي لسه طبعا خايفه ولسه لعيبه صغيره، فشويه هي في الاتاك لسه، يعني الموضوع كبير، لان ملك مواليد 2002 يعني كنت لعبت السنه اللي فاتت مع زي المرتبط كده، السنه دي زي البنات الصغيرين انت استضفتهم كده، فطالعه لسه موضوع كبير شويه. هو كان ريسك شويه في موضوع ماتش الجزيره كده زي ما صوره بتقول، ان احنا كل ما نيجي ندافع بنزلها، وفي اي توقف على طول بخرجها في الاتاك، يعني كان اخر دقيقتين كان عندنا لسه 2 تايم اوت اهلي وجزيره، فكان في 4 تايم اوت في اخر دقيقتين، كان عندي فرصه ان انا، فالحمد لله انا ما نزلتها، فانا عملت 2 ستيل كانوا مؤثرين جدا في نتيجه المباراه. ولسه بدري يعني، انت عمال يعني ديتها كابتن ملك هشام هي كابتن ملك هشام نجمه كبيره، كابتن ملك هشام نجمه كبيره في الطريق، وان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه هتكون من احد اسبابه او من اللعيبه الكبار، وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر اتمنى لها التوفيق باذن الله. هنخرج للعبات سريعا لحضراتكم، وسؤال انا سالته، التعامل بينك وبين كابتن ايهاب الالفي لسه ما هو ما ردش، ها قولي لي. لا هو الكابتن ايهاب سريعا عشان احنا بصي بيقولوا لي خلص خلص، كابتن ايهاب متفاهم جدا طبيعه دراستنا والدكاتره والمهندسين وبزنس كل حاجه، فعلى قد ما بيقدر لو ينفع يسمح لنا بغياب او تاخير او كده لا هو بيقدر صراحه. تمام، كلمه اخيره لكابتن ايهاب الالفي. سوريا كلمه اخيره كابتن، انا بس عايزه اقول له شكرا على كل حاجه عملها معايا في وقت ما انا ببقى وحشه، بيكون معايا وحشه زعق زعق اسمع كلامي زعق زعق، بس عشان مصلحتي في الاول ولا في الاخر وقت ما بيكون سياسيه شويه انت معايا صح، خايفه قاعد معانا على نفس الترابيزه بجد خالص صح كلام. لا والله وانا شايف الكلام براحته ده، لا بجد لا لا هخليك تكلمه كلمه اخيره بس مش لما نخلص هنقفل بيها. هو فعلا بقول لك الوقت اللي ببقى فيه وحشه بيكون معايا قبل الوقت اللي انا ببقى فيه كويسه، حتى الوقت اللي ببقى فيه كويسه بيقول لي انت كنت وحشه، فعادي يعني. فانا فعلا ما عايزه اقول ان، وعايزه اقول كمان شكرا لفرقتي اللي خلاص بقت عيلتي الثانيه، اللي لما ببقى خلاص ببقى عايزه حاجه لا باجي لهم هم، وطبعا بشكر الجمهور اللي على طول واقف في ظهرنا في اي ماتش من الماتشات. هنختم بيكي كلمه كابتن ايهاب. ايوه. وجمهور النادي الاهلي. يلا يا ميس. طبعا بشكر كابتن ايهاب يعني، وبقول له يا ريت تسامحني على التاخير يعني. دكتور حقك. يعني عشان كده مش هيبقى عايز اقول حاجه، قولي له يا كابتن انا هعالجك في سنانك وكده برضه بس هتاخد فلوس خدت بالك؟ سنانك بايظه اساسا. تمام. طبعا بنشكر الجمهور ان هو واقف ظهرنا دايما، وعايزين بقى اكتر تدعيم اكتر يعني. انا فعلا مبسوط وفعلا ببارك لهم وفعلا بقول لهم الف مليون مبروك لفريق عظيم 4 بطولات السنه اللي فاتت، وبطولتين السنه دي، خساره البطوله العربيه كان شرف ليهم ان هم وصلوا الفاينل، لعبوا وتعبوا وادوا ما عليهم، لكن هم بيوعدوا في المرحله اللي جايه ان شاء الله باذن الله هيكونوا واقفين على مصر. الكابتن ايهاب الالفي بيوعد
ان في افريقيا ان شاء الله في اللي جايه يقدر يوصل بالبنات. البنات عندها طموح وامل كبير جدا، عندهم اهداف هيحققوها. في اخر الحلقه لازم هنختم مع كل الفريق المتواجد دلوقتي جوه استديو نادي الاهلي. قوم يا اهلي شوف ولادك والبنون، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف اياد النصر في كل العبود، شوف وسجل بيها ابكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الامان. كل نعمه في رحابك عندنا، دي مشيئه وإرادة ربنا، من شيوخك اكتسبنا مجدنا، وبشبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما 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 في الامان. يا أهلي شوف ولادك والبنون، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. كل نعمة في رحابك عندنا، مشيئه وإرادة ربنا، من شيوخك اكتسبنا مجدنا، وبشبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما 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 في الأمان. كلمة لكابتن إيهاب الألفي هيرد ان هو في شد وجذب، عندنا بطولات، عندنا امل، عن البنات اللي موجوده دي فعلا فريق كبير، فريق عظيم، هو ده الفرق النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي. كابتن إيهاب الألفي الكلمه الاخيره لحضرتك. انا بس عايز ان طبعا الالتزام دوت على القرار دوت دايما 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 واحد، وان شاء الله هم قادرين ان هو نمرة واحد ونخلص البطولات المحلية او الرباعية زي ما قدمته في الحلقة ان شاء الله، عشان السنة الجاية نروح البطولة العربية والافريقية. موضوع الشد والجذب ايوه ده مهم جدا. انا بره الملعب ما عنديش شد وجذب، هم عارفين والله كلهم بنات يعني او اخواتي، يعني ما عنديش مشكلة خالص. جوه الملعب لازم يحسوا ان احنا بنلعب في النادي الاهلي، لازم عندنا بريشر، لازم يستحملوا اكتر من كده، واللي جاي هيبقى فيه بريشر اكتر ان شاء الله، عشان الكاس يعني صعب السنه دي ان احنا ما نحققش السنه اللي فاتت، فاحنا علينا بريشر اكتر، فهيكون في بريشر اكتر، فاستعدوا يعني ان شاء الله. مبروك يا بنات، الف مبروك، وان شاء الله دايما بطولات ودايما مكسب ان شاء الله. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. شكرا. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الامان. كل نعمة في رحابك عندنا، دي مشيئه وإرادة ربنا، من شيوخك اكتسبنا مجدنا، وبشبابك احتفظنا باسمنا.